10 عندنا محاضرة هيستوري مع دكتور أحمد زكريا. دكتور احمد ساكن جنبي هنا، مش مشكلة. يعني هبعت له انا ان احنا يعني ممكن ناخد ربع ساعة كمان ولا حاجة. اوكي. طيب هنبدأ اهو. دي من اخر سلايد عندنا. في يعني ايه مقدمة تقليدية كده لازم نبقى يعني عندنا عنها فكرة، نحاول نعديها سريعا. وطبعا الليكتشر بتاعتنا عن Residential Landscape Design بالذات يعني. بس هو الحقيقة يعني ما نقدرش نجزم ان احنا غطينا كل حاجة فيها بالكامل او في اللاندسكيب يعني بالكامل، لان الموضوع يعني اللاندسكيب ده في حد ذاته ده كورس لوحده. طبعا في كمان في عندنا قسم اسمه دار او Landscape Architecture يعني. فاحنا بقدر الامكان هنغطي النقط الاساسية ونوريكم شوية بحيث تقدر تساعدهم باذن الله. طيب اولا ايه هو اللاندسكيب؟ طبعا يعني مش هندخل في تعريف نظريه وحاجات كتيره زي كده، بس هو المقصود بيه ان احنا ازاي نعمل ديزايننج. وطبعا الناس بقى اللي يعني بتاخدوا بقى كورس لاندسكيب متخصص ممكن يكون بيتكلموا معاكم كمان على الديتيلز والانستولينج بتاعه والمينتننج او الصيانه بتاعه الاوت دور سبيسز. المهم ان اللاندسكيب مهتم بكل الاوت دور هيومن انفايرمنت. هو الحقيقه مش بس الاوت دور، هو ساعات بيكون في حاجه نسميها الاندور او الانترنال لاند سكيب، يعني الحاجات اللي بنعمل فيها نباتات ظل، اللي بنعمل فيها يعني ووتر اليمنتس كده، الفود كورتس اللي بتشوفوها في بعض المولز حتى لو ما كانتش من فوق فوقها سكاي لايت. يعني بمعنى اي اعمال بتهتم بتنسيق منطقه مفتوحه، المنطقه دي منطقه كبيره يعني مش مجرد اندور سبيس فنسميها انترنال ديزاين او اندور ديزاين او انتيريور ديزاين. يعني منطقة كبيرة بتحتمل يكون فيها بلانتس أو نباتات، بتحتمل يكون فيها ووتر إيليمنتس، كل ده بيتسمى لاندسكيب سواء كان إن دور أو أوت دور. بس طبعا الأغلب بيكون كلامنا على الأوت دور سبيس. طبعا بيكون الهدف منه مينلي يعني الأصل إن هدفنا إنجوينج للناس اللي بتستخدم الأماكن دي وحتى اللي بتشوفها مجرد رؤية. يعني هو مكون بصري مهم جدا مكمل للمبنى بتاعك. يعني ممكن تبقى عامل مبنى في منتهى الروعه، وده ممكن يكون المحل اللي انتوا واقفين عندها دلوقتي، ان انتوا اوريدي فكرتوا في الديزاين بتاع المبنى بتاعكم. ممكن تكونوا مفكرين في حاجات كويسه قوي، او يعني لسه بنحاول نلحق بقى في الوقت اللي باقي لنا نكمل بقيه الديزاين بتاعنا. ممكن تعمل مبنى جميل جدا، لما المبنى ده لو ما فكرتش في الاوت دور والبيلت انفايرمنت الموجوده حواليه او المان ميد انفايرمنت الموجوده حواليه، واللي لازم هيكون فيها حاجات ناتشرال. والفرق بين الكلمتين طبعا الناتشرال دي حاجه طبيعيه حتى لو احنا اللي زارعينها او احنا اللي حطيناها زي الووتر اليمنتس، انما المان ميد بنكون قاصدين بيها الحاجات الهارد. عشان كده كلمه لاند سكيب نفسها ساعات بتصنفها لحاجتين، سوفت سكيب وهارد سكيب. سوفت سكيب بيكون مقصود بيها البلانتس او النباتات او كل بقى اشجارها المختلفه، يعني سواء كانت تريز اشجار او شرابس شجيرات صغيره او كانت بوشز يعني شجيرات اصغر، او كنا بنتكلم على بلانس او بنتكلم على جراس او يعني مسطح عشبي كده، ووتر اليمنتس، كل الحاجات الناتشرال دي بنسميها سوفت سكيب. تمام. انما هارد سكيب بنبقى قاصدين بيها الحاجات بقى المان ميد او اللي هي الحاجات البيلت. يعني ايه؟ يعني كل بقى الحاجات المسطحات الصلبه بتاعت الارضيات ايا كانت الماتيريال بتاعتها، الحاجات اللي الانسان بيضيفها على الناتشرال اليمنتس اللي موجوده اوريدي. فهو في حاجه بنسميها سوفت سكيب، حاجات بنسميها الهارد سكيب، وكل ما كان انتجريشن او التكامل بينهم اكتر كل ما كان احسن. طبعا عشان نعمل ده لاندسكيب ديزاين الحقيقه هو شكل من اشكال الديزاين، فهو هتلاقوا فيه تشابهات كتيره ما بين اللي بنعمله في المبنى وبين اللي بنعمله في اللاندسكيب. فانت بتبقى عايز تحل المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في موقع ما، يعني بتكون عايز تاكد على الكود بوينتس زي ما انتوا عندكم مثلا فيو، فبتكونوا عايزين تاكدوا عليه يعني مش هتيجوا تبنوا قصاد الفيو ده اشجار عاليه فتحجب الفيو مثلا. تاكدوا عليه بان انتوا بقيه الارض بتاعتكم اللي جهه الفيو يكون موجود فيها عناصر يعني بتوجد اديشنال فيو او اديشنال فاليو للجهه اللي انت بتبص فيها على الفيو اللي موجود عندك. طبعا بتحاول توجد او الدور سبيسز بتنيد النيدز او يعني بتستوفي احتياجات الكاستمر او الكلاينت او الاونر بتاع الارض دي بشكل جمالي وفي نفس الوقت بشكل وظيفي. طيب
فتلاقي بقى حاجات صور زي كده تقول لك ان بيفور لاندسكيب، اما كنت انا كده الناس مش بتفكر مجرد ان هي عايزه تعمل ممشى او بوك او يعني باث واي كده، فبتروح يا دوب مبلطه كده مساحه وخلاص وانتهينا. انما لو عايزه تعظم قيمه الممشى ده وعايزه توضح اهميه المسار ده لانه ده هيوديني للمدخل مثلا، بتبدا تهتم بقى بشكل حتى شكل التضبيطه بتاعته، شكل الاوتلاين بتاعه، اذا كان في ستيبس ما تبقاش كلها موجوده في النهايه وخلاص، ان انت تحدد حتى الاوتلاين بتاعه بشكل الطف شويه، يبقى يبدو كده في شكل انتقالي بين الحاجه الناتشرال والحاجه اللي هتبدا تبقى منتظمه اللي هي المان ميد. فطبعا لما بنفكر في لاندسكيب بنوجد فراغات احسن من اللي كانت موجوده لما كنا بنفكر بشكل وظيفي بحت، انا عايزه مسار او ممر مشاه هنا فببلط منطقه بقول دي الممر مشاه. انما لما بنفكر فيها بشكل افضل اكيد طبعا بنوصل لنتيجه احسن. اي حاجه زي كده انت ابتديت تكمل الممشى بتاعك ده لحد بره الخطين او العمودين اللي عاملين لك السور ده، كملت نفس الماتيريال وعملت لها اوت لاين مختلف محد بيحددها، فطبعا واصل لشكل افضل. فكرت ان انت مش بس محتاج ممر يوصلك للمدخل، لا انت محتاج ممر يوصلك لمنطقه تانيه، فعملت ممر تاني في الجهه التانيه. ابتديت تحدد بقى مكان يعني المساحه دي او الممر ده هيوصلك للسلم، عندك في المنطقه دي في جزء مزروع او جزء جاردن كده في شويه بوشز وشجيرات، ابتديت تحددها بشكل كيرف زي الشكل ده، فبقى في تكامل في الشكل، بقى في حتى يونيتي. انت مش مجرد انت استجبت لاهميه ان انت عندك ممشى هنا رحت حطيت ممشى وخلاص، ده اي علاقه بينه وبين التبليطات الثانيه اللي موجوده دي، لا بدات تتحسن العلاقات دي وتحدد انت فين هتعمل شويه بوش صغيره كده، فين هتعمل شويه شرابس، فين هيبقى فيه جراس او بنسميه لون او منطقه عشبيه يعني. ابتديت تهتم بالاليمنتس نفسها بتاعت البيفنج فيظهر لك حاجه افضل. طيب انت ايه اهميه اللاندسكيب؟ الاهميه بتاعته طبعا ليها اهميه من جهات كثيره. اول حاجه طبعا الاهميه الجماليه، يعني دي النقطه المهمه على يعني اهم نقطه. احنا لما نيجي نتكلم في العماره نقول لك خلي بالك انت مش بتهتم ان انت تعمل فورم جميل وخلاص، لا خلي بالك في حاجه اسمها الفانكشن، وان الناس هتستخدم الفراغات دي ولازم تستخدمها بشكل مريح ولازم تعرف تفرشها ويكون في يعني اوبتمايزيشن البرفورمانس بتاع الفراغ ده، قادر تستغل كل المساحه اللي فيه بشكل كويس، قادر تستغل الفيوز، الحاجات دي كل الكلام ده valid وينطبق او applicable على اللاندسكيب ديزاين. بس في اللاندسكيب ديزاين اذا انت قدرت تستوفي الوظيفه بشكل تام، يعني محتاج ممشى هنا عملت ممشى، محتاج سويمنج بول حطيت سويمنج بول، بس من غير ما تفكر في النواحي الجماليه هيبقى فشل ذريع. يعني يمكن في المباني بقول لك انت هتاخد مقبول او هتطلع لنا علبه كبريت والناس هتعيش فيها وخلاص، في اللاندسكيب لا، هو في حاجه اسمها القيمه الجماليه او الاستاتيك فاليوز للحاجه اللي انت بتعملها دي من البريورتيز بتاعتك. يعني لازم في الاخر توصل لمنتج او برودكت او ديزاين جميل في اللاندسكيب، لان هو ده يعني من اوائل النقط او من النقط اللي الناس بتهتم بيها، والبيئه ربنا خالق فيها حاجات جميله. اذا انت ايدك او الديزاين بتاعك ما اضافش للجمال بتاعها حاجه ثانيه او قيمه ثانيه جماليه، يبقى انت كده خليت بالقيمه بتاعتك او قللت منها. طيب هو اللاندسكيب الحقيقه مش بيتعمل لنواحي فانكشنال في المقام الاول، هو بيتعمل نواحي جماليه بالاضافه طبعا للفانكشن. يعني لو انت عملت تشكيلات جميله في اللاندسكيب بس مش بتؤدي وظيفه، هتبقى برضو اخليت بالمطلوب منك. فهو ان الجهتين مطلوبين، بس احنا بنيجي نتكلم عن اللاندسكيب بالذات او اللاندسكيب اركتكتشر، اللاندسكيب عموما يعني بيبقى البريورتي اللي بنتكلم عليها هي النواحي الجماليه، ان انت لازم تكون قادر ان انت توجد قيمه جماليه في الديزاين بتاعك، قادر ان انت لو عندك مشكله تقدر ان انت تخفيها بعناصر اللاندسكيب بتاعتك، لو عندك مشكله فيو غير مرغوب او حاجه زي عدادات مثلا موجوده على المبنى من بره او حاجات زي كده، تقدر تعملها سكريننج بالبيلت اليمنتس اللي هتحطها بره او بالشجيرات اللي هتحطها بره، وفي نفس الوقت لو عندك فيوز او عندك منطقه جميله في السايت بتاعك تقدر ان انت تزود القيمه بتاعتها وتعملها انهانسنج. طيب في كمان طبعا فانكشنال فاليو، يعني انت في اللاندسكيب انت مش مجرد ان انت عايز تحط شويه شجر حلو وشويه تبليطات لطيفه وخلاص، لا هي التبليطات دي بتؤدي لمكان ما، بتؤدي لمدخل الفيلا او مدخل المشروع بتاعك، الباب بتاع المدخل او الساحه بتاعه المدخل، عايز توجد منطقه لعب اطفال، عاوز توجد منطقه سويمنج بول او منطقه انترتينمنت، عاوز توجد منطقه باربيكيو او شوي، كل دي اسمها وظايف انت لازم تعمل لها انكلودنج في ديزاين بتاعك، ولازم تكون مهتم بيها وعارف ايه تحطه جنب ايه وايه اللي يتفصل عن ايه.
طبعا environmental values، يعني لو انتوا تسمعوا في حاجه بنسميها الاربن هيت ايلاند افكت، وان شاء الله لما تدرسوا السنه الجايه كنترول اوف ثيرمال انفايرمنت هنتكلم عنها اكتر، اللي هي الصورتين دول لمدينه امريكيه، صوره عاديه خالص من ساتلايت، وصوره ثانيه موجود معموله ب بيسموها ثيرموجرافيك او ثيرمو فوتوغرافي، يعني تصوير حراري. صوره بتصور لك الحاجات اكوردنج للتمبريتشرز بتاعتها او درجات الحراره بتاعتها. فواضح في الصوره اللي تحت دي اللي هي التصوير الحراري ده، الحاجات اللي درجه حرارتها اعلى لونها اغمق، واللون الافتح بتاع الحاجات اللي درجه حرارتها اقل. واضح طبعا الشجر او المناطق كل الاخضر ده درجات الحراره فيها اقل، درجه حراره الهواء فيها اقل من المناطق اللي لونها جراي الرماديات دي، اللي هي المناطق بتاعت المباني والطرق وكل الحاجات اللي هي البيلت انفايرمنت او مان ميد. فده بيقول لنا ان احنا نخلي بالنا ان دايما في المناطق الحضريه يكون عندنا مشكله ارتفاع درجه حراره. تخيل كده لو في يوم حر وانت موجود في فوق الاسفلت، حتى لو مفيش حركه عربيه، طبعا العربيات والعوادم بتزود الاحساس بالحراره، بس انت موجود عند طريق اسفلت يعني تبقى ايه درجه حراره الهواء؟ لو انت موجود عند طريق او مكان مزروع هيبقى درجه حراره الهواء ايه؟ تقدر انت تتوقع ان طبعا الجرين ارياز بتقل درجات حراره الهواء فوقيها، انها مش بتسخن بنفس معدل المواد اللي هي المان ميد زي الاسفلت والكونكريت والبريك وكل الحاجات اللي احنا بنبلط الارضيات بيها او بنرصد بيها. كمان علشان الجرينري او الحاجات الخضراء دي بتقدر تتعامل كويس مع الهواء اللي حواليها، بتقلل درجة حرارته وبتزود الرطوبة بتاعته، فبتوجد environment حواليها أحسن. الكلام ده على اللوكال سكيل، يعني أنت موجود أنت كشخص في أي مكان هتحس بالموضوع ده، وعلى الجلوبال سكيل، وحتى على سكيل يعني على سكيل المدينة اللي أنت فيها. زي ما قلنا الأربن أريز بتكون temperatures فيها أعلى بدرجتين ثلاثة ويمكن أكتر من المناطق الرورال أو المناطق الريفية أو المناطق اللي مفتوحة وفيها زرع وشجر وحاجات زي كده، بسبب طبعا عوادم العربيات، بسبب البوليوشن اللي موجود، بسبب ان مفيش خضره كفايه، بسبب ان المان ميد ماتيريالز الحاجات اللي احنا بنسميها الهارد سكيبس زياده قوي عن السوفت سكيبس او عن الجرينري، المناطق الخضراء عموما او الحاجات الخضراء بتنظم درجه الحراره، بتوجد حاجه اسمها مايكرو كلايمت يعني مناخ مصغر، او بتعدل ظروف الحراريه في المكان اللي هي موجوده فيه للاحسن خصوصا في المناطق الحاره. طيب او يعني مثلا بيقول لك في دراسه قالت ان كل ما بنزرع اشجار كل ما ده بينتج يعني بمعدل ما او بينتج معدل ما من تقليل درجات حراره الهواء اللي موجوده فيه. طبعا بتعمل حاجات تانية زي الايروجن كنترول، يعني السيطره على التاكل بتاع طبقات التربه، امبروفنج اير وسويل كواليتي، يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيره من دي عشان ما نضيعش وقتنا. في طبعا نواحي كمان ايكونوميك، ايكونوميك يعني ايه؟ يعني لو انت بتبيع فيلا بتاعتك او فيلا في ما يعني موجود لها لاندسكيب جميل وابيلنج كده ويفتح نفس الناس اللي هتعيش فيه او الناس اللي بتزور المكان، اكيد القيمه بتاعته هتبقى اعلى من مبنى تاني اتعمل له لاندسكيب متواضع او الناس ما فكرتش كويس في اللاندسكيب بتاعه. طبعا هي بترفع اللي بيسموها يعني الرنت او الرانك بتاعت البروبرتي بتاعتك ده، سواء كنت بتأجرها ولا بتعملها سيلينج ولا ايا كان. كمان علشان زي ما بنقول الجرينري دي ممكن تحسن الاداء الحراري جوه المبنى، ممكن شيدنج اليمنتس، شيدنج تريز الاشجار المظلله، لما بتظلل اجزاء مهمه من المبنى، اجزاء محطوطه في توجيه يجي له شمس كتير زي الغرب وزي الجنوب، ده بيقلل لك فواتير الكهرباء، بيقلل لك الفواتير بتاعت التكييف اللي انت هتستخدمه في المبنى اذا كنت بتستخدمه. لو كنت بتستخدم تكييف انت نفسك تحس ان درجات الحراره قريب من الشجره، وجوه المبنى الشيد باي زي ستريت تبقى درجات الحراره اقل ومقبوله اكتر من لو كان مفيش الجرين شيدنج اللي احنا بنتكلم عليه ده، وبالتالي برضو الفاليو بتاعت المبنى بتاعك بتزيد. طيب الديزاين بروسيس ست ممكن نصنفها او نعملها كاتيجورايزيشن او فيزنج كده، يعني نقسمها لمراحل اكوردنج للحاجات اللي هي تعتبر انبوتس عندنا. انبوتس يعني ايه؟ انت اول حاجه عشان تصمم لاندسكيب عندك ايه؟ عندك سايت، عندك موقع اللاند بلوت او اللاند لوت موجودة عنده، دي محتاج تعمل فيها ايه؟ محتاج ان انت الاول تحدد الحدود بتاعتها اللي هي الخطوه الاولانيه خالص اللي احنا اتكلمنا معاكم فيها اللي هي بتاعه السايت اناليسز. الاول طبعا كان لازم ترسم الارض بالسيت باكس بتاعتها بالاماكن اللي فيها الشوارع. لو حد فتح المايك اقفله لو سمحت.
بعد كده الخطوه الثانيه يعني الثانيه في نفس الكاتيجوري دي، يعني مش مجرد انت بترسم السايت بتاعك وخلاص، لا ده انت لازم تعمل يعني ثرو اوت او كومبليت سايت اناليسيس. انت لازم يعني بشكل كامل تحلل كل فيتشر او كل حاجه موجوده في السايت بتاعك، علشان ده هيخليك تاخد قرارات كتيره مهمه، سواء في الديزاين بتاع المبنى زي ما انتوا عرفتوا من محاضره السايت اناليسيس، او في اللاندسكيب، لان اللاندسكيب ده حاجه المفروض ان هي كومبلمنتري او متكامله ومكمله للتصميم بتاع المبنى. طيب تاني حاجه اليوزر ريكويرمنتس، اخوانا اللي فتح المايك اقفله لو سمحت. اليوزر ريكويرمنتس يعني انت لازم تعرف هو اليوزر عايز ايه، زي بالظبط برضو ما قلنا لك في الديزاين بتاع الفيلا في الاول، اعمل لنا برنامج او حط سيناريو، ابتدي قول كده ده الاب بيشتغل كذا، الام بتشتغل كذا، وبالتالي محتاجين ورك سبيس تبقى مواصفات وكذا، او محتاج نحطه ناحيه الفيو ولا نحطه في منطقه هاديه ولا نعمل فيه ايه بالظبط. مش بس كده، حتى يعني التيبيكال ريكويرمنتس بتاعت العيله دي، هم اب وام واطفال قد ايه، كل التفاصيل دي بتحتاجها عشان تعمل برنامج. تبتدي من البرنامج ده تقول اه انا عايز احط كذا وكذا وكذا، سواء بقى في الفيلا بتاعتك زي ما عملت قبل كده، او في اللاندسكيب بتاعها زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. طيب المرحله الثالثه، ما دام انت حددت الكلام ده زي ما انت عملت بالظبط على سايت اناليسيس وعملت بروجرام وبناء عليه، وابتديت ان انت تعمل ديزاين. الديزاين بالنسبه لنا في اللاندسكيب بيعمل الثلاث حاجات دول، اللي هو اللوكيتنج للسبيس او الارياز بتاعتك، ان انت بتبتدي تعمل ديفلوبنج للديزاين بتاعها، بتبتدي تاساين ماتيريالز اند بلانس للديفرنت ارياز دول. طيب تيجي نتكلم، طبعا اول حاجه انت بتجيب بتعمل بتبتدي ترسم السايت بتاعك او اللوت. اللوت يعني الارض بس بالباوندرز بتاعت حاجه زي الشكل ده كده. الحاجه الثانيه انت بتبتدي تحط بلوت بلان. يعني ايه بلوت بلان؟ يعني في بالظبط الدايمنشنز بتاعت المبنى بتاعك وبتاعت السيت باكس اللي عندك، بتاعت اي حاجه موجوده في الارض بتاعتك، حتى الدورز والويندوز. وده المهم ان انت تحطه. ليه مهم ان احط الابواب الشبابيك؟ عشان لو عندك مدخل، المدخل ده طبعا بيكون قدامه في بسطه وفي سلالم. النقطه دي مهمه قوي يا اخوانا، بغض النظر حتى عن اللاندسكيب، عشان الناس اللي انا بشوفها رسمه واجهات عامله باب الفيلا لازق في الجراوند لاين. طب مش في حاجه اسمها ان انا بطلع ثلاث اربع سلالم عشان اوصل للجراوند فلور؟ فانا يعني على الاقل يعني الباب ده هيبقى مرفوع بالثلاث اربع سلالم دول، فلازم يبقى فيه سلالم، والسلالم دي مش هتبقى لازقه في الحيطه اللي فيها باب المدخل، لا هيبقى فيه بسطه كده محترمه. البسطه دي نفسها يمكن يكون ليها ديزاين ابيلينج كده، مشجع ان الناس تروح المكان ده، او مش تروح يعني تدخل المكان ده، تعجب كده بالمكان الموجود ده. في طبعا السلالم دي كمان موجوده، فانت عندك فيه لازم تحدد فين باب المدخل بتاعك، لازم تحدد فين الجراج بتاعك هيبقى موجود فين، زي ما هو عامله لك كده كاتب لك هنا اسفلت، طبعا مش الدور يكون اسفلت، بس يعني بيقول لك ان الجراج هنا اهو. السيت باكس بتاعتك فين؟ طيب نقطه بس بخصوص الجراج، عشان برضو الديزاينز اللي انا بشوفها مع بعض الناس عندنا، ناس كتيرة بتقعد تقول انا الارض بتاعتي ال شيب او التي شيب. طب انا في التي شيب ده انا حليت المبنى بتاعي بحيث ان هو يعني عرفت استغل الضلعين بتوع ال، يعني انت عارفين ان في ارض ال وفي ارض تي، مش كده؟ فالتي تعتبر زياده عن ال بالجزء اللي هو ناحيه اليمين ده. ففي ناس قالت انا خلاص انا هركن بقى في الحته دي، يعني هنركن نخلي الباركينج بتاعنا في الحته دي. الحقيقه ده مش الحل الامثل، يعني اي نعم الحته دي تبدو ان هي شويه كويت او شويه ميته، شويه بعيد بقى عن الناحيه بتاعه الفيو اللي كلنا بنحاول نوجه ليها مع الاورينتيشن بتاع الشمال والكلام ده. انما الحقيقه مش صح ان انت تيجي تقول انا احط الباركينج في المكان ده، مش صح ان انت تخلي الباركينج بعيد عن الخط بتاع الشارع. ليه؟ انا مش عايزه الاقي نفسي بضيع مساحه كبيره من اللاندسكيب، ان العربيه داخله واخده بقى المسار بتاعها اللي هو عرضه مش هيقل عن مترين ونص او 3 متر، في الغالب يعني بيكون 3 متر مثلا، عشان تروح تركن في المكان بتاعها. وبعدين كمان ده انت لو عايزها ترجع لنفس المكان وانت مشيتها اوريدي جوه كتير في الارض، انت هتبقى مضطر ان هي تلف جوه الارض وترجع. فشوف بقى المانوفر ده، او ان هي تلف الاتجاه كده دائري ولا حاجه وتبتدي ترجع لنفس النقطه، شوف ده هيهدر معاك مساحه قد ايه من ارضك جوه ارضك، فمضطر تعملها اسفلت او كونكريت بيفنج او انترلوك او ايا كانت الماتيريال. فانت بدل ما المساحه دي كانت معاك جرينري او اماكن الناس تقعد فيها او تستغلها باي شكل من الاشكال في اللاند سكيب، انت اضطريت تخليها بس مخصصه للعربيه ان هي هتدخل تركن وهترجع ومش عارفه ايه، وتلف وتعمل موفر جوه الارض بتاعتك. طيب البديل عن ده ايه؟ الحل اللي هو الراجل ده عامله الحقيقه، وده اللي بقوله للناس عندنا. خلي العربيه بتاعتك تدخل تركن، بعدين عايزه تخرج بترجع يا دوب مرشدير كده
بنفس وضعها مش بتغير اي حاجه. انا واحده من الناس بكره جدا سواقه المرشدين دي، يعني فشل ذريع الحقيقه، ان انت الناس تقعد بقى تعدل نفسها وهي بترجع لورا تلف وتعمل، لا هي بس هترجع الارضيه زي ما هي كده، تخرج بره الارض يا دوب تلف في الكيرف ده وتبتدي تتحرك في الشارع بس كده خلاص، مش اكتر من كده. ده بيخليك توفر في المساحه اللي انت محتاجها علشان توصل للجراج بتاعك، بيخليك تخلي بقيه الارض بتاعتك ستيل هي المين يارد او المين اريا بتاعتك اللي انت بقى تقدر تحط فيها كل اليوزز او كل الريكويرمنتس اللي انت عايز تحطها. تمام يا اخوانا؟ فبيبقى البلوت بلان اختلافه عن اللوت. اللوت هو قطعه الارض يا دوب بس الباوندري موجود او عليه. البلوت دي هبتدي بقى احط المبنى باماكن الشبابيك والابواب فيه، بالذات الابواب عشان هي دي اللي الناس هتخرج منها على اللاندسكيب الخارجي، سواء كان في الفرونت يارد اللي هي فيها المدخل او الباك يارد اللي هي فيها بقى المنطقه الاساسيه بتاعتنا في الحاله بتاعت الراجل ده يعني، او البلان اللي قدامنا. فعشان كده بنحط اماكن الشبابيك الابواب. كمان الحاجه بتحط اماكن الشبابيك لان اماكن الشبابيك كمان بتحدد لك هو انه شبابيك انت ممكن تكون عايز تعملها سكريننج، انه شبابيك تحب تعمل قدامها شويه اشجار وتديها خصوصيه، وانه شبابيك تانية انا عايزه افضي المكان قدامها واخليها تشوف فيو. يمكن مثلا المطبخ لو بيطل على اليارد او الساحه الاساسيه بتاعتك، انت عايز المطبخ ده تكون الام واقفه فيه بتشوف منطقه لعب الاطفال، يبقى اذا المكان ده انت مش هتخلي فيه حاجات عوائق بقى من الجرين اليمنتس اللي انت بتحطها تعوق الرؤيه بتاعت الام وهي في المطبخ وبتتابع الاطفال وهما بيلعبوا، فبيبقى منطقه لعب الاطفال دي اقرب ما يمكن للمطبخ وفي نفس الوقت ما فيش اي حاجه تعيق الرؤيه ما بين الاثنين. تمام يا اخوانا؟ فالحقيقه في ده علشان تعمل تصميم دقيق بتحتاج كمان تحط الشبابيك بتاعتك هي موجوده فين. طبعا يا اخوانا انا عارفه ومدركه ان احنا عندنا يعني ليمت التايم، مش بس في وقت المحاضره دلوقتي، حتى في المشروع بتاعكم، وانتم مش هتلحقوا تعملوا بالظبط كل الخطوات اللي بنقولها، بس انتم عرفوا الصح المفروض يكون ايه واشتغلوا على قد ما ربنا يقدركم في حدود الوقت المتاح قدامكم، وتبقوا عارفين ان قدام وان شاء الله هتاخدوا اعتقد كورس لاندسكيب السنه الجايه او ماده لاندسكيب يعني، فهتكون اكيد طبعا هتعرفكم اكتر في الامور دي. طيب في نفس الوقت بنحط طبعا الدرايف ويز الستريتس بتاعتنا اذا كان عندنا ليفلز، اذا كان في اشجار او اكزيستنج اليمنتس فنسز اسوار موجوده، كل حاجه اوريدي اكزيستنج بنحطها. لو انت عندك الارض دي يعني كانت يعني بريفيسلي ديفلوبد او حد استخدمها قبل كده، او حتى لو هي ارض يعني نيتيف او يعني ارض جديده بس ستيل فيها اكزيستنج اليمنتس اكزيستنج جرينري، برضه بتشوف هما فين وتحطهم في حاجه بنسميها البيز ماب، علشان هي دي الحاجه اللي هتبني عليها الديزاين بتاعك. ممكن تلاقي في جرين اليمنتس كده لطيفه تستحق ان انت تحتفظ بيها او انت تقدر تكمل اللاندسكيب بتاعك عليها من غير ما تعمل لها ديمولشن او ازاله وتبتدي من اول وجديد. فكل الحاجات دي لازم تتحط في البيز بلان اللي انت بتعمله في الاول ده. تمام؟ الهدف من القصه دي ان انت بتحضر البيز بلان انت بتعرف الموقع بتاعك فيه ايه از ات از، حالته زي ما هو كده. تمام؟ اهو حاجه زي كده. طبعا القصه دي بيكون ليها تشيك ليست انا يعني مش هندخل فيها لان هي انت اوريدي الحقيقه عندك البيز بلان، عندك اللي اوت، وانت متخيل حاطط المبنى بتاعك فيه ازاي، وعارف السيت باكس بتاعتك معمول فيها ايه، والمفترض يعني تقدر تحدد دلوقتي هتحط الباركينج بتاع التو كارز بتوعك عندك ازاي اقرب ما يمكن للسور اللي موجوده عند الشارع. فخلاص انت كده عارف تقريبا الخطوه دي، مش هنتكلم في التشيك ليست دي، ممكن تبقى انا طبعا هديكم برنت اوت للليكتشر وهشيل لكم الصور مش تبقى كلها فوق بعض بالشكل ده علشان تبقى حاجه يعني ريفرنس ليكم لو حبيتوا تبصوا لها فيما بعد يعني. تمام يا اخوانا؟ طيب الخطوه الثانيه بتكون طبعا انت تعمل سايت اناليسيس. السايت اناليسيس الحقيقه بيمر الاول بحاجه اسمها سايت انفنتوري وثاني خطوه اسمها سايت اناليسيس، واعتقد يعني انتوا خدتوا خلاص ليكتشر في سايت اناليسيس فمش محتاجين نتبحر في الموضوع ده. طبعا في السايت اناليسيس مهم قوي تعرف اذا كان عندك فيوز، اذا كان ديزايرد فيوز زي الفيو اللي عندنا في البروجكت بتاعنا، ولا انديزايرد انت محتاج تعملها سكريننج بالفنسز او باشجار عاليه او ايا كان. طبعا بتعرف الويند البريفيرد ويند جايه لك منين، وهي هنا رسمها بالمناسبه شبه اللي عندنا اللي هي جايه لك من الشمال الغربي، فيبقى هنا انت مش محتاج ان انت تحط بقى اشجار تعوق الويند دي، لا تسيب الاماكن دي يكون فيها شرابس او بوشز شويرات صغيره بحيث الويند تقدر توصل للمبنى اذا كان في نويز سورسز موجوده في مكان ما وهكذا يعني. طيب طبعا
تبعت ما بتعمل الانفنتوري ده او الجرد بتاع الموقع ده وبتحط كل حاجه موجوده فيه، تبدا تشوف طيب انا هبتدي احدد ايه البروبلمز الموجوده، ايه الحاجات اللي محتاجه ان هي تتعالج، زي ما قلنا اذا كان undesired view او undesired wind المفروض ان انا اعمل فيهم ايه في اللاندسكيب، وايه الحاجات انت محتاج تعمل لها انهانسنج، ومحتاج ان لما تعمل لاندسكيب ما يكونش في كونفليكت مع الحاجات دي، الحاجات الديزاير دي. تمام؟ فبتبدا تحط الاناليسز. الاناليسز هو الخطوه دي الحقيقه. الاناليسز مش ان انت تقول انا بس عندي ايه في السايد، لا، اناليسز يعني تبدا تقول اه ده انا الحاجات اللي فيها ويند هنا انا مش محتاجها اهو. هو انا بيقول لك بلوك كولد ويند، ده عكس اللي احنا بنعمله بقى. هو عنده مش عايز الويند دي عشان هتعمل له اندر هيتنج او هتعمل له كولينج، هو مش عايزه، مش عايز يبرد او عايز يدفى، فبيقول لك انا عايز اعمل حاجه هنا تعمل بلوكينج للكولد ويند دي. تمام؟ انا عايز ازود الاشجار هنا عشان يمكن يكون هنا في فيو مش محتاج ان انت تشوفه، او في يعني هوت افترنون سان فانت عايز اشجار هنا عشان تعمل لك شيلينج. فبتبدا بناء على السايت انفنتوري اللي على اليمين ده تبتدي تعمل سايت اناليسز اللي هو الموجود على الشمال ده، اللي هو انت بتكتب انت عايز تعمل ايه، ايه المطلوب في كل جزء من الاجزاء دي. تمام يا اخوانا؟ اهو في هنا مثلا فيو انت مش عايز تشوفه، فعايز برضو تعمل سكريننج للفيو ده، او تحجز السكرين يعني تحط حاجه بتحجز لك الفيو ده. ثانيه معلش بس عايز اشيل الحته دي. طبعا في تشيك ليست برضو ان يعني يسالك بقى انت خدت بالك من النويز، خدت بالك من الويند، خدت بالك من حركه الشمس، خدت بالك من الفيوز الديزايرد والانديزايرد، يعني في تشيك ليست كده الناس بتستخدمها عشان تتاكد ان هي عملت كومبليت سايت اناليسيس في المرحله دي. طيب تاني حاجه طبعا واهم حاجه اليوزر ريكويرمنتس، هو الشخص الاونر بتاع المشروع ده هو عايز ايه، هو مدرك الاحتياجات اللي ممكن يحتاجها في الاوت دور سبيسز ولا لا، ولا انت محتاج ان انت تفكره وتقول له طب محتاج كذا، طب محتاج كذا، طب ايه رايك نزود كذا هتحتاجه في المستقبل، حاجات زي كده. اهم حاجه ان انت تتعامل مع اللاندسكيب مش عين هو حاجه الناس بتخرج من المبنى وبعدين تبتدي بقى تتحرك بطريقه ما لحد ما توصل لها، لا، اي حاجه كومباتبل او متكامله مع المبنى، حاجه كومبلمنتري معايا، حاجه بتكمله، هي عباره عن اكستنشن للسبيس اللي اوريدي موجوده عندك. انا لما بقول ان انا عندي ليفنج سبيس او ريسبشن ببتدي اقول اه انا هخرج من الريسبشن ده، ده في هنا باب سلايدنج ولا باب ايا كان شكله هيخرجني على بره، ببقى مدركه ان انا هخرج بره على تيرس او على حاجه زي كده، وان التيرس ده هو حاجه يعني ترانزيشنال سبيس ما بين الان والاوت، بس هو يعتبر كومبليتلي اوت. المهم ان هو حاجه بتكمل لي الفراغ اللي جوه، يعني برده هو مكان هيحصل فيه ليفنج او يحصل فيه سيتنج للناس بره، هيحصل فيه انترتينمنت بشكل ما، وبالتالي بتعامل مع اللاندسكيب سبيسز او ارياز على انها اكستنشن للاندور سبيسز، تكمل الوظيفه بتاعتها. تمام يا اخوانا؟ نفس الطريقه لازم تحدد مع الاونر او كلاينت ايه الحاجات اللي هو عايزها من ناحيه فانكشنال، ايه الوظائف اللي هو عايز يستوفيها بره، وعايز منطقه لعب اطفال، منطقه سيرفيس او ستورج، كل حاجه ممكن يحتاجها بره المبنى بتاعه محتاجين ان احنا نحددها. النواحي الجماليه ايه اللي هو عايز يشوفه بره، يعني هو عايز يشوف حاجه شكلها ايه، ممكن يكون هو متخيل ان اللاندسكيب بالنسبه له هو ان انت تزرع له ارض كلها ورد، فطبعا تبدا تقول له الكلام ده مش منطقي، انا هحط لك الورد في اماكن معينه لازم نختارها ونحددها للفيوز المهمه، حتى لو انا ما عنديش فيو في الارض بتاعتي. لا لا يوم ما ينفعش، لا هاتي ده بس تشربي ميه. طب خلاص بقى روحي العبي بقى. سوري يا جماعه عايزه اكمل، انا عايزه اكمل. النواحي الجماليه اللي هو عايزها، طب هو ممكن يكون مش متخيل ان الووتر اليمنتس ممكن تعمل له شغل كويس في اللاندسكيب، فتبدا انت تقترح عليه، توري له صور، ترسم له سكتش، كل الحاجات المطلوبه ايه. الاوبريشنال في حاجه اسمها اوبريشنال بقى مضافه او شوف يعني ممكن نكون ما شفناهاش قبل كده، كنا بنتكلم على الفاليوز بتاعت اللاندسكيب اللي هو ان ايه نمط الصيانه اللي هيكون موجود، يعني هل الراجل ده او صاحب الفيلا دي هيبقى بيعمل صيانه باستمرار ولا، والري المتوفر هل في ميه متوفره كافيه ان تحط النباتات اللي انت عايزها ايا كان
الريجيشن ديمانز بتاعتها، ولا انت محتاج تحط نباتات مش محتاجه ميه كتير، مش محتاجه ري كتير، او مش محتاجه صيانه كتير، علشان النمط بتاع معيشه الناس دي، او هم مش ناويين او ان هم يهتموا بموضوع الصيانه، او يعني يبقوا بيتابعوه باستمرار برضو زي ما قلنا الريجيشن ريكويرمنتس، كل الحاجات دي علشان تضمن ان انت مش بتعمل صوره جميله للاندسكيب النهارده وبعد شويه هتنهار عشان مفيش متابعه ليها من الناس اللي عايشين في المكان ده. طبعا الايكونوميك، الناحيه الايكونوميك، البادجت المتاحه عشان يتعمل بيها الاوت دور اريا او الاوت دور لاندسكيب، ده هيخلينا نوصل ان انت تبتدي تحط برنامج زي البرنامج اللي انت كنت بتحطه للمشروع. الحقيقه في المرحله دي بيبقى مهم ان الناس تكمل السايت اناليسيس بفوتوغرافس، بفوتو يعني او بصور. يعني ايه؟ يعني سواء كان انت لسه هتعمل لاندسكيب لمبنى لسه هيتعمل بروجكت جديد خالص زي اللي انتوا بتصمموه دلوقتي في الديزاين، تمام، او بنتكلم على مبنى قائم والناس عايزه تعمل له ابجريدنج او رينوفيشن لللاندسكيب او امبروفنج اللاندسكيب، فبتبدا تبص على المشروع بتاعك مش مجرد رسومات، لا انت كمان بتاخد صور بالشكل ده، تمام. مثلا هنا بيقول لك انت عندك هنا شجره، عندك هنا شجره عايزين نحافظ عليها، عندك هنا مدخل عايزه يبقى مور انفايتنج، يعني في مدخل ضعيف موجود هنا، لا احنا عايزين نقويه ونخليه مور انفايتنج او ابيلنج للناس الموجوده. عايز تريديوس الفيجوال امباكت اوف درايف، يعني هنا لما تبص على الصوره دي تحس ان شكل المسار اللي رايح على الجراج مؤثر قوي وقوي ومهم، لا انت محتاج تقوي الحاجه اللي هي بتوجهك ناحيه المدخل او ناحيه السلالم، خصوصا لما يكون المدخل بتاعك مش مباشر. يعني يمكن في الارض دي يمكن كان متاح ان انت تعمل بوابه للناس الداخلين على رجلهم بتوجه على طول بتبليطه حلوه كده لحد المدخل، وجنب منها الاسفلت او المنطقه اللي هي المسار الدرايف واي ده اللي هيوديك للجراج، تمام. طب لو انت مش متاح ده وانت المدخل بتاعك جانبي شويه في الارض بتاعتك، لا ده انا كده محتاجه بقى اهتم بالباسج او الباس واي اللي بيوصلني للمدخل، محتاجه اوجه له بشويه تريز او شويه شرابس تحاوط الممشى اللي انا هعمله ده، وتدي توجيه تبقى حاجه ويفي او تبقى حاجه ليها، يعني في اكتر من طريقه نعمل الخطوط بتاعتها. المهم ان انت تكون بتفهم الناس ان يا اخوانا في هنا مدخل وعايز تاكد لهم على المدخل ده، تمام. شجره ثانيه مثلا عايز تحافظ عليها، هنا حاجه ثانيه هو مثلا هنا هو السكرين ميترز، سكرين ميترز يعني عايز يعمل حاجز للميترز اللي موجودة عنده، عنده عدادات هنا عايز يخفيها، يعني عنده هنا منطقة جراسي أو بتسميها اللون المنطقة عشبية كده، بيقولك عايز برضو أحتفظ بجزء منها، وهكذا. عايز سيفر باربيكيو أريا، عايز يحدد منطقة شوي تبقى محددة، دي ممكن يعمل لها ستيب لوحدها ويعمل لها تبليطة مختلفة، طبعا دي لازم تبقى أتاتشت أو قريبة من الكيتشن بقدر الإمكان. هنسكت هنا عشان اشتغل، سوري. طيب فدي شويه الحاجات اللي انت بتبقى كمان حددتها من مرحله السايت اناليسيس اللي حتى ممكن ما يكونش الاونر او كلاينت واخد باله منها. طيب بنحدد برنامج، البرنامج هو عباره عن ليست من الحاجات المطلوبه، الاليمنتس اللي انت عايز تحطها، السبيس اللي انت هتحطها في المشروع او في اللاندسكيب بتاعك، بالظبط زي البرنامج اللي انت كنت عامله قبل كده. بيكون بناء طبعا على اليوزر ريكويرمنتس، على السايت اناليسيس كونكلوجن، يعني انت استنتجت ايه من السايت اناليسيس اللي هو ممكن يبقى مدعوم بصور زي اللي احنا حطيناها دي، الديزاينرز فيو والكرياتيفيتي بتاعته، يعني انت ايه وجهه نظرك في المشروع، ايه الحاجات اللي انت شايف ان هي تبقى لطيفه لو اتضافت، والكرياتيفيتي بتاعتك، ممكن تحط عناصر تيبيكال او يعني كونفنشنال او تقليديه بس تحطها بشكل مختلف شويه عن الشكل التقليدي المتوقع ليك. طيب طبعا مهم جدا البرنامج ده، ليه؟ ده اساس للشغل بتاعك، ده انت كده بدل ما تنسى حاجه كنت محتاج تحطها او تعملها ريكويرمنت معين في اللاندسكيب ونسيتها، لا ده انت كده بتعمل دوكيومنتنج لكل الريكويرمنتس بتاعتك في البرنامج ده، زي بالظبط برنامج الفيلا اللي انت عملته قبل كده. فدي حاجه، دي ده بيقول لك ايه اللي انت لازم تاخد بالك تحطه في المشروع، وبالتالي انت ممكن تستخدمه ليتر اون او بعد كده على ان هو تشيك ليست ليك، انت كل شويه بترجع تراجع كده، وانا استوفيت الريكويرمنتس دي كلها ولا في حاجه نسيتها ولا في حاجه محتاج اعمل ابديتنج بروجرام واضيفها، تبقى زي كونتراكت كده او زي تعاقد كده بينك وبين الكلاينت، زي كوميونيكيشن تول.
ان في اي وقت هو يقول لك لا ده انت ليه ضغط الحته دي، تقول له لا احنا متفقين على البرنامج ده وانت مرتضيه ومتفقين ان احنا هنعمل كده بالظبط. فده كانه كوميونيكيشن تول او يعني زي تعاقد كده بينك وبين الكلاينت على الحاجات اللي انت هتبتدي تنفذها. طيب او الدور areas of residential unit typical يعني بتكون الـ arrival and entry area يعني منطقة الوصول والمدخل بتاع الجراج. زي ما قلنا في الغالب انت ممكن تعمل يا اما بوابة واحدة كبيرة بتدخل منها العربيات وبيدخل منها الناس على رجلهم، ولما بيدخلوا يا اما بتكون يعني دخول العربيات طبعا له مسار مختلف عن دخول الناس اللي هم البيستيريانز يعني او الناس الاخرين على رجلهم، ده طبعا له ماتيريال مختلف عن ده وشكل التطبيق او شكل الارضيه ممكن يكون مختلف. مهم ان يبقى الحاجه الابيلنج او الحاجه الانفايتنج الانتروديوسنج دي هي المسار اللي هيوديك للباب المدخل انتري نفسه بتاع الفيلا بتاعتك. طبعا الاوت دور ليفنج ارياز اللي هي غالبا بتكون تيرسز تعتبر اكستنشن للليفنج سبيسز. ليفنج طبعا مش مقصود بيه هنا المعيشه او الفاميلي ليفنج بالذات لانها ممكن تكون في دور فوق، او لو كان طبعا في دور تحت يبقى يا ريت يكون لها اكستنشن في اللاندسكيب، وحتى في ناس بتحطها في ادوار فوق بس تقول لك الاكستنشن بتاعها هيكون موجود في الروف جاردن او في يعني في الجاردن اللي هتكون موجوده في الروف مثلا. بالاضافه لكده الريسبشن، الريسبشن برضو مش لازم الناس اللي بتعزمهم او تبقى قاعد معاهم في الريسبشن يكونوا بس في الاندور، لا ممكن يكون في طبعا او الدور تيرسز ليهم. نفس الكلام في الدايننج او بيسموها الايتنج سبيسز، لو ان انت ممكن برضو يبقى من المطبخ لو المطبخ له مساحه خارجيه لطيفه كده، او حتى لو مش لطيفه انت تقدر تخليها لطيفه لو بالذات لو كانت موجوده ناحيه الفيو بشكل ما، تقدر تعمل حاجه اسمها بريكفاست اريا او تقدر تعمل باربيكيو يبقى قريب من المطبخ. طبعا لما بتعمل باربيكيو مش بس مهم يكون قريب من المطبخ، يعني ساعات بيبقى الديزاين بتاعنا المطبخ بعيد عن المنطقه بتاعه الريسبشن، او المطبخ قريب من الدايننج بس مش قريب من الريسبشن، فبحط الباربيكيو فين؟ تضطر الباربيكيو يبقى موجود بعيد شويه عن المطبخ بس يكون قريب من الدايننج سبيس او من الفراغ بتاع الدايننج، او قريب على الاقل من الليفنج سبيس، يعني المهم ان هو يبقى مربوط بالفراغات الاساسيه الخارجيه في اللاندسكيب. الريكريشنال اريا دي اللي غالبا هيكون فيها السويمنج بول بالنسبه لمشروعنا يعني، السيرفيس او الورك او الستورج ارياز. المكان ده يعني ممكن قوي يكون ستورج للادوات مثلا بتاعه المينتيننج والكليننج بتاع الجاردن بتاعتك او بتاعه اللاندسكيب سبيسز. ممكن يكون السيرفيس اريا دي برضو يكون فيها الحاجات اللي لو انت ما عندكش الجراج ده كمساحه مبنيه مقفوله، وده الوضع عندنا احنا الجراج بتاعنا مش موجود جوه مساحه مغلقه، لان لو عملنا كده هيتحسب ضمن المساحه المتاحه لينا لان هيبقى منطقه مباني يعني او جزء مبني. فممكن تبقى نفس الاستورج دي موجود فيها اذا كان فيها كويك وما اعرفش ايه وحاجات بسيطه كده علشان الحاجات البسيطه اللي بتعملها في العربيه تبقى موجوده فيه. ممكن يكون في ورك اريا لو عايز يصلح حاجه او يعمل حاجه خاصه بالفيلا بتاعتنا يعني تبقى في نفس المكان. الجاردن اريا مقصود بالجاردن اريا مش اي منطقه جرين بسميها جاردن، لا ساعات في ناس تحب ان هي تزرع فواكه او خضروات فيقول لك دي فروتس جاردن او حاجات زي كده، يعني جزء مزروع مخصص لحاجه معينه، او فلاور جاردن يعني جزء هيتزرع بالذات زهور معينه حاجات زي كده يعني حاجات سبيسيفيك. اي ارياز ثانيه اضافيه ممكن تكون محتاج ان انت تضيفها في الاوت دور ارياز بتاعه الريزيدنشال يونت. طيب ممكن يبقى ديتيل زي كده، يعني ايه ديتيل زي كده؟ يعني تكتب فيه توصيف لكمان انت عايز تعمل ايه، يعني زي هنا كده وورم اند ويلكمينج انتري ووك، يعني انا عايز اعمل المدخل المنطقه الممشى بتاع المدخل ده وورم اند ويلكم. وممكن كمان تضيف بقى سب او يعني فيتشرز تحت كل اريا من الارياز دي، ان انت تقول السايز بتاعه ايه والماتيريال بتاعته هتكون ايه. السايز مثلا هو هنا بيقول لك انا عايز اعمله ان هو يكون من 4 لـ 5 فيت، يعني 5 فيت يعني متر ونص العرض بتاعه، الوايد بتاعه او الويدث بتاعه يكون كده تمام. الماتيريال بتاعته ممكن تكون مش متحدده بس بيقول لك something that will complement the house materials، يعني انا هحاول اختار ماتيريال شبه الماتيريالز بتاعه الهاوس. ممكن تكون الهاوس بتاعي ده انا عامله له تكسيه حجر فانا برضو عايز الارضيه بتاعتي في المكان ده تكون حجر، ممكن اكون عامله الطوب ظاهر او طوب واجهات كلادنج بالطوب يعني بريك بيسموه بريك فينير، احب اعمل حاجه شبهه الارضيه بتاعتي.
فانت ممكن تكون محدد بصفه مبدئيه ممكن دي تسيبها للتحديد فيما بعد. طيب outside entrance foyer and sitting space او foyer and sitting space، يعني في ناس تقول لك انا هعمل عند المدخل بتاعي منطقه كده ممكن الناس تقعد فيها. تقعد فيها ليه؟ لو ناس مستنيين ناس تانية بتجهز وهيخرجوا يستنوا بعض بره ويمشوا، او لو حد جاي لي وانا مش موجود وقلت له طب معلش استناني مش هيقف مستني عند باب المدخل، فاعمل له منطقه جلوس. زي ما قلنا من شويه لازم باب المدخل يكون قدام منه في بسطه، البسطه دي ما يقلش عرضها عن متر مثلا ممكن يزيد عن كده، ودي ممكن يتعمل فيها باترن لطيف في التبليطه بتاعتها. وبعد كده يبقى في السلالم، ما فيش باب مدخل هيكون مش قدامه البسطه ثلاث اربع سلالم، ده مصر. فانا عندي جراوند لاين فوق منه في ثلاث اربع سلالم، طبعا البسطه مش هتبان يعني في الديفيجن بس هتبقى موجوده في البلان. كل الكلام ده لازم يكون موجود قبل الباب بتاع المدخل او قبل اي باب خروج من الفيلا بتاعتي. تمام يا اخوانا؟ طيب بقيت بقى الحاجات بنفس الطريقه، باب اكسس فروم درايف واي تو ايست سايد دور اوف جراج، يعني هو عامل كده باب مختلف للجراج على الفيلا بتاعته، يعني مش بالضروره طبعا ده يكون موجود. هو يكفي ان انت لو انت مش مدخل او لو انت مدخل للجراج مدخل بوابه كبيره وفي بوابه ثانيه انت هتدخل منها على رجلك او البيستيريانز يعني يدخل على رجلهم، لازم طبعا تربط الممشى الووك واي بتاع البيستيريانز بالدرايف واي بتاع الجراج، لازم يبقى في ممر رابط ما بين الاثنين متبلط يربط الاثنين وبقيه المناطق ممكن تبقى جرين ارياز يعني. طيب ريكريشنال اوتسايد انترتيننج سبيس او تيرس، هو يعني معتبر ان التيرس ده حاجه انترتيننج، طبعا ممكن تبقى مقصود بيها مش بس التيرسز، مقصود كمان السويمنج بولز، بلاي اريا منطقه لعب الاطفال ومحدد ان هو عايز يحط فيها سوينج سيت او مرجيحه قديش هتقدمك وهكذا بقى. يعني كل حاجه من الحاجات دي هو فيجوال سكرين فروم نيبرز اون ذا ويست، يعني هو ناحيه الغرب عايز يحط فيجوال سكرين، والفيجوال سكرين دي الماتيريالز هتكون ايه؟ بيقول لك لسه انديسايدد بس انا يمكن اعملها بلان ماتيريالز، يمكن اعملها ستراكشر، يمكن اعملها كومباينيشن اوف بوس، يمكن تعمل حاجه اسمها تعريشه اللي كانت الناس بتعملها اللي هي شبكه كده من الخشب المتقاطع ويبقى فيه فاينز او لبلام متسلق عليه. كل دي اليمنتس ممكن تكون محتاجه عشان تعمل سكريننج او فيجوال سكريننج، يعني حجز او منع بصري او منع الامتداد البصري من جهه من نقطه لنقطه ثانيه وهكذا. طيب عمليه الديزاين بقى دي اللي تهمنا وهنحاول نتكلم فيها برضو سريع عشان نلحق نخلص. هي الحقيقه هما ثلاث حاجات، لوكيت ديفلوب اند اساين. انا الحقيقه الثلاث مسميات دول انا حطيتهم من خلال يعني القرايه او ان انا المراجعه اللي انا هقول لكم عليها. لوكيت يعني انت حددت انت عايز تحط ايه في اللاندسكيب بتاعك، ايه الاليمنتس انت عايزها تكون موجوده، فتيجي تحط لها لوكيشن زي بالظبط ما انت عارف انت عايز ثلاث اوض نوم وعايز شيرد باثروم وعايز كذا وعايز كذا، ابتديت تقول طب انا هحط ده جنب ده بالطريقه الفلانيه، ابتديت تعمل القصه دي الاول في بابل دياجرام ان انا كل الفراغات عندي عباره عن بابلز وبشوف هقربهم او ابعدهم من بعض ازاي اكوردنج لاهميه العلاقه بينهم والسيركيوليشن اللي تكون بينهم. نفس الكلام هتعمله في الديزاين بتاعك دي البدايه. تمام؟ فدي اول خطوه. ثاني خطوه انت بتعمل ديفلوبنج بقى، انت مش مجرد انت بتلوكيت يعني عمال تحط مستطيلات ولا مربعات جنب بعض، لا انت عايز تعمل ديفلوبنج، لا دي مرحله مبدئيه جدا ان انا اعمل بابل دياجرام. في حاجه اسمها فانكشنال دياجرام هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الحاجه الوسيطه او الوسط، الحاجه الترانزيشنال او اللي بتعمل ميدييتنج ما بين البابل دياجرام اس بابلز وبين ان انا يكون عندي بلان كامل على بعض. تمام يا اخوانا؟ الكلام ده بعمله من خلال ديزاين ثيم اور ستايل، يعني زي ما انت بقى بتبتدي تحط كونسيبت بناء عليها تبتدي تعمل لوكيتنج للسبيسز بتاعتك والديزاين بتاعك. نفس الكلام هنا انا ببتدي اشوف هو ايه الديزاين كونسبت او ديزاين ثيم، مش بتبقى كونسبت قوي يعني بالضروره، انما بتكون في ثيم او في لغه معينه معماريه انت هتستخدمها، نشوف لها اكزامبلز دلوقتي. تمام؟ في النهايه بعد ما بتقرر الكلام ده بتبتدي تاساين او تحدد ايه الماتيريالز وايه البلان ستايل. احنا في طبعا انت كطالب في سنه اولى في الوقت الضيق بتاعنا مش بنتكلم في البلان ستايلز علشان ما فيش وقت الحقيقه للكلام ده، انما الماتيريالز على الاقل بتبقى في دماغك كده، انا عايز يبقى عندي هنا حاجه لونها كذا يكون شكلها كذا، حجر خشب طوب حاجات زي كده. فدي بتبقى المرحله الاخيره بالديزاين بتاعك، بتبقى طبعا مربوطه بالمرحلتين السابقين ليها. طيب لوكيتنج او الدور ارياز اهم حاجتين لازم تاخد بالك منهم، اولا زي ما قلنا او الدور سبيسز او ارياز لازم تكون مربوطه بالاندور ارياز، تكون بحيث ان انا اعتبرها
اكستنشن ليها. فانا لو عندي تيرس سيم، لو عندي اوتدور ليفنج او انترتيننج اريا، افترض ان هي تكون تعتبر اكستنشن للسبيس الداخلي ده. في ناس كمان بتيجي تقول لك ايه، انا هعمل لو المساحه تسمح جوه الفيلا بتاعتي في الليفنج سبيس او في الريسبشن مثلا، انا هعمل نافوره لطيفه كده او ووتر اليمنت، مش لازم يكون في وسط الفراغ، ممكن يكون واخد جنب فيه مثلا ووتر اليمنت كده لطيف، في حاجه زي سلسبيل ميه. سلسبيل ميه يعني ميه كده يعني متحركه كده في هدوء على مستويات متدرجه بتنزل كده، وبعدين هخرج منها لنافوره بره او امشي الميه دي كده زي شانل كده او زي قناه مائيه كده بشكل ما تحت الارضيه بتاعتي. هعمل ارضيه ازاز او اكريليك او حاجه زي كده قويه طبعا لحد ما اوصل للنافوره اللي بره او للسويمنج بول. فده عنصر لطيف موجود جوه الفراغ وموجود بره ورابط ما بين الاثنين. وبنفس الطريقه طبعا، مش بنفس الطريقه لازم اعمل زرع جوه ويكمل لحد بره، بس القصد ان انت دايما هيبقى الانترتينمنت اريا اللي بره منطقه حمام السباحه تحاول تخليها كومباتبل او يعني ادجوينج او ادجيسنت ملاصقه او مجاوره للريسبشن بتاعك او الليفنج فاميلي ليفنج بتاعتك. تمام يا اخوانا؟ ممكن اول يكون اللي بينهم مجرد التيرس اللي الناس بتقعد فيه فتبقى قاعده شايفه السويمنج بول. طب هل لازم يبقى الوضع كده؟ ده الوضع الافضل، مش ان انا السويمنج بول ده هداريه او هخبيه، لا يعني دايما بيبقى محطوط عند الليفنج روم او عند الريسبشن بتاعك. فكده بيبقى في احساس ان في تكامل ما بينه وبين الفراغ الداخلي، ان هو يعتبر اكستنشن للانتور سبيس. نفس الكلام الاريا اللي كنا بنقول عليها السيرفيس او الاستورج، في ناس تقول لك انا هحط اللوندري روم، طبعا يمكن ده مش موجود اي في الفيلا بتاعتنا، بس في ناس بتفكر كده، انا هيبقى عندي لوندري روم وهعمل منطقه هيبقى فيها ببساطه كده حبال عشان نشر الغسيل. طبعا احنا في يعني في الديزاينز بتاعتنا ما فكرناش قوي في حكايه نشر الغسيل، ممكن يبقى فيه يعني فيلا زي دي هيبقى فيها طبعا غسالات بدراير وحاجات زي كده، بس يعني في ناس تقول لك لا انا هحط لاسباب صحيه بحته، انا محتاج احط الغسيل بتاعي ده في الشمس ولا حاجه زي كده، فهيبقى عندي حاجه اسمها سيرفيس اريا قريبه من المطبخ علشان تبقى فيها الفانكشن دي. ثواني يا جماعه، ممكن تقعدي هنا عشان اشتغل؟ نعم. طيب قربت اخلص، روحي لو سمحتي. انا اعمل لما انت زهقانه، روحي اعملي اي حاجه. لا روحي طيب تمام يا اخوانا. طيب دكتور اريس كمان. ايوه انا معلش عندي سؤال، هو في ناس يعني بتقول بيفضل ان احنا نحط البول يعني في اتجاه الساوث يعني عشان الرياح الغير محببه، فهو ايه الفكره من كده؟ حط ايه؟ البول اللي هو حمام السباحه. اه ليه تحطه في اتجاه الساوث؟ في اتجاه الرياح العامة الغير محببة، فهو ايه الفكرة من كده يعني؟ بص هقول لك على حاجة، احنا الحقيقة نرسم حاجة كده. هو البول دايما بنحاول نحطه الحقيقة في منطقة شيدت، يعني مثلا لو انا المشروع بتاعي مثلا حاجة كده مثلا يعني برسم اي حاجة طبعا تمام كده مثلا خلاص، والنورس بتاعي فوق، هل الافضل احط حمام السباحة هنا ولا الاحسن انا احطه هنا؟ الحقيقة الأحسن هو السكرين عندك. لا معلش ايه السكرين مظهرش؟ هو كده باين. تحت لونها احمر اللي فوق الاحمر ده. سويمنج بول الحقيقه يعني في ناس بتقول ممكن نحطه ابلي، بس الحقيقه يعني لو احنا لو حد فيكم ساكن في شقه الواجهه الاساسيه بتاعتها ابلي ممكن يرد من يابعد يعني. الابلي يا اخوانا مشكلته الابلي اللي هو الجنوب، والناس برضو بتقول على الغرب ابلي، بس هو فعليا بيبقى الجنوب. الغرب او الجنوب الحقيقه توجيهين صعبين فيهم شمس كتير على مدار اليوم. تمام؟ فانت وانس ان انت حطيت السويمنج بول بتاعك في المكان ده اللي هو 1 او المكان ده اللي هو 3 بتبقى مشكله. ليه مشكلة؟ لأنه هيبقى mostly unshaded، فهتبقى الناس اللي بتعوم فيه هتبقى أغلب الوقت مش مبسوطة. إحنا لما بنروح مصيف، يعني لما أنا بتروح مصيف typically كده، أنا من الناس اللي فكرها قديم كان دايما يتقال إيه، لا إحنا ننزل البلاج قبل الساعة 12 أو نستنى شوية بعد الظهر بكام ساعة عشان تكون الشمس هديت، يعني ما نقعدش في الشمس في الفترة بتاعت الظهر أو قبل الظهر بساعة وبعد الظهر بساعتين ثلاثة، لأن دي هتبقى فيها maximum temperatures أو peak temperatures، ففي حرارة عالية في شمس. فالأفضل دايما إن إحنا بنحطه ناحية الشمال فوق. ليه ناحية الشمال؟ لأن حركة الشمس
عشان كده السايت اناليسيس مهم. حركه الشمس بتبقى عامله كده، مش انتوا رسمتوا السايت اناليسيس ان الشمس بتتحرك كده؟ يعني الشمس بتتحرك ناحيه الجنوب من الشرق للغرب ناحيه الجنوب، وبالتالي الشادوز بتاعه المبنى ده هتبقى موجوده دايما ناحيه الشمال. فهو نحط حمام السباحه ناحيه الشمال يبقى في الشادو بتاع المبنى. تمام اخوانا، ده جنرال سبيكينج ده المطلوب وده الافضل. طيب في الديزاين بتاع البروجكت بتاعكم الحقيقه في وضع مختلف. احنا عندنا في فيو فين؟ ناحيه الجنوب الغربي، فبالتالي الحقيقه ما بقيناش متمسكين قوي بان لازم السويمنج بول يتحط ناحيه الشمال عشان يبقى شيء. ده الاوبتيمال سوليوشن، يعني الحل الامثل احط فعلا السويمنج بول ناحيه الشمال عشان يبقى شادد بالمبنى. طب انا كده الناس بتعوم وهي مرتاحه مفيش ازعاج ليها من الانتنسيف او الانتنس سولار راديشن الموجود عندنا. في الحاله بتاعت ان انا احط الفيو كده، لا انا بحاول احل بقى الريسبشن والدايننج وما اعرفش ايه مثلا في المكان ده، بحيث ان هم يبقوا واخدين الهواء بتاع الشمال واخدين التوجيه الشمالي، في نفس الوقت بقدر افتح لهم شبابيك ناحيه الفيو. دلوقتي بقى عندك بقى احد حلين، يا اما فعلا تحط السويمنج بول فوق فيبقى مستفيد بالاظلال بتاع المبنى، المبنى بيرمي ضله عليه، تمام، يا اما احطه ناحيه الفيو بحيث ان هو حتى الناس اللي بتستخدم السويمنج بول وهم بيعوموا شايفين برضو الفيو اللطيف اللي موجود ده. طبعا دي يعني دي هتبقى مشكله من ناحية حراريه، يعني ان هم يعني برضو هيضطروا بقى انهم يحددوا اوقات استخدامهم ليه علشان ما يبقوش تعبانين من الشمس الكتير اللي هتبقى موجوده فيه. تمام يا اخوانا معايا كده؟ يعني معلش لو ما تخلصش هعمل كده تاني. تمام اوكي. طيب برضو النقطه الثانيه اللي بناخد بالنا فيها واحنا بنحط الاوت دور ارياز، ان احنا نحاول زي ما كنا بنعمل في الفيلا ما نحطش بقى الماستر بيدروم جنب مدخل الفيلا مثلا، مش هيبقى كلام منطقي. فامال هنعمل ايه؟ لا احنا بنحاول نشوف ايه اللي اتحط جنب ايه او الزونينج المظبوط المفروض يكون ايه. نفس الكلام، نفس فكره الزون بتبقى موجوده في اللاندسكيب، ان انت مثلا عندك تشيلدرن بلاي اريا، انت عندك منطقه كده قررت ان فيها زحاليق ومراجيح مراشيح والحاجات بتاعت لعب الاطفال وساند بوكس والكلام ده كله، ما تحطش دي جنب كوايت زون. يعني كنت تحب تعمل في اللاندسكيب بتاعك منطقه كده لطيفه مزروعه فيها كده نافوره ميه بسيطه او سلسبيل ميه فيها هدوء كده لطيف، وتقول المكان ده انا هعمله كوايت زون كده الناس تقعد تسترخي فيه تقعد تقرا فيه بدون ازعاج. مش هتحط طبعا الاثنين جنب بعض، ممكن تشيلدرن بلاي اريا زي ما قلنا من شويه تحطها قريب من المطبخ بحيث ان يبقى فيه متابعه او سوبرفيجن دايما من الام الموجوده في المطبخ، او اذا كان فيه مربيه ولا حاجه زي كده بتتابعهم في نفس الوقت. فبتحط بتبتدي تشوف ايه اللي اتحط جنب ايه. طيب بعد ما بنعمل بابل دياجرام اللي انتوا عارفينه، او يعني ده السيكونس بتاع الديزاين، طبعا برضو برجع اقول مش بالضروره نكون ماشيين بيه في المشروع بتاعنا، يعني احنا تقريبا هنبدا من فكره نقطه فانكشن دياجرام، او انت يعني رفل سبيك كده بتقول انا عايز احط البول هنا، عايز احط الباركنج هنا، دول بيبقوا المناطق الاساسيه اللي عندك. يمكن تضيف منطقه باربيكيو، يعني بالنسبه لنا على سكيل الفيلا بتاعتنا ممكن يكونوا دول الثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي هي الانترتينمنت اللي هي السويمنج بول، طبعا الباركينج ده خلاص ده حاجه مسلم بيها، الباسج واي للانتري او الانتري والارايفل اريا اللي هي منطقه المدخل، وازاي هتعمل تبليطه لطيفه. في ناس تحب تعمل عند المدخل بلازا. يعني ايه بلازا؟ يعني يكون المدخل مثلا غاطس في حاجه دائريه، ده موجود الحقيقه عندنا في ناس عندنا عاملين ديزاين زي كده، ان المدخل بتاعهم حاجة عاملة كده مثلا، المدخل موجود لي في منطقة زي كده، منطقة دائرية زي كده، الناس داخلين في حاجة زي كده. طبعا انا مش رسمة كويس، مش مالكة الفري هاند ده، تمام. فييجوا يقول لك ايه، طب خلاص كمل دي كده واعمل السلالم بتاعتك حاجة عاملة كده. ليه؟ هتبقى دي حاجة زي بلازا. يعني ايه بلازا؟ ساحة كده لطيفة موجودة قصاد باب المدخل. يمكن بقى تعمل لها هنا تبليطة كده دائرية، مش عارفة تعمل هنا شوية حاجات كده مائية موجودة هنا، لو في مية فلات أو يعني فلات سيرفيس مش عالية زي اللي موجودة عند اسمه إيه؟ عند مين؟ عند الأزهر بارك، عند مدخل الأزهر بارك كده أول ما تدخل، يعني تبتدي كده تفكر تعمل كده ساحة لطيفة للمدخل، تمام؟ طيب الفانكشنال دياجرام، فكرة الفانكشنال دياجرام سيبكم اللون الأحمر ده بقى، فكرته إن هو حل وسيط أو حالة وسيطة كده ما بين البابل دياجرام اللي هو مجرد بس انت بتشوف هتحط مين فين، ليه الفلور بلان. يعني ده بيقول لك ادي فلور بلان اهو، وادي ده بنسميه فانكشنال دياجرام. فانكشنال دياجرام هو بابل دياجرام بس ابتديت تحط الحاجات
بالريل سكيل بتاعها، تمام؟ وده اللي كنا قلناه لكم صراحه، ان انا زمان اول المشروع كنت كلمتكم مره كنا في مدرج على البابل دايجرام، وقلت لك حط البابلز بالسايز بتاعك، علشان المشروع ما كانش فيه وقت ان انا اقول لك ده في حاجه غير البابل دايجرام اسمها فانكشنال دايجرام اللي احنا شايفينه دلوقتي. فقلنا نعمل خطوتين في خطوه واحده، ان البابل دايجرام نفسه بنخلي الاول بنعمله دوائر كده اللي هي البابلز دي تعبير عن الفراغات وعلاقاتها، بعد شويه بنبتدي نحط الفراغات او البابلز دي بالسايزز بتاعتها، يعني مساحه الاوضه دي 30 ولا ما اعرفش 20 متر، خلاص انا هعمل دايره هتبقى الاريا بتاعتها اراوند ال 20 متر دي وهكذا. فده اهو بيفهمنا ان الفانكشنال دايجرام انت بتحط الحاجات في سايز فيري كلوز للسايز اللي هي تكون عليه فعلا، بحيث ان انت يبقى سهل بعد كده تمسك ده تحوله بلان. هل البلان ده هتبقى اللغه بتاعته كلها سكوير زي كده، ولا هتعمله حاجات دائريه، ولا هتعمله تريانجولر فورمز، ولا هتعمله ايه؟ دي قصه ثانيه، ده البلان الفعلي هيكون ايه. انما هو الفانكشنال دايجرام هو الخطوه اللي قبل ما تعمل فلور بلان على طول. تمام يا اخوانا؟ اهو هنا يقول لك ما تعملش كده. يعني ايه ما تعملش كده؟ لما تيجي تعمل الفانكشنال دايجرام ده ما تقعدش تقول انا هعمل الاريا دي كذا والاريا دي هحط فيها كذا والاريا دي هحط فيها كذا، وتسيب مساحات فاضيه من اللي اوت بتاعك او من الارض بتاعتك. الصح ان الفانكشنال دايجرام يغطي لك المساحه بالكامل، ده الصح. انا هعمل هنا في المساحه دي انا هعمل كذا، طبعا الليترز دي بيبقى بقى ليه ليجند بعد كده، دي دي انا هحط فيها كذا واف هتبقى كذا. الارياز الثانيه دي اهو، يعني كل الارياز متغطيه بمساحه انت مقرر هتعمل فيها ايه. فهو دي فكره الفانكشنال دايجرام، ان انت بتقرر مساحتك. ده اكزامبل فانكشنال دايجرام، هنا عنده الدرايف واي بتاع العربيات اللي هتدخل تركن، هو ده تو كار جراج، بس هو طبعا الجراج عنده مخليه بيلت اليمنتس، يعني حاجه مقفوله ومغطيه، ان هو عنده سيفير او هارش كلايمت موجود بره، فعشان ما يسيبش العربيه بتاعته بقى في السنو في الحاجات اللي بره، بيبقى لازم يدخلها كده يعملها زي ولاده كده، بيبيت العربيه جوه البيت بتاعه. وفي ناس بتعمل عندنا هنا برضو عشان الشمس عشان السرق عشان الكلام ده. فالمهم ده الدرايف واي بتاعه، تمام؟ وهنا ده الانترنس بتاعه، فواضح طبعا ادي المساحه اللي هو شكلها اورنج دي او بس خفيف كده، دي اللي هو الباس واي او الباسج واي من الدرايف واي لحد الانتري بتاعه. هنا بيقول لك انا هنا هعمل بلاندنج، هنا هعمل سيتنج اريا اللي هو زي ما كنا بنقول من شويه، يعني في سيتنج اريا قريبه من الانتري بتاعنا، يعني كانها ويتنج اريا او حاجه زي كده. هنا المكان ده مدخل تاني للجراج موجود هنا، وبرده عامل مسار حركه او ووك واي كده او باسج واي من الدرايف واي لحد المدخل التاني ده، عامل ورك او ستورج اريا قريبه من المطبخ بتاعه. المطبخ اعتقد موجود، لا المطبخ موجود في الجهه الثانيه، بس يعني عامل الورك او الستورج اريا في السايد ياردز او في المساحات الجانبيه اللي هي غالبا ما بتبقاش فيه اهتمام كبير بيها. يعني المين يارد بتاعته بقى اهي، حدد فيها البلاي اريا بتاعت الاطفال. البلانتنج، كلمه بلانتنج يكون قصد ان هو هيزرع هنا نوعيات نباتات معينه، انما اللون دي ما بيكونش قصد بيها ان هو نباتات معينه، لا هي جراسي اريا، يعني مساحه كده مزروعه نجيله، ويا دوب بس كل فتره بيعمل موينج النجيله دي او بيبتدي يقلمها او يقللها، يعني يعمل لها تهزيل يعني. وهنا المنطقه بتاعت الاوت دور ليفنج جريل اللي هي هنا دي اهو، هيحط الشوايه بتاعته في المكان ده، وده في الغالب هيكون تيرس لي قريب من الليفنج اريا اللي موجوده له جوه او من الفاميلي روم اللي موجوده جوه. تمام؟ فده كده فانكشنال دايجرام، هو بيحدد كده ارياز براوند ايدجز كده انا هعمل ايه في كل مساحه من المساحات دي. تمام؟ مهم في المرحلة دي ان احنا نبتدي نحط العناصر بتاعتنا، او يعني وهو بيقرر الكلام ده وهو بيحط الفانكشنال دايجرام ده، مش بيحطه اعتباطا، يعني مش هيجي يحط هنا يقول دي البلاي اريا بحطها بمساحة صغيرة قوي، لا هو مدرك ان البلاي اريا دي يحط فيها سوينج سيت، يعني بتاع اسمها مراجيح وما اعرفش ايه، يحط فيها اذر تولز او اذر تويز للاطفال، يحط فيها ساند بوكس، كل الحاجات دي لازم يكون عارف لها الدايمنشنز بتاعتها المينيمم، عشان لما يجي يحط مساحه تبقى اتليست بتستوعب الكلام ده، ممكن يزود عنها انها ما تكونش قليله على المطلوب منها يعني. تمام يا اخوانا؟ طيب عشان كده لازم نكون عارفين احنا محتاجين مساحات ايه. يعني اهو الاشكال اللي هي البسيطه دي طبعا محطوطه بالانش او بالفوت، يعني الفوت بيحطها الداش دي، بالانش بيحط لها الدبل داش دي، انتوا بقى تقدروا تحولوها بعد كده براحتكم. يعني بيقول لك كده كل واحد، يعني اذا كان بيرسون ستاندنج قالوا انا احتاج ايه،
طب إذا كنت عايز تحط مساحة لتوت شيرز، منطقة كده كوايت لو في أب وأم هيقعدوا كده فيها بهدوء ولا حاجة، المساحة دي ممكن تكون الدايمنشن بتاعها إيه، بيقول لك متر ونص في متر ونص، على أساس إن الشير الواحد حوالي 60 في 60 سنتي. طبعا لو عايز تزود ممكن، بس ما يكونش على حساب أريا الثانية أنت محتاج إن أنت تحطها. طب لو هما فور شيرز أو أربع كراسي، شوف بقى المساحة دي هتبقى قد إيه. طبعا أنت عارف إن الفوت 30 سنتي، ف7 في 30 مترين 10، عليهم 15 سنتي بتوع الست بوصه دول، هتبقى حوالي مترين وربع في مترين وربع، حاجه زي كده وهكذا بقى. طب لو هتعمل تشيزلونج، او التشيزلونج اللي هو بتحطه عند السويمنج بول، لو انت هتحط تو جروبس من التشيزلونج ده محتاج مساحه قد ايه اهي. لو عايز تحط 3 لاونج شيرز او اللي هي تشيزلونجز، يعني هتحطها مع كوفي تيبل، هتحتاج مساحه شكلها ايه. فالمساحات دي لازم تكون في ذهنك وانت بتعمل فانكشنال دايجرام، او لما تعمل فانكشنال دايجرام وهتبتدي بقى تحط الكلام ده بريال دايمنشنز، هتبقى محتاج ان انت ترجع للمساحات دي عشان تعدل بناء عليه المسطحات اللي انت حاططها. وانا اللي فاتح المايك يقفله. طيب لو هو ايتنج، هتعمل بقى مساحات الناس هتقعد فيها تاكل. فبيقول لك برضو لو انت عايز تحط مساحه لشخصين، ترابيزه وشخصين كده اهو، دي اللي هي متر 20 في متر 80، هي حاجه يا دوب قوي على قد المطلوب. طب لو هم 4 بيبل، هتكبر المساحه زي كده، هتبقى 270 في 270، اللي هو عملتها 3 في 3، محدش هيزعل طبعا. انت هتعملها بقى حاجه بيسموها البيكنيك تيبل. بصوا يا جماعه ثواني هستاذنكم، بس هكلم دكتور احمد عشان ما نخليهوش يستنى. هو دكتور احمد تقريبا بدا شرح في الليكتشر الثاني. طب ثواني هحاول اكلمه. طيب ثواني يا
السلام عليكم يا جماعه. طيب انا كلمت دكتور احمد فهو يعني مش هينفع ان هو يأخر، بس هو قال ان هو كده كده بيسجل المحاضره ومش بياخد غياب فيها، فزي ما تحبوا طبعا. اللي عايز يتفضل ويحضر مع دكتور احمد هو ده مع حضرته اساسا، اللي عايز يكمل اهلا وسهلا. يعني هو كده كده هو حضرته او انا هنسجل يعني المحاضره بتاعتي. تمام يا اخوانا؟ طيب نكمل. كنا بنقول ان احنا لازم ناخد بالنا ان في مساحات معينه بتكون محتاجينها. مثلا هنا لو انت عايز تحط منطقه اكل او سيتنج ايتنج اريا يعني ل 6 بيبل، بيسموها بيكنيك تيبل، اللي هي بتبقى حاجه يعني ترابيزه كده ضخمه شويه، وبيبقى بنش بقى الناس بتقعد عليه، اللي هي الحاجه اللي مش بقى تشيرز يعني او كراسي، يبقى ممكن هي بنش طويل كده. طبعا ممكن تبقى كراسي برضه، بس الكراسي بتحتاج مساحه اكبر عشان تتحرك بحريه اكتر، ما دي بتبقى حاجه شبه ثابته يعني او فيكس في المكان بتاعها. فبيقول لك اه هتحتاج 240 في 210 يعني. كل دي بتبقى حاجات جايدنج لينا، زي بالظبط ما انتوا عملتوا البحث في الاول وحددتوا، وفي ناس طلعت ان اوضه النوم ممكن تبقى مش عارفه بترين وكام في كام، وبعدين احنا قلنا لهم لا خلوا بالكم ما تقلوش عن 63 في 63. كل الكلام ده بنفس الطريقه دي، المينيمم دايمنشنز. اذا انت عايز تزود عنها مفيش مشكله طبعا، توفر المينيمم ده. طيب ريكريشنال يعني اي سبورتس او اي رياضات تمارس بره البيت بتاعنا. كل بقى الحاجات موجوده هنا طبعا، احنا اللي يهمنا منها مني السويمنج بول او السويمنج اريا يعني. فبيقول لك الافريج سايز بول بيكون 18 فيت او يعني 18 فيت في 36 فيت. احسب بقى الكلام ده يعني حوالي 5 متر 40 اعتقد، 18 في 30 سنتي حوالي 5 متر 40 في الضعف بتاعها. وبيقول لك ان في ريت معين بتبقى محتاجه فور ايتش سويمر، يعني الناس اللي هتمارس السباحه لو كلهم يبقوا موجودين في حمام السباحه في نفس الوقت يبقوا محتاجين الريت ده. لو عايز ساند بوكس للاطفال 4 بوصه في 4 بوصه. كوكينج والفود بريباريشن، الجريل محتاجه قد ايه؟ محتاجه 60 سم في 60 سم اللي هو الشوايه نفسها. طبعا يعني دي دايمنشنز ايه، حاجه ستاندرد، حاجه كانت موجوده يعني بالنسبه للكتاب ده. وهقول لكم الكتاب ده كتاب لطيف قوي، طبعا مش مغطيه كل حاجه فيه، بس هو كتاب بيتكلم عن ريزيدنشال لاندسكيب بالذات، وفي افكار جميله قوي وبسكتشز لطيفه هنشوفها دلوقتي. فممكن يبقى الكتاب معاكم، ممكن احطه لكم او اقول لكم اللينك اللي انتوا بتنزلوه منه. بيقول لك بقى لو في كاونتر توب، يعني انت محتاج طبعا ترابيزه ثانيه بيتعمل عليها البريبريشن للفود اللي هيتشوي الكلام ده، الدايمنشنز بتاعته بتكون ايه، والاوفر اريا محتاجها تكون حوالي كام. بس بقى الستورج لو انت عايز، ساعات الستورج كان يكون من ضمنه بالمناسبه الجاربج كان. يعني ايه الجاربج كان؟ اللي هو الريسايكل اللي احنا بنسميها ريسايكل بن، او يعني الباسكت بتاعه القمامه يعني. فهو بيقول لك المفروض ان هي تبقى 60 سم الدايمتر بتاعها، طبعا دي حاجه ضخمه يعني، ولو كانوا دول هيبقوا ايه. طبعا احنا المفروض في الديزاينز بتاعتنا نحاول نوجد حاجه زي كده قريبه من المطبخ، احنا مش داخلين قوي لدرجه التفاصيل دي، بس فعليا مفترض طبعا بيكون الناس عامله حسابها على الكلام ده عشان ما يبقاش مشكله للفيزيتورز اللي جايين. انت ما عملتش حسابك اصلا في ديزاين على حاجه زي دي، مش معقوله هتبقى فيلا وبتخرج الحاجات بتاعت القمامه تحطها جنب المدخل بتاعهم مثلا. طيب الشيب اوف سبيسز كمان محتاجين ان احنا نخلي بالنا منه. يعني ايه؟ يعني ايه الشيب اوف سبيسز؟ يعني الشكل الفراغ اللي انت هتعمله. خلي بالك زي بالظبط ما كنا بنتكلم معاك في المشروع ده وفي المشروع بتاع الترم اللي فات، وزي ما اتعلمت في ديزاين برنسبلز الكورس الثاني اللي انت خدته اللي هو ارك 111 لما خدته الترم اللي فات، كنت بتبقى عارف ان كل فورم او كل شيب بيكون بيسمبلايز او بيديك سنسز معينه. لما بتدي الشيب السكوير ده بيحسسك بالسكون والاستقرار والسكينه وحاجات زي كده. الحياه كمان في اللاندسكيب بيحسسك ان انت، او يعني الفراغ ده يكون فراغ مثالي ان يكون في فوكال بوينت في النص، او الناس تبقى متجمعه على حاجه، يتجمعوا على ان في ترابيزه في النص، في نافوره، في مكان كده متجمعين حواليه، في حاجه زي كده. فالسبيس بيقول لك with equal plan dimensions او proportions بيخليك تبقى في اورينتيشن للسنتر بتاعه، كان في السنتر بوينت او الجيومتريك سنتر بتاعه ده نقطه بتجذب يعني انتباه الناس اللي حواليه. عشان كده ممكن يكون استخدامه او التطبيق بتاعه حاجه زي الشكل الموجود تحت ده،
هو سيتنج اريا، الناس بتبقى متجمعه مع بعضها حوالين السنتر بتاع المساحه دي. السبيس ده زي ما بنقول ممكن يكون له دايمنشنز متساويه زي كده او هنا، مش بالضروره يكون سيتنج اريا زي ده، ده بيتسمى او الدور ليفنج او الدور او الدور سيتنج. هنا هو موجود فين؟ عند الفوير بتاع الانترنس او عند يعني المدخل بتاعك. ادي البسطه بتاعت السلم وادي السلمتين اللي هو طالع بيهم للمدخل، وبعدين هو المساحه المربعه دي اهي، وراح جه حط في النص المربع اللي هو على 45 ده، فده يديك الاحساس ان المربع ده كما لو كان جاثرنج اريا او ستوبنج اريا، يعني عامل ساحه لطيفه كده صغيره قصاد المدخل بتاعهم، يكون مكان للتجمع، الناس بتستنى بعضها، حاجات زي كده. طبعا لو مش موجود مباشره، اللي هو كان عامل له شيفتنج هنا كده، كان ممكن يبقى سيتنج اريا او ويتنج اريا بالنسبه للناس اللي داخله او الناس اللي خارجه. حاجه ثانيه، حاجه كمان، لما بنعمل سبيس اوف انيكوال دايمنشنز او النسب بتاعته حاجه زي كده، يديك احساس ان هو طرقه او شارع او ممر، ده على طول بيبقى في امبلايد اكسس اوف موشن، يعني بيدي لك على طول احساس ان ده مسار حركه او بالظبط ممر ببساطه كوريدور كده. تمام، لما تبتدي تحط السبيس بتاعك خلي بالك من البروبورشنز بتاعته بالنسبه لليوز او السيركيليشن اللي هتحصل فيه. يعني مثلا هنا هو عنده باب هنا، تمام، فهو جه حط السبيس ده باستطاله بالمنظر ده، فاصبح صعب جدا ان تستغل الفراغ ده، صعب ان الناس تتجمع فيه، والحركه هنا هتبقى بتقطع الجاثرنج بتاعهم او السيتنج اريا بتاعتهم. في حين ان انت لو خليت ان السبيس ده نسبه مختلفه ويبقى شيفتد شويه، مش يبقى سنترلايزد مع الباب اللي موجود عندك، انت بتخلي ان مسار الحركه موجود اهو، انما الناس قادره ان هي تتجمع مع بعضها. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فهو مهم الشيب اللي انت بتستخدمه، هو بيامبلاي ايه او بيؤكد على ايه، مهم وضعه والنسب بتاعته هتكون ازاي بالنسبه لو عندك باب او لو عندك استخدام تاني او مسار حركه تاني موجود فيه. بالمناسبه نفس الكلام بيقول لكم وانتم بتصمموا في الفيلا نفسها، يعني في ناس تيجي تقول ايه، انا عندي حوائط من الاضلاع دي، تمام، وعندي ممر هنا، فهستخدم المساحه دي على ان هي الفاميلي ليدنج. ماشي، مفيش مشكله، ما دام الفاميلي ليدنج عندها يو شيب كده محتوي الفراغ ده بمساحه مناسبه، ممكن يبقى عندي هنا ممر لانه ما جرحش السيتنج اريا نفسها، ما جرحش الفانكشن بتاعتي، بقى كان السيركيوليشن شبه منفصل عن الفانكشن. تمام يا اخوانا؟ انما في وضع زي ده ما ينفعش اقول ده دي مساحه ليفنج اريا، سواء كانت اندور او اوت دور. تمام يا اخوانا؟ ليه؟ لان هنا السيركيوليشن جت قطعت لك الفانكشن اللي انت عايزها، السيتنج سبيس بتاعك او الليفنج سبيس بتاعك. يعني الكلام بالظبط اللي بيقوله في الان بيقوله في الاوت بالنسبه للديزاين. نستخدم ال شيب سبيس، الحقيقه بيجي على بالنا على طول احساس ان انت عندك تو سبيسز، يعني هما تو سبيس بس كومباتبل وزين ذا سيم سبيس، يعني ده سب سبيس وده سب سبيس. تفكيرك فيه يبقى مختلف شويه، يبقى بتقول ده في جزء منه هيبقى شغال مع بعضه كمساحه واحده، وجزء تاني هيبقى مستقل شويه بذاته، فتبتدي تفكر بقى ازاي هتوظف الاثنين مع بعض. ادي مثلا سبيس اهو، وادي سب سبيس تاني، تتاكد كمان ان هو مفصول شويه عن الباقيين، ان انت تعالجه بطريقه مختلفه، تعمل له شويه سلالم زي كده او هنا، واخد له طريقه البنش ال شيب اللي موجود فيه، طريقه استخدامه او القعاد فيه مختلفه شويه عن بقيه السبيس اهو، اللي هو بقى يعني مفروش كانتري او كراسي عاديه وكنب ومعرفش ايه. انت ممكن تتاكد كمان ان هو في سب سبيس شبه منفصل بس هو ستيل كومباتبل مع بقيه السبيس بتاعتك. بالمناسبه دي طريقه رسم الارضيه الخشب، او حتى ممكن نفس الطريقه دي تعبر بيها في الواجهه بتاعتك لو عندك مساحه خشبيه او كليدنج خشب، بس طبعا هيكون اكثر انتظاما من كده. يعني دايما الحاجات اللي في اول دور بيبقى التعبير عنها فيه شويه رفنس، لان هي ماتيريال خارجيه المفروض بقى فيها فريكشن وفيها استخدام، فتعبر عن الخشب بحاجه زي كده. وممكن قوي لو انت عايز كل الناس تبقى مفيش حد، يعني مفيش احساس ان في هنا الكوف او في هنا سب سبيس منفصل نسبيا عن بقيه السبيس ده، ممكن تحط هنا فوكال بوينت. يعني ايه فوكال بوينت؟ يعني اذا كان عندك سكرين الناس هتتفرج عليها، اذا كان عندك شلال ميه لطيف كده هتعمله، تيجي تعمله عند الكورنر ده، هتبقى الناس بتشوفه من كل البوينتس الثانيه، ويبقى هو ده النقطه اللي بتتوجه ليها انظار الناس، فتبقى يعني كده ربطت التو بارتس بتوع. وانت بتصمم كمان اثناء بقى الديفلوبنج الديزاين، انت خلاص قررت هتحط المساحات بتاعتك فين والارياز بتاعتها هتكون ايه. احنا دلوقتي بنتكلم على الكونسيدريشنز اوف ديزاين، ان الشيبس اللي بتستخدمها
البروبورشنز بتاعتها بتأثر على طريقة استخدامك ليها أو طريقة الديزاين بتاعتك ليها. من ضمن الحاجات الديزاين برينسيبلز اللي لسه كنا بقول عليها ان انت خدتها في ديزاين برينسيبلز كورس بتاع الترم اللي فات، ان انت عندك لازم يكون في اوردر، لازم يكون في ريتم، لازم يكون في يونيتي في الديزاين بتاعك، لازم يكون في كونتينيويتي، بروكسيميتي، كل الحاجات اللي عارفينها انتوا اكتر طبعا او عارفينها من الكورس بتاع الترم اللي فات تكون موجوده. يعني هنا مثلا تو ديزاينز دول، ده الديزاين اللي على اليمين اسوأ من الديزاين اللي على الشمال، سوري الديزاين اللي على الشمال الابيض واسود ده اسوأ من ملون، مش عشان ده ملون وده ابيض واسود، لما تبص هنا على ده تحس ان فيه كاوس، تحس ان فيه فوضى، تحس فيه كده ان هو كل ما بيفتكر شويه شجر عايز يحطهم بيروح حاططهم. الانتري فوير ده او فوير موجود اهو في الاثنين، انما هنا الدنيا تحس ان هي ملخبطه، مفيش حاجه مجمعه حاجه. يعني هو هنا مجمع كده شويه شجر مختلف الانواع بالطريقه دي، هنا شويه شجر تانيين، هنا حاجه ثالثه، فاهمين يا اخوانا ازاي؟ انما لما جه بدا ياخد لاين واحد بس هنا كده اهو، شايفين الكيرف؟ الكيرف ده هو مش لاين يعني، هو كيرف، كيرف كبيره اهو دايره، وبدات تلف كده في الاتجاه العكسي لحد ما وصلت الانتري فويل. كل الكلام ده ربط له بقى القصه كلها، عمل جمع مجموعه الاشجار هو عايز يحطها هنا. ولو تلاحظوا الاشجار بانواع مختلفه، ادي نوع شجر وادي نوع شجر تاني اصغر وادي نوع شجر تالت، بس كل مجموعه كلاستر مع بعض، مش بيحط شجره من نوع جنبها شجره من نوع تاني جنبها شجره من نوع تالت، لا كل الاشجار نفس التايب بتتجمع مع بعض اهي، يا اما كلاستر كده يا اما متجمعه لينير زي كده اهي، بتحدد له الاوت لاين بتاع اللون بتاعته اللي هي الساحه العشبيه دي، تمام. ومن الدرايف واي ادي المنطقه المتبلطه عاملها بلطات حجر كبيره ضخمه كده، وبتمشي بقى معايا لحد ما توصل للانتري فويل. فاهمين يا اخوانا ازاي؟ الكونتينيوتي بتاعه اللاين ده الاس شيب ده او الويفي ده، والويف الثانيه اللي موجوده هنا دي اللي هي حددت له فين اماكن الاشجار بتاعته، وفين مكان الساحه العشبيه الضخمه بتاعته، وفين الممشى بتاعه اللي هيوصله للانتري او للمدخل بتاعه. كل ده عمل كونتينيوتي من خلال السيميلاريتي اوف لاينز، ومن خلال ان هي في كونتينيوتي فيها، مش ان اللاين بيقف فجاه، مش ان هو هنا بادئ من مكان ما كده وعمل كده وبعدين كمان جه هنا غير لغته وراح عامل حاجه بخطوط وبعدين هنا حاجه ثانيه بخطوط ثانيه، مفيش ربط بين الخطوط دي والخطوط دي. هنا كل شويه بيفتكر حاجه يروح حاطط حاجه سبوت كده رميها في وسط اللون بتاعته، فبالتالي واصل ل يعني ديزاين ما فيهوش يونيتي ونوت ابيلينج يعني. تمام يا اخوانا. طيب من ديزاين برينسيبلز تاني السيميلاريتي، الكونسيستنت فورمز بتدي اوردر ازاي. هنا مثلا وحب بقى ينوع وحب يقول ان هو راجل غني وقادر ان هو يشتري انواع البلاط باشكال مختلفه، فشايف بقى هنا كام شكل تبليطه موجودين هنا، طبعا اشكال كتير نفس الوظيفه، فده برده حل مرفوض، فما فيش يونيتي، ده في تنوع اكتر من اللازم. طبعا عارفين ان في جمله اسمها فرايتي وزين يونيتي، فرايتي وزين يونيتي الحاجه كانت موجوده هنا ان هو عنده فرايتي في البلانتس اللي هو مستخدمها، وعنده في فرايتي برده او اختلاف او كونتراست بين الجرين لون وبين الووك واي اللي موجود هنا، ده معمول حجر ودي الجراس اللي موجود هنا، فهو في شويه فرايتي في الديزاين، مش ان كله حاجه واحده، ومع ذلك في يونيتي لان في كونتينيوتي في التصميم او في خطوط العامه للتصميم. استخدم تبليطات كتير صغيره، هو في تحس ان في يونيتي كلهم في واخدين نفس الاوت لاين بتاع السكويرز او المربعات، انما الحقيقه ده الشكل الثاني اللي على اليمين رغم ان هو يبان مونوتونس شويه او ممل شويه، ان هو نفس البلاطه نستخدمها بدون اي تنويع فيها، انما لما كلها ان هي في تكراريه فيها ده ادى شويه يونيتي احسن من اللي فات. طبعا في حل اكيد احسن من الاثنين، انت تعمل شويه فرايتي اكتر من كده، ما تكتفيش بنوع بلانتس واحد ونوع تبليط واحد، بس تكون الامور مبرره، يعني بما ان انا هنا ده مساحه هتوصلني للمدخل مش لازم ان انا اعمل تبليطات كتير، الا لو كنت عايزه فعلا ااكد على ان في سنتر للمكان ده، او ان انا عايزه اعمل مستويات مثلا، او اعمل هنا فلاور بوكسز ولا حاجات زي كده، او فلاور بوكسز في الجنب ده يمكن يكون في تبليطه معينه ثانيه جراوند كفر وازرع جواها حاجه مختلفه فهتدي شويه فرايتي، انما احافظ على اليونتي من غير ما اكتر قوي الحاجه اللي بستخدمها. طيب نفس الكلام هنا السيميلاريتي او consistent forms الاشكال اللي فيها نسق او متناسقه مع بعضها، ان هنا لما تيجي تبص على الشكل اللي على الشمال ده مفيش اوردر مفيش يونيتي،
مش كده؟ هو مستخدم كيرفز كتيره كده تمام، بعدين فجاه يفتكر انه عايز يمشي اكس واي او لينير، فجاه يقرر ان هو يعمل حاجه دياجونال كده او حاجه مايله ويرجع يمشي تاني عدل وهكذا. يعني كل ما بيفتكر حاجه دي يعمل، مفيش فكره معينه كونسيستنت مستمره موجوده في دماغه. لا، اللي على اليمين هو بدا يقول انا هستخدم هنا يعني حاجه بنسميها ديزاين سين، انت تستخدم كيرف مع لاين. فانت عندك اهو ادي لاين، وبعدين بقى ربع دايره، وبعدين لاين، لاين وربع دايره ولاين تاني، لاين اهو بعدين ربع دايره ولاين تاني. فهو بيعمل كده يعني ايه يعني ديزاين هايبريد او هجين كده بين اللاينز وبين الكيرفز بشكل هادي. ففي احساس باليونيتي، في تحديد كده للمسطحات اللي عنده، مفيش الكاوز او الفوضى اللي موجوده في الديزاين اللي على الشمال. نفس الفكره هنا، انت بتعمل يونيتي من خلال الكونكتنج لاينز، من خلال انت تربط المساحات والخطوط ببعضها، مش بتسيب كل حاجه غير مرتبطين. مثلا هنا عندك دي ارضيه خشب، دي ارضيه ثانيه متبلطه، طب ايه علاقتهم ببعض؟ ما تعرفش. انت هتضطر تمشي في النجيله اللي هنا ولا الجراس اللي هنا، ممكن يبقى بقى لسه عامل له ري ومش عارف ايه، بعدين تنقل التبليطه ده. طبعا في كده انفصال بين العناصر وبعضها، مفيش مش ويل كونكتد يعني. هنا لا، هو بدا يقرر ان هو في علاقه ما بينهم، يمكن تكون دي اعلى بستيب من الخشب او العكس، شكلها هي اللي اعلى يعني. المهم ان انت زي ما بنقول لك دايما ما تخرجش من ان لاوت لان تاني، يعني عشان اوصل لاوضه من اوضه جوه الفيلا بتاعتي مثلا لفراغ العمل، ما بخرجش بره المبنى بعدين اروح فراغ العمل مثلا يعني. فنفس الفكره هنا، انت مش هتخرج من مساحه متبلطه لمساحه مزروعه لمساحه متبلطه تاني، لا، بيبقوا بيتر كونكت زي كده، ويبقى بقيه المساحه دي اذا كانت تبقى جاردن هتزرع فيها نوع مزروعات معين، برضو يكون ليها كونتينيوس لاين بيحددها وبيوصل لحد المساحه المتبلطه اللي موجوده هنا. واخدين بالكم يا اخوانا في كل الرسومات دي من حاجه، وهو بيرسم الشجر بتاعه، شايفين الشجر هنا بيرسمه خفيف شويه ويبان، او يعني التون بتاعه مش تون غامق قوي مش شايف منه حاجه، وباين لك من تحت هنا كده بقيه التبليطه بتاعتك عامله ازاي خفيفه. يعني التبليطه بره هنا اذا كانت بتقل معين، تحت الشجره هنا بتبان لك اخف شويه، فاهمين ازاي؟ اهو برضو هنا الخط ده باين لك تحت اخف شويه وهكذا. فالشجره مش كومبليتلي بتداري على اللي تحتها، لا، هو بيحاول يوري لك بقيه الديزاين تحتها بس بشكل بيل او بشكل شاحب او خفيف. طيب هنا نفس الفكره اللي قلناها، الكونتينيوتي او السبيس او الفورم اللي بيكونكت كل حاجه، اهو نفس الكلام. وعنده هنا منطقه متبلطه، وعنده هنا اهو، وهنا نفس الكلام، وهنا كده بدل ما تبقى حاجات كده يعني متناثره كده مفيش اي كونكشن ما بينها ومفيش يونيتي، مفيش حاجه بتربطها، قال لك خلاص انا هاخد هنا مساحه شبه مربعه كده، مربع كده على 45 يربط لي كل الكلام ده ببعضه، حتى لو كان هنا في لون او في المساحه الجراسي دي، هو برضه ستيل في حاجه بتربطه هنا. وطبعا كان يفضل ان هو ياخدها بعرض اكبر من كده عشان يبقى يستخدمها كممشى يقدر يوصله كل حاجه. نفس الكلام ممكن يتعمل من خلال اريا او جراوند كفر، يعني انت تكون هنا عامل نجيله، نوعيه نجيله مختلفه عن النجيله اللي حواليها او الجراس اللي حواليها. مجرد الاختلاف ده وان هو يبقى فيجوالي كونسيفد او يعني مدرك بصريا، ده عمل يونيتي بان هو جمع لك العناصر دي، ربط ما بينها وبين بعضها. تمام؟ هنا اليونيتي حصلت ازاي؟ ان هو عمل ريبيتيشن في الماتيريالز، هو عنده هنا السفل بتاع المبنى او الجزء السفلي منه ده، هو عامله ماكسي ده الطوب. تمام؟ فجاء قال لك انا كمان هعمل الريتيننج وول اللي موجود عندي هنا او السور ده، هو كمان برضو من الطوب او ماكسي من الطوب، والاجزاء من التبليطات بتاعته من الطوب. تمام؟ في كده ريبيتيشن اوف ماتيريال يوز، فده برضو بيعمل له يونيتي في الديزاين بتاعه. طيب من ضمن الديزاين برينسبلز، انت بتعمل ريتم. الريتم ده مش بالضروره كلمه ريتم او نغا، يعني مش نغا اسمها ايه ريتم يا اخوانا بالعربي، يعني القافية؟ ايه معلش؟ القافية؟ القافية دي بنقولها على في الشعر، يعني اللي هو نهاية كل نمط الشعر. نمط ايوه نمط بالظبط، يعني نمط او نسق او حاجة زي كده، صح؟ شكرا يا جماعة. يعني حاجة زي كده، عارفين بتبقى زي نغمة كده، يعني الريتم في الموسيقى هي النغمة عندهم يعني. فنفس الفكرة بنعملها احنا بصريا، فهو بيقول لك انت ممكن تعمل ريتم
اللي هي الجراديوال تشينج اوف ووك ويدث. يعني ايه؟ انت هنا الووك ويدث ده شايفين الكيرف ده بيعمل لك نغمه في حد ذاته او بيعمل لك ريتم في حد ذاته. طبعا بيوسع مكان ما انت عايزه يديلك العرض الكبير بتاع المدخل او بتاع السلمتين اللي عندك هنا. وخد بالك لما بيعمل سلم في مكان ما لازم السلم يكون بربنديكولار على الممشى اللي قبليه. يعني هو ما ينفعش مثلا يجي يعمل، هو طبعا ده عشان كيرف يعني الامور مش باينه، بس الفكره ان انت لو عايز تعمل السلم مثلا هنا في المكان ده، خلي بالك ان السلم يبقى رايح فين؟ يروح للسنتر ده، فيبقى بالتالي السلمتين او السلالم اللي هتحصل هنا دي تبقى بربنديكولار على مسار الحركه ده. مفهوم يا اخوانا ازاي؟ شايفين هنا لما عمل نفس الفكره بس بانجل اريز، عملها ازاي؟ عمل نفس الكلام اهو، بيتنقل كده سموثلي او بيتنقل بشكل جراديوال تدريجي لحد ما يوصل لهنا سلمتين كده عن البسطه اللي هتدخله على المدخل ده. شايفين السلم هنا خده ازاي؟ برضو بربنديكولار على الاريا او على مسار الحركه هنا. ما كانش ينفع يجي هنا ويحط السلم هوريزونتال كده، صح؟ مش هيبقى بربنديكولار هنا، فهتلاقي المساحه قدامه هنا كبيره وهنا قدام السلم صغيره. لا، السلم هنا يبقى شكله كده بربنديكولار على الاكسس بتاع المسار اللي موجود هنا، وتبقى البسطه بتاعته هي اللي تبدا تاخد شكل مختلف كده. فدي برضو نقطه مهمه وانتم بتصمموا السلالم بتاعت التيرسز او بتاعت المدخل وعلاقتها ايه بالووك واي اللي بيؤدي ليها، لازم يبقى في علاقه البربنديكولار على ان هي تبقى بربنديكولار عليها يعني. طيب هنا فكره البالانس، اكيد فاكرين البالانس والسيمتريك بالانس والاسيمتريك بالانس، ان هو يبقى عندي مش دور هنا ضغط البطانيه في الاوضه بتاعتك. طيب بلعب باللعبه دي، فاكرين طبعا البالانس يا اخوانا. طبعا في اللاندسكيب بتبقى فكره السيمتريك بالانس دي فكره شويه تبدو كلاسيكيه قوي وقديمه قوي، يعني كانوا بيعملوها في القصور والحاجات اللي هي حاجه قصر القبه اللي جنبينا هنا، القصور بقى اللي هي ماشيه كده بكلاسيك اوردر مظبوط قوي، يمين زي شمال مفيش حاجه مختلفه. الكلام ده بيبقى مقبول اكتر في فعلا في القصور، سكيل القصور مش سكيل الفيلات اللي هي حاجه لطيفه كده، وسكيل يومن مش حاجات بقى من يومين تلسكيل وحاجات زي كده، وبتبقى مقبوله فبتبقى مقبوله في نوعيات مشاريع معينه او في الحاجات اللي معموله اصلا كلاسيك زي كده، اللي هي يعني نمط مش منتشر قوي بقى نادر تقريبا دلوقتي. فده بتكلم على السيمتريك بالانس. وبالتالي اللاندسكيب برضو ما بنشوفش حكايه السيمتريك لاندسكيب اللي هو يمين زي شمال كتير، بنشوف اكتر الاسيمتريك بالانس اللي هو حاجه زي كده، ان انت عايز الديزاين بتاعك يكون فيه سيمتري او سوري مش سيمتري بالانس او توازن. اللي شايفه على الشمال ده انبالانس، ليه؟ انت رامي كل الحاجات الثقيله بصريا مش بس في ليه او حتى في الحقيقه، لما تدخل مكان زي كده وتلاقي الساحه دي فاضيه خالص كده، مجرد نجيله موجوده على الارض والناحيه دي هي اللي متركز فيها كل الاشجار، هتحس ان ده في جزء كده يعني زي ما يكون مهمل او نايم او الدنيا فيه هاديه اكتر من اللازم اللي هو بتاع اللون ده، انما الجزء بتاع الشجر ده هيبقى فيه شيد وهيبقى فيه حياه ثانيه مختلفه. ففي اساسا كونتراست ما بين التو اريز، مفيش توزيع كده بالانسد او مور فير عن الوضع ده. الوضع طبعا ناحيه اليمين لا، في شجره ضخمه عملت توازن شويه مع مجموعه الشجر اللي موجود هنا وهكذا، يعني شويه الشجر القليل ده مع الشجر المتوسط ده متوازن شويه مع الشجره الكبيره. مش لازم الوزن يبقى بالظبط يمين زي شمال، انما ممكن يبقى يجي من ان ايكوال اليمنتس بس بتزود عددها بس بتغير في توزيعها بيدي لك الفيجوال بالانس ده. تمام يا اخوانا؟ ده الدوميننس، انت يكون عندك سبيس دوميننت اللي هو زي ما هنا كده اللون بتاعه ده او الساحه دي، المساحه بتاعتها كبيره فمديه الاحساس ان هي حاجه مور دوميننت او مسيطره اكتر، فعندك كده في يعني في حاجه بتعتبر فوكال بوينت شويه اللي هي اللون او الساحه دي بالمساحه بتاعتها. بعد كده في هيراركي، في بقى عناصر بتتدرج او مساحات متبلطه او مساحات هيستخدمها بطريقه ما تتدرج في السايز بتاعتها. ده طبعا مفتقد هنا اللي هو تحس ان اغلب المساحات مساحات قريبه من بعض، فمفيش دومينيتنج سبيس يحسسك كده ان يعني الدنيا مستقره حوالين مين فوكال بوينت وبعد كده في هيراركي في السايز بتاعت العناصر. طيب هنا اهو مثلا ده بيدي لك اكزامبل للدومينانت سبيس اللي هو الليفنج انترتيننج سبيس اللي موجود هنا ده. ده هو الحاجه المسيطره في الديزاين. طبعا حتى الماتيريال بتاعتها مختلفه،
نمط اللاينز بتاعتها مختلف عن بقيه الحاجات الموجوده في السايت. طيب هنا بيقول لك لما تستخدم بلانس او البلانس دي يعني كلمه عامه مقصود بيها التريز الاشجار الشربس البوشز كل انواع الاشجار والشجيرات والحاجات كل الحاجات دي يعني. بيقول لك خلي جمع دايما اعمل كلاسترز او linear groups of the same plants. يعني هنا ما تجيش تعمل كده ادي دي شجره ليها نوع مختلف ماشي مش مشكله الثلاثه دول شبه بعض بس محطوطين بعاد عن بعض الخمسه دول شبه بعض برضو محطوطين بعاد عن بعض دي محطوطه خلاص برضو حاجه لوحدها فهنا كده الدنيا بقت separated او تحس ان هي scattered يعني حاجات كده متناثره مفيش اوردر كده يجمعها مع بعض هنا لا بدات الدنيا الاشجار المتشابهه تبقى متجمعه مع بعض الكراونز بتاعتها بتبقى متداخله او بتبقى تانجنت لبعضها الكراونز هو التاج بتاعها الكبير ده نفس الكلام هنا فما يبقوش منفصلين عن بعض ولا منفصلين عن بعض ولا في حاجات تانية بتفصل بينهم يعني لما تيجي تبص برضو على اللي تحت هنا ناحيه الشمال برضو مش مفضل ليه مش مفضل عشان السيميلر بلانتس او التريز المتشابهه فاصل ما بينها حاجات تانية مختلفه هو صحيح ان احنا بنحب نشوف فرايتي بس الفرايتي تكون في ان في جروبس اوف ديفرنت تايبس تمام يعني زي هنا ادي جروب من الثلاثه دول وجروب من الثلاثه دول وادي واحده بس كل تايب مش بنشوف منه شجره وبعدين نشوف شجره ثانيه مختلفه وبعدين شجره ثالثه مختلفه لا كل تايب مجمع الجروب بتاعته على بعضها زي كده اهو ادي الجروب بتاعت التايب ده ادي الجروب بتاعت التايب ده مش مخليهم متداخلين بشكل يخليك ما تستوعبش جماليات كل تايب على حده يعني يعني كل الكلام اللي فات ده كنا بنتكلم على الديزاين كونسيدريشنز الديزاين برينسيبلز بصفه عامه طبعا وبشكل سريع نبدا بقى نشوف طب هنصمم بقى هنصمم وفقا لايه وفقا لكونسبت معينه انت عايز تحطها ده اللي كنا بنقوله وانت بتعمل الاركتكتشرال ديزاين للبروجكت بتاعك دلوقتي احنا بنتكلم عن لاندسكيب فما عندناش فكره الكونسبت قوي يعني طبعا ممكن يكون في كونسبت وان انا عايزه الناس تبقى يعني فوكسنج على كذا ده انا هعمل لهم فيو جديده هكرييت نيو فيو من خلال ديزاين الاريا دي وهكذا انما الحقيقه بتبقى انت في دماغك ان في ارياز يعني حتى لو انت عندك السويمنج بول ده حاجه مهمه طبعا اي في التصميم بتاعنا والاريا اللي حواليه اللي هتحط الشيزلونجز ازاي هتحط الارياز الناس هتقعد فيها حوالين السويمنج بول ازاي كل دي عناصر مهمه انما انت بتبقى مهم تبقى حاطط في دماغك انت هتصمم بخطوط شكلها ايه والخطوط دي ايه علاقتها بخطوط الفيلا بتاعتك نفسها تمام يا اخوانا فده اللي بنسميه الديزاين ثيم اور ستايل يعني ان في مجموعه خطوط كده انت هتستخدمها في الديزاين بتاع الريزيدنشال او بتاع سوري بتاع الاسكيب بتاعك يعني ايه ده بيزد على ان انت عندك فانكشنال دايجرام يعني اولا انت هتبتدي تصمم من اول فين ان انت ابتديت تقول انا هوزع الفانكشنز بتاعتي ازاي تمام طبعا هنا واخدين بالنا في ووك يعني مسار حركه بتاع الديستيريانز او المشاه في هنا تيرس بلكونه او يعني شرفه او مساحه خارجيه الناس بتقعد فيها اللون اللي هي المساحه العشبيه او النجيله زي ما بنقول الجاردن اللي هي منطقه بقى انت هتزرعها حاجات معينه سبيسيفيك بلانتس هتبقى موجوده فيها فانت احنا دلوقتي اتكلمنا على فانكشنال دايجرام ده اول حاجه هنبتدي ننطلق منها في التصميم وبمراعاه يعني taking into consideration ال mention design considerations اللي هي كنا بنتكلم على design principles على استخدامك للخطوط والshapes الحقيقة الجزء ده في كلام كتير قوي ممكن يتقال وكان ممكن احطه بس انا عارفة ان في الاخر المفروض lecture دي خلصها في ساعة نظريا يعني انما انا هديكم الكتاب هتشوفوا فيه sketches لطيفة جدا حتى في فكرة علاقة الاشكال ببعض يعني لما احط دايرة مع او يعني لما يكون بتكلم على كونسنتريك سيركلز او سيركل هي هتكون اساس التصميم الساحه الرئيسيه عندي هتكون دائريه طب احط بقيه الحاجات حواليها ازاي لازم اكون مرتبطه بالسيركل بتاع السنتر دي لازم اكون عندي خطوط رادييتنج منه مثلا او اكون لو هركب مجموعه سيركلز مع بعض ايه الانسب ان السيركلز تتقاطع ولا تبقى متباعده الحقيقه ان هي تبقى كونكتنج او انترسكتنج تكون احسن طب هل اعمل دايرتين كبار زي بعض ولا بعمل دايره كبيره دوميننت مجموعة الدوائر الثانية ممكن تكون أصغر وحط فيها بقى different uses طبعا كل دي أسئلة مفروض ان انت من فهمك design principles وحنا اتكلمنا عن dominance slide and slides تبتدي تاخد قرارات بناء على كده طيب فبنوصل من كده ان انت بتبتدي assign forms for areas or spaces بتبتدي تقول اه الـ area دي احنا هنا كنا حددين
roughly speaking ان دي area. طب الاريا دي هيبقى شكلها L shaped ولا هيبقى شكلها oval ولا هيبقى شكلها جزء من السيركل ولا هيبقى شكلها ايه؟ هو ده بقى اللي احنا بنبتدي ناخد قرار فيه. طيب وحدود الاريا دي الاوتلاين بتاعها او الايدجز بتاعتها هتكون ايه؟ يقول لك الديفاين ايدجز بتاعتك هتكون ان انت بتقول هي المساحه دي هي ايه. فهي ممكن تكون بلانتنج بيد اند لون، يعني اهو الحدود هنا دي دي ده لون او دي المساحه العشبيه دي، او ممكن يكون عندك هنا بلانتنج بيد. يعني ايه بلانتنج بيد؟ يعني في الحته دي هتعمل كده على الاوتلاين ده مساحه هتزرعها فلاورز هتزرعها حاجه معينه. فهي حددت لك الاوتلاين بتاع الاريا دي بتاع الاريا دي. تمام، ممكن يكون عندي تيرس زي كده، عندك الانترنس ووك حاجه زي كده، الدرايف واي والانترنس ووك، كل دي حاجات هتبقى لازم لها ايدجز محدده. يعني الارياز بتاعتك تحدد بناء على اليوز بتاعتك او الاستخدام اللي انت هتستخدمه. طبعا ممكن يبقى عندك ستيبس وادجوينينج بيفمنت، يكون عندك ديك اند تيرس. الديك اللي هو مقصود بيه التيرس اللي بيكون في مستوى الدور الارضي، او بتبقى تيبيكالي كده او كونفشنال يعني تقليديا كانوا بيعملوه حاجه خشب كده ملاصقه للبيت. يعني اللي عايزين بقى ناخد بالنا منه او الكام سلايد الجايين دول هوريكم different approaches للديزاين بتاعنا ب different languages او different line forms او forms. يعني ايه؟ يعني خلاص اتفقنا ده functional diagram، انت عايز تحط فيه الفور areas او uses دول garden ولون وterrace و تمام. طيب ممكن يتعملوا ازاي؟ ممكن يتعملوا كده، يعني كده ده حلين. يعني ممكن تبقى بيستخدم خطوط x و y verticals و horizontals. تمام، ادي ترس مربع وادي اللون دي بتلف حواليه، والهوب كده كده هو rectangular form او linear form، وادي الجاردن ال شيب. ده تقريبا ترجمه يعني شبه حرفيه، يعني مش بالظبط، مش بنقول هو وحش يعني، بس القصد ان ده ترجمه ده في شكل خطوط افقيه وراسيه. طيب في حل تاني؟ في حل تاني، احنا ممكن نعمل القصه دي بالظبط بس ناخدها على 45 او بيسموها الدياجونال سين. يعني ده الريكتانجلر سين الاولاني، التاني ده بنسميه دياجونال سين. طيب في سين زي كده ده بيسميه انجولر او حاجات بزوايا. بس وانت بتعمل الزوايا تجنب بقدر الامكان الاكيوت انجلز او الزوايا الحاده، لان دايما لما هيبقى عندك اكيوت انجل زي كده بيبقى استخدامها صعب. يمكن هو دي الزاويه الحاده الوحيده في كل الشكل اللي قدامنا ده، باقيين كلهم زوايا يعني مفتوحه او قايمه. هنا لما بتبقى زاويه حاده زي كده الاجزاء دي بيحصل فيها كراكنج الحقيقه للبيفنج ماتيريال، اذا كانت بيفنج ماتيريال، اذا كانت لون برده بيبقى صعب ان انت تهتم بالحاجات اللي هي فيها زوايا حاده زي كده. فده بنسميه الانجولار سين. تمام، ده بنسميه الارش اند لاين سين، يعني او الارك اند لاين سين. يعني انت بتستخدم خط مع ارك او ربع دايره زي كده، وبتكرر القصه دي اكتر من مره. فجات لك اللون ده عباره عن كانه جزء اهو جزء تاني اكبر منه، عامل كده التيرس اكثر انتظاما اهو، والجاردن بقت حاجه كده، او كان ممكن طبعا يقفلها من بعض من بره عادي. بيوري لك ان نفس الفانكشنال دايجرام ممكن يتحل باكتر من طريقه او اكتر من لغه. تمام، وده اللي كنا بنقوله لكم في الديزاين، ان كلكم مطلوب منكم نفس الريكويرمنتس في نفس البرنامج، وكلكم ممكن يبقى البابل دايجرامز بتاعتكم فيها شيء من التشابه نتيجه ان احنا عارفين العلاقات الوظيفيه البرايفت زون والبابل زون وكده، انما هيطلع لنا مشاريع مختلفه اكوردنج للكونسبت بتاع كل واحد فيكم، لان الكونسبت دي هتوجهه في الخطوط والشيبز والفورمز بتاعته بشكل ما. هنا ده عباره عن حاجه سيركيولر اهي، مجموعه سيركلز بتتداخل، هنا مجموعه كيرفز، يعني هتلاقي السيركل مع السيركل او مش دور يكون سيركل، وادي كيرفز ربطها لي التو سيركلز وهكذا. تمام يا اخوانا، ما بنقولش مين في دول احلى من الثاني، انا بقول لك بس ان دول اقرب الصوره دي عشان تشوفوها، مش طلعت فكره كده اهو. دي المسميات بتاعه كيرف لينير او سيركيولر. طبعا يعني في ناس قالوا لي ده الكيماوس، يعني مش مقصود بيه كده طبعا. ده كيرف لينير، سيركيولر، ريكتانجولر، دياجونال. يعني احنا كنا الترتيب الاولاني كمنطقي اكتر، شفنا ريكتانجولر، شفنا الدياجونال. طبعا ده مش حل الفانكشن دياجرام ده، بس يعني القصد المسميات بتاعتنا ايه؟ ريكتانجولر والدياجونال الانجولر، كل دول معتمدين على استخدام الخطوط فقط. بعد كده في الارك اند تانجنت او الارك واللاين، يعني هو ربع دايره او نص دايره مع الدايره، قصدي سوري مع اللاين.
في السيركل ابتدي استخدم مجموعه سيركلز متداخله، في الغالب يعني تكون متداخله، في الكيرف لينير اللي هي كلها خطوط منحنيه يعني ماسكه مع بعضها. طبعا ده بيكون اصعب شويه في الحل لانه ملوش حاجه حتميه قوي يعني، طبعا ممكن يبقى مكون من مجموعه سنترز بس يعني ايه يكون محتاج كده رؤيه يعني لطيفه للموضوع. ده الفانكشنال دياجرام اللي احنا شفناه من شويه اللي هو قلنا ان في ورك سبيس هنا وفي منطقه بلاي او يعني ده حل تاني ليه يعني. ان هنا في الدرايف واي بتاعه وهكذا تمام. لما بدا بقى يحوله لديزاين اهو ده لو هي مش يعني انا بقولش ان هو هيعمل الحاجات دي مش هيعمل الاليمنتس دي بس قصدي ان هو هياخد الريكتانجولار سين او المدخل بتاع خطوط الاكس والواي الخطوط المنتظمه افقي وراس منه بالحل ان هو بتاعه هيعمل الشيبز بتاعه الارياز بتاعته او الفورمز بتاعتها هتكون كده. ادي الانترنس ووك زي ما هي اهي، ادي النقله اللي بيعملها علشان يبتدي يدخل للمدخل بتاعه اهي كلها ماشيه بخطوط اكس وواي منتظمه وعامل سيتنج اريا مربعه هنا تمام. تحديد البلانتنج اريا كده اهي محدده بالشكل برضو خطوط منتظمه، ودي منطقه اللون بتاعته او منطقه النجيله نفس الكلام. بلانتنج اريا هنا متحدده خطوط شديده الانتظام كده، هنا في لون ثانيه تمام. دي لون سوري مش بلانتنج اريا، هنا في الورك ستور او الستورج اريا بتاعته والمدخل لو هو عايز يدخل من الجراج مدخل تاني مش المدخل الرئيسي بيدخل من الجهه دي. الايتنج اريا والليفنج اريا اللي هي التيرس بقى الخارجيه بتاعته اذا كان عامل مساحه للاكل او ترابيزه اكل موجوده هنا، ليفنج اريا اللي هي قاعده بقى هتبقى موجوده خارجيا. فكل الخطوط بتاعته خطوط منتظمه تمام. بالمناسبه يا اخوانا في بعض الاحيان او تيبيكالي كيد سبيكينج كنا دايما نقول حاول تخلي حوالين المبنى بتاعك مساحه كده يعني حوالين البريمتر بتاع المبنى بتاعك يكون في منطقه متبلطه حاجه بتاعه 40 او 50 سم اللي هي لو عايز تعمل صيانه لاي شباك موجود لاي كليدنج تجليد للحيطه موجود اي حاجه موجوده يعني في البريمتر الخارجي بتاع المبنى او الانفلوب بتاعه الحوائط الخارجيه بتاعته في حد يقدر يتحرك حوالين المبنى من غير ما يضطر يمشي جوه مساحات مزروعه او مساحات النجيله ياثر على الحاجه المزروعه وهو نفسه ممكن ما يعرفش يتحرك فيها يكون مرويه ولا فيها طين ولا حاجات زي كده. فبيفضل يعني ده تيبيكال يعني ان يكون عندك منشا صغير كده حوالين البريمتر بتاع المبنى بتاعك عرضه بتاع 40 50 سم بالكثير، لان هو مش منشا حد هيتمشى فيه، لا ده هو شخص واحد بس هيستخدمه عشان يوصل لو محتاج يعمل صيانه او تصليح لاي جزء من البلوك بتاعه. طيب نفس الفانكشنال دايجرام اهو. طيب لو بقى استخدم السيم الثاني بتاع الارك اند تانجنت اهو، خلي بقى كل حاجه عباره عن حاجات سيركيولر يعني مش كل حاجه طبعا يعني اهو ادي دي البلانتنج لون اهي يعني ده في جزء اللون ده البلانتنج وده اللون، فالحدود بتاعته حاجه دائريه مع خطوط عدله هنا نفس الكلام. كل المساحات الاساسيه بتاعته بيدخل فيها بقى الكيرف مع اللاين اللي بيمس الكيرف ده. ده اكزامبلز يعني يا ريتكم كده تركزوا فيها عشان دي بقى بتورينا تفاصيل لطيفة قوي. هنا كان عنده يعني ده هوريكم البروجرام الأول هو حطه سريعا وبناء عليه عمل ايه. يعني دي المشروع بتاعه هو ده الأرض بتاعته، مش بقى زينا عندنا في كذا مكان ممكن نعمل فيهم أكتر من حاجة، لا هو عنده يدوب في هنا سلايدنج دورز أهو وفي هنا الدايننج سبيس بتاعه اندور يعني، وآدي المساحة الخارجية. هنا هيوري لك الحلول، هيوري لك حلين جنب بعض ميرور يعني هو هنا كده كأن عندك فيلا موجودة هنا وميرور ليها فيلا موجودة هنا عشان يوري لك حلين على نفس السلايد. البروجرام بتاعه كان حاجة كده ان هو عايز بيفد اريا اوف ابروكسيميتلي 400 سكوير فيت فور سيتنج 256 انش دايمتر تيبلز اتش ويز 4 شيرز، يعني عايز يعمل منطقتين جلوس كل واحدة منهم بالمساحة اللي هو قايل لك عليها دي. عايز يكون عنده اريا لبيرمننت جريل تمام. انتوا معايا يا اخوانا ولا النت فصل؟ لا مع حضرتك كده طيب تمام. وهكذا بقى عايز يعمل مش عارفه لارج بارتشل شيت تري ابروكسيميتلي 20 فوت سبريد، يعني في شجره ضخمه عايز يحطها تبقى بتلمي ظل لطيف كده الناس تقدر تستخدمه حواليها. تو اور ثري اورنمنتال تريز water features or sculpture يحط عناصر مائية أو حاجة ornamental trees
وهكذا. تمام يا اخوانا؟ طيب ده البروجرام بتاعه، يعني مش هندخل في التفاصيل كلها بتاعه، زي ما قلت لكم انا هديكم البرنت اوت بتاع الليكتشر، بس هخرج هخلي بس صورة تبقى اوفرلابنج بعض. بس يعني عايزين نشوف بقى اعمل ايه في الحلول بتاعته. ادي الفانكشنال دايجرام بتاعه. انا مش عايزاكم تتفزعوا، يعني مش اول ما نبص كده نحس الدنيا زحمت، عندكم الامور ابسط بكتير. ليه ابسط بكتير؟ ان احنا بنتكلم على يعني ارياز متحدده تقريبا. عندك سويمنج بول في الاريا بتاعته، ممكن يكون عندك تيرز اوريدي بتتوجد عندك غصب عنك، مش غصب عنك، من الديزاين بتاعك. يعني الحقيقه وانت بتعمل البيز ماب اللي قلنا عليها في الاول خالص، اللي هي بتحط بقى المبنى والست باكس والابواب والشبابيك بتاعتك، كل القصه دي من ضمن الكلام كمان ان انت تحط الداشد لاينز بتاعت الادوار اللي فوق. طب ليه؟ اصل الداشد لاينز دي هتبتدي تشوف هتستخدمها تحت ازاي. هل دي هتشتغل كشد للمدخل بتاع الفيلا بتاعتك؟ هل هتشتغل كانها شد لتيرس موجود تحتها؟ فهو الداشد لاينز بتاعت الادوار اللي فوق اللي احنا بنقعد نتحايل عليكم تحطوا بتاعت الدور الاول في الدور الارضي، والداشد لاين لو كان عندي دور تاني بحطها في البلان بتاع الدور الاول وهكذا. دي مهمه جدا، بتفهمنا علاقه الادوار ببعض كاركتكتشر. وكمان كلاندسكيب انا لازم افهم هو الجزء البارز من الدور الاول هستغله ازاي في الدور الارضي. هل هحط تحتيه العربيات تركن فيها اللي هو ناحيه الشارع، فهقدر استخدم المساحه تحته باركنج العربيه او العربيتين؟ هل هتبقى ساحه كده لطيفه موجوده تحت عند المدخل، واحط بقى عناصر ميه وزرع واضاءات معينه ومش عارفه ايه، فبقى عامله كده يعني انفايتنج انترنس؟ هعمل ايه؟ مفهوم يا اخوانا؟ هل البروز ده موجود ناحيه حمام السباحه، فهو بالتالي بدا يحدد لي تيرس موجود عند حمام السباحه، والتيرس ده هيبقى اتاتشد للليفنج سبيس اللي جوه فهو الاكستنشن بتاعه. فيعني لازم اكون عارفه انا جاي لي ايه من الادوار اللي فوق، والاستراكشر كمان اللي نازل لي فين. هل ممكن عمود من الاستراكشر بتاع الحاجات اللي فوق دي مثلا يدخل لي جوه حمام السباحه؟ ليه لا. هل ينفع يبقى السويمنج بول جزء منه تحت الجزء البارز من الدور الاول فوق الدور الارضي؟ يعني الدور الاول بارز عن الدور الارضي. طيب ينفع الجزء ده بارز بمساحه كافيه انها تغطي لي جزء من السويمنج بول وجزء تاني يبقى مكشوف؟ مفيش مانع، وهكذا يا اخوان. طيب هنا طبعا الدنيا شكلها زحمه عشان هو عايز يعمل حاجات كتير، وعايز يعمل منطقتين جلوس اللي هو عامل لهم مربعات كبيره دي. تمام، يعني لو ابتدينا كده نشوف نشاور على كل حاجه هنفهم هو عايز يعمل ايه. في الجزء بتاع الباربيكيو بتاعه او الجريل تقريبا هو الجزء اللي هنا ده، دي منطقتين الجلوس اللي هو عايز يعملهم. عايز يعمل باسج واي من عند الانترنس، من عند الانتري بتاع السور اللي بره، الجيت او البوابه اللي بره. تمام، طبعا انت عارف ان هيبقى عندك سور حوالين الفيلا، وفي بوابه موجوده او يا بوابه يا بوابتين، بوابه واحده يدخل منها العربيات والبني ادمين البيدستيريانز، او ممكن تكون بوابه للبيدستيريانز وبوابه للعربيات لو كانوا بعاد عن بعض او على طرفين الارض. تمام يا اخوانا، هنا هو مش باين الباركنج مش في المكان ده، دي المساحه الاساسيه بتاعته. هو داخل من هنا وعايز يعمل مسار حركه لحد المدخل او لحد السلايدنج جلاس دورز اللي موجوده هنا. تمام، وزي ما قلنا في تو سيتنج ارياز. عايز يعمل فوكال اليمنت. فوكال اليمنت ده ممكن يكون ووتر اليمنت، نافوره ميه، حاجه شلال ميه كده فيرتيكال بس لو كان جنب حيطه يعني. ممكن يكون سكالبتشر، حاجه نحتيه كده لطيفه، ممكن يجمع السكالبتشر مع الميه تبقى نافوره فيها منحوته كده او تمثال ظريف. الجريل سوري موجوده هنا، الجريل مش موجوده الناحيه الثانيه، فهو عامل الجريل بتاعه هنا. تمام يا اخوانا، وفي مساحه لون او منطقه عشبيه كبيره موجوده هنا كده، دي الاليمنتس الرئيسيه الموجوده عنده. زي ما قلنا عندكم مفيش حاجات كتير قوي تخضنا من الشكل ده، يعني فانكشنال دايجرام بتاعك لو عملته طبعا مش هتعمله، انت خلاص تبقى مكتفي ان في ذهنك انا عارف ان في سويمنج بول اريا. يمكن يكون عندك كورت مثلا، لو الكورت قريب من سويمنج بول ممكن تفكر يبقى عندك ووتر اليمنت موجود في الكورت، والميه بتنساب بطريقه ما لحد السويمنج بول او قريب منه. ممكن يبقى عندك حته كوبري لطيف كده فوق الميه المنسابه دي. يعني في امور بقى ممكن تفكر فيها اكوردنج للديزاين بتاعك، ايه الاليمنتس الموجوده فيه، ايه السبيسز اللي هي تعتبر او الدور او الحاجات اللي ممكن احطها في ان دور اتريوم او كورت وتبقى مربوطه بالاوت دور لاندسكيب اليمنتس يعني. تمام، ادي الفانكشن دايجرام بتاعه هنفتكره. يعني ادي بقى ديفرنت ديزاينز، دي بقى اللي انا يعني حابب ان انتوا تركزوا عليها. كل واحد منهم انا هطلع دلوقتي حاجه كده بتشرح لي هو ايه، يعني دلوقتي دول كده يعني زي ما كنت بقول لكم هعملهم كان في بلتين ميرور لبعض،
عشان يوري لك ازاي بيحل. هما الحقيقه نفس الحل يعني، عملت ميرور على اليمين هيطلع لك ان الاوضه دي هتبقى موجوده ناحيه اليمين. يعني القصد ايه؟ ان دي حلول مختلفه لنفس نفس الارض، بس هو عملها لك ميرور كده عشان يوريك الاختلاف ازاي يعني. تمام. انا بطلع، لما بطلع دي بتكون اوفرلابنج اللي وراها وبتشرح اللي ناحيتي، يعني دي بتشرح لي اللي على الشمال ده الحل اللي على الشمال حاصل فيه. طبعا من غير ما نتكلم هو ريكتانجلر سين. يعني ايه ريكتانجلر سين؟ انه بيستخدم الخطوط العدله افقي وراسي في كل حاجه بقى. تمام. طيب اهو ده ريكتانجلر ديزاين سين. الميجر سيتنج سبيس بتاعه لوكيتد ان ساني اريا، ادي اهو السيتنج اريا بتاعته، عامل واحده اهي في ساني يعني ساني اريا علشان لو محتاج الناس كده تتشمس في الشتاء ولا مش عارفه ايه، وعامل واحده ثانيه تحت الشيد تري الضخمه اللي موجوده عنده هنا. شايفين النقله بقى بتاعه المدخل؟ يعني هو عنده المدخل اهو، ادي السلايدنج جلاس دورز، بس ما عملش المدخل مباشره كده وخلاص، لا الناس بتدخل هنا تبتدي تتحرك بشكل جراديوال او متدرج كده هنا، وتعدي هنا كده ما بين السيتنج اريا وبين الووتر اليمنت اللي هو برده كان مقرره في الفانكشن دياجرام ان هو يبقى عنده ووتر اليمنت او سكالبتشر. فهو حاطط النافوره دي وبرده مربعه كده في المكان ده، وبعدين ابتدى يتنقل جراديوالي كده من المدخل بتاع البوابه لحد المدخل بتاع المبنى، وجنب منه السيتنج اريا الثانيه هنا، وحاطط الجريل تقريبا هي اللي موجوده هنا دي جنب السور كده. تمام يا اخوانا. وشوف بقى ازاي مميز كل حاجه. يعني ايه مميز كل حاجه؟ يعني السيتنج ارياز مديها تبليطه مختلفه، ممكن يكون رافعها سلمه، ولان السلمه دي حاجه مش مستحبه، الناس ممكن ما تدركهاش بصريا وتتكعبل فيها، بس لو المساحات صغيره فممكن ما نعملش الكلام ده. تبقى بس هو مدي تبليطه مختلفه منطقه السيتنج اريا هنا، تبليطه مختلفه للسيتنج اريا دي، ممكن يبقى الفرنيتشر بتاعهم مختلفين عشان الناس لما تقعد في المكان ده تبقى عندها انطباعات وفيلد سنسز مختلفه عن السنسز اللي هيشوفوها من الجهه الثانيه. المهم ان الاثنين شايفين الووتر اليمنت وشايفين اللون اللي موجوده هنا، بس واحده مستفيده من الشيدي تري الضخمه دي، واحده موجوده في ساني سبيس وقريبه من الجريل دي. مفهوم يا اخوانا؟ وادي ساحه قصاد المدخل مش يعني مش متقاطعه بقى مع السيتنج ارياز، مش بتزعج السيتنج ارياز ولا السيتنج ارياز بتزعج السيركيوليشن سباين اللي موجود هنا. تمام. طبعا هنا بقى شارح لك كل حاجه، بس يعني مش هنقدر نقرا كل الكلام ده مع بعض، انما انا بقوله جنرال سبيكينج يعني. طيب ده الدياجونال ديزاين سيم، ادي الكلام اللي هو عنده فيه. بنفس الطريقه هو دخل من هنا، بدا يتحرك، شايفين يعني اتحرك كده، بعدين لف كده على 45 زاويه كبيره شويه. تمام. وبعدين بدا يتحرك هنا، وبرده اتحرك هنا بين التو سيتنج ارياز اللي هو عايز يعملهم. تمام يا اخوانا. دول التو سيتنج ارياز بالظبط. وحط هنا الجريل بتاعته برده قريبه من سيتنج اريا منهم عشان هو يستخدمها كايتنج اريا، ممكن تبقى واحده بيتفرش كأنتري او يعني ليفنج اريا يعني، والتانية تبقى ايتنج اريا. هنا هو محطش بقى نافورة زي اللي كان حاططها في الناحية التانية، بس ممكن يكون حاطط حاجة سكالبتشر، ممكن تكون هي الحاجة اللي موجودة هنا دي. تمام يا اخوانا. قال لك انا هنا عامل الكلام الارضية دي بكونكريت، طبعا ايا كانت الماتيريال، ممكن تكون كونكريت، ممكن تكون تايلز كبيرة، ممكن تكون حجر، يعني بغض النظر المهم ان مسار الحركه بتاعته بالساحه اللي موجوده قصاد المدخل هنا، ومكبر الساحه دي ومريحها، مفيش اي حاجه بتعترضها، مختلف عن التبليطه اللي عاملها في السيتنج ارياز الثانيه. وطبعا شايفين بقى طريقه رسمه، يعني طريقه ان هو بيوري لك ازاي في المساحه المتبلطه اللي هنا خفيفه تحت الشجره الضخمه اللي موجوده هنا، عشان ما يبقاش انا رسمت الشجره ومش شايفه حاجه تحتها، لا انا محتاجه اشوف مسار التبليطه او الحركه بتاعتي دي ماشيه ازاي. تمام يا اخوانا. طبعا في بقى زرع، بيقول لك في حاجات بوتد بلانتس. بوتد بلانتس يعني زرع موجود في اللي بيسموها البوتس دي، او اللي هي بيسموها ايه، قصيص الزرع الضخم ده. تمام. تبقى موجوده له هنا كده قرب المدخل، اللي هي الحاجات اللي لونها احمر دي. في شجيرات تانية موجوده هنا، في هنا مش محتاج يشوف هنا فيو معين من الشباك ده، حط شجره ضخمه شويه، انما اضخم شجره اللي هي الشادي دي دايما بيحط السيتنج اريا بتاعته قريبه منها. فاللي احنا عايزين نشوفه ان هو ازاي عمل نفس العناصر تقريبا بديفرنت سيمز، هنا مشي ريكتانجولر، هنا مشي دياجونال، او يعني بزاويه 45، ممكن تمشي طبعا بزاويه 30 60 مفيش مشكله يعني. تمام يا اخوانا.
حد هيقول لي طب بص اصل هو لما عمل كده كده ما حقش يعمل نافوره، هو هنا عمل سكالبتشر بدلها اللي هو الترسال اللي عامله هنا، ومع ذلك لحد يعمل النافوره ممكن النافوره تبقى جايه له في مكان هنا مثلا. يعني كل حاجه وارد ان هي تتعمل بس باستخدام انواع مختلفه من الخطوط. ده انا الحقيقه شايفه ان دي اهم حاجه محتاجين تتعلموها النهارده، ان انتوا تعرفوا تتعاملوا مع خطوط المشروع بتاعكم. يعني يبقى اللاندسكيب بتاعي بيكملها بيأكد عليها، بيبقى فيه خطوط ممتدة من المبنى تبتدي تعمل لي حاجة في اللاندسكيب بتاعي، أو حتى لو ما كانتش امتدادات. يعني لو انتوا شايفين هنا، والحقيقة الراجل ده الواجهة بتاعته أهي هي الكام خط دول، هو حاجة كده جزء من هيكسجون ولا بن ولا هيكسجون أو أوكتاجون موجود هنا عند الترابيزة اللي جوه دي، وخطوط بعد كده عدة. بس مع ذلك يعني خطوط تعتبر خطوط فيري نيف أو خطوط بسيطة قوي في الواجهه بتاعته، ومع ذلك هو عمال يلعب في اللاندسكيب بنوعيات خطوط مختلفه تكمل له على او تقوي له. يمكن تحس ان اللاندسكيب هنا من الشكل ده بيكون اقوى من المبنى حتى، يعني مفيش مشكله. حلين تانيين اهم، ايه بقى الحلول دي؟ عندك هنا حل اللي هو على اليمين ده، ده اللي بيسميه دياجونال، ان هو مش بالظبط مش بطريقه ماشي 45، او هو عامل 45 بس مكتر شويه في الزوايا، غير يعني شايفين الوضع بتاع المره اللي فاتت 45 اهي متدرجه كده بس ايه بيور شويه او مفيش لعب كتير فيها. هنا لا بدا يلعب اكتر، يعني اهو دخل كده، ادي الجزء بتاع ساحه المدخل اللي هناك بتبليطه معينه، وشايفين بقى حتى التبليطه فيها تدرجات في الالوان. يعني طبعا انا اتمنى تعملوا حاجات زي كده، بس يعني اعملوا الاقصى ما يمكنكم، تمام يا اخوانا؟ بس اللي مش هيوصل حاجه جميله قوي زي كده ما يقولش يا ده انا ما وصلتش وما عملتش وازاي وليه وبتاع، ده راجل محترف وعامل كتاب محترم واخد وقته ان هو يرسم الكلام ده. على قد ما ربنا يقدركم تقدروا تحاولوا تطلعوا حاجات زي كده، انما ما تستخدموش الوان كتير وما تضيعوش وقتكم في تفاصيل كتير، ادوا بريوريتيز كده او اولويات للحاجات اللي عندكم، بس ما تدوناش اراضي فاضيه ما فيهاش لاندسكيب. يعني لازم يكون في مينيمم من اللاندسكيب لاينز، او انت عامل اساين كده للارياز بتاعتك، وواضح ان في لغه معينه انت متبنيها. ما بقولش لازم تكون لغه من الكام لغه اللي احنا قلناهم، ممكن يكون عندك البلان محتاج تدخل اللاينز والكيرفز مع بعض بطريقه مختلفه، ابتدي فكر فيها من يعني من فرجتك على الكلام ده، ولو انت كمان شفت حاجات ثانيه مختلفه. طيب هو دخل هنا مشي عادل، بعدين كسر كده، بعدين هنا حط التو سيتنج ارياز، واحده برده صاني والتانية شيدد باي الشيدنج 3 الضخمة دي، وادي النافورة اهي شايفين كده التلاتة شايفين بعض، وشايفين النافورة اللي هي عنصر فوكال بوينت لطيف. وبعدين بدأ يتحرك هنا كده مساحة تانية قصاد المدخل. هل كان لازم يعمل هنا تبليطة وهنا تبليطة تانية؟ الحقيقة أنا شايف إن هو زحم الدنيا، كان ممكن يكتفي إن كل دي تبليطة واحدة، بس يمكن هو عايز يعمل هنا كده دي كما لو كانت اكستنشن منطقة السيتنج اريا، بعدين دي المساحة اللي موجودة قدام الباب. وبرده البوتد بلانتس موجودة له هنا عند الباب كده، ومجموعة زرع كده موجود له هنا، والاورنمنتال بلانتس موجودة عند الباب. يعني بيخلي الحاجات اللطيفة والجميلة موجودة قريب من الباب وقريب من السيتنج ارياز بتاعته تشتغل له كفيو. وبرده حاطط الجريل في المكان ده جنب السور كده، تمام، وقريبة من وان اوف ذا تو سيتنج ارياز. نفس الكلام هنا برده دخل فضل يتدرب كده في التكسيره دي لحد ما بقى عنده سيتنج اريا في الجزء اللي هو الارك ده، ادي ارش اهو مع خطوط عدله. الناحيه الثانيه رد عليها برده بنفس الفكره، بس مش لازم بقى يرد عليها، يعني مش لازم هنا عمل نص دايره وراح جاي هنا يعمل نص دايره، لا عملها ربع دايره كبيره مع لاين اهو عشان يحط النافوره الدائريه دي. وبعدين هنا السيتنج اريا دي تحس ان هي عكس دي، يعني دي عملها نص دايره بلاين كده، دي نص دايره بلاين فيرتيكال، تمام يا اخوانا؟ فادي سيتنج اريا ثانيه ومحوطها بقى بأورنمنتال شربز او بوشز، يعني زرع كده جميل، والمخرج بتاعه اهو السيركيوليشن سبيس اهو او سيركيوليشن سباين بتاعه اهو، واللون بتاعته خدها دايره صريحه كده وبيتحرك هنا حواليها، تمام. طبعا كان ممكن يكبر شويه عرض الممر حواليها عشان ما تبقاش حاجه مخنوقه خالص كده. وكل اريا مهم عنده السيتنج ارياز بيبقى ليها تبليطه مختلفه، والنافوره برده حواليها تبليطه مختلفه عشان بيميز الحاجات دي المين بوينتس او المين ارياز اللي موجوده عنده. والجريل كالعاده بيحطها جنب السور كده،
تمام عشان ما تشغلش مساحة يعني عنده، ويبقى قدامها مساحة كبيرة نسبيا للناس بقى ان هي تتحرك وتروح وتيجي وتحضر اكلها ومعرفش ايه، وقريبه برضو او اتاتش للسيتنج اريا بتاعته. فهنا في عنده اللغتين، او عنده الارك اند تانجنت ديزاين سيم اللي هو ده اللي هو كيرف مع لاين، وبرضو شارح لك بقى كل حاجة حطها فين، وازاي ان الفاونتين او النافورة شايفها المنطقتين بتوع الزرع دول، بنفس الوقت هيبقى شايفها يعني اللي جوه دول شايفين الكلام اللي بيحصل بره ده. وبيقول لك البيفمنت ممكن يكون ستون او كونكريت وذا بيفر ايج، يعني بيشرح لك بقى ممكن تكون الماتيريالز. هنا ده دياجونال ديزاين ثيم اللي هو خطوط مايله مع خطوط عدله كده، تمام يا اخوانا. وشوفوا ازاي ان ده مختلف عن الخمسة اربعينات البسيطه اللي كان عاملها المره اللي فاتت. دول اهو تو سيمز تانيين مختلفين كيرفي، يعني تحس كده ان هم عكس بعض، يعني على الشمال ده اهو واخد كيرف كده ويفي عامل كده، وبعدين جه في مكان ما ابتدى يستخدم بقى دوائر صريحه. يعني في المره اللي فاتت لو تفتكروا هنا كان واخد اللون دي دايره صريحه كده، والسيتنج ارياز كيرف سيمي سيركلر مع لاينز. المره دي هو ابتدى يستخدم ان السيركلز دي بقت هي السيتنج ارياز، وبقى عنده كيرف ويفي كده اهو، يعني كيرف من هنا وكيرف العكس كده، علشان يوصل للمدخل بتاعه. وادي البوتد بلانتس بتاعته، ادي التو سيتنج ارياز، والنافوره نفسها عملها حاجه غير منتظمه، يمكن يعملها حتى شلال ميه، يمكن يعمل الميه من هنا اعلى شويه وبتنزل لحد مكان ما هنا مثلا يعني. انما خد لها شكل بقى غير منتظم، انما برضه يعني ماشي سيركيولر او كيرف من هنا، كانه كيرف بيوازي الكيرف الكبير اللي موجود هنا، وطلع له اللون دي هي الحاجه اللي غير منتظمه، وبرده السيتنج ارياز واحده شيدد والثانيه لا وهكذا، تمام. فده الكيرفلينير تيم. طيب دكتور نعم معلش هو عندي سؤال، هو عادي لو انا برسم في اللاندسكيب اخلي حدود الشجره تبقى بره الارض بتاعتي؟ يعني هو عادي ولا اخلي حدود الشجره جوه الارض؟ والله هو لا، هو المفروض ان هي الشجره تقدر، هي يعني انت بتتكلم على الكراون بتاعها، مش بالضروره كراون تبقى نمو الشجره محدد بالارض بتاعتك، مش بالضروره طبعا. لما بيكون في نيبرز، لو في نيبر يعني في جار موجود عندك، مش مفترض ان انت بتعدي تبقى عارف الشجره الترانك بتاعها فين، الساق بتاعتها موجوده فين، والكراون ده ال يسموه ايه، الماتيور كراون، اللي هو لما الكراون بتاعها ده يكبر قوي هيوصل لحدود قد ايه. فمفترض ان انت ما تكونش بتعدي لو كان ده حدود جار، انما لو هو حدود شارع لا، بيبقى عندك يعني امكانيه اكبر ان انت مش بالضروره تكون الشجره محدده بالسور بتاعك يعني. تمام شكرا. طيب اللي على اليمين طبعا ده بقى الانجيولر، اللي هو الحاجات الخطوط الحاده او الخطوط اللي هي بزوايا، اللي هي بقى مش 45 او دياجونال زي المره اللي فاتت. اهو بدا ياخد كده اتجاهات مختلفه مكسره، ممكن دي تبقى متناسبه مع الناس اللي هم عندهم كتل فيها حده، الناس اللي عايزين يعملوا اوريجامي، الناس اللي عايزين يعملوا حاجات زي الصخور كده فيها حده شويه. ومع ذلك بالمناسبه في يعني في اكتر من فكر في طريقه تناول لاندسكيب، هتكلم عليها سريعا بعد شويه يعني، مش عارفه بعد شويه احنا طولنا قوي معلش. طيب المهم ان ادي الممشى بتاعنا اهو اتكسر كده عشان يبتدي يديني نقله كده، انا عايز اوصل هنا، بس عمري وانا بوصل هنا ما بعمل مسار كده مباشر كانه شارع كده الناس ماشيه وبقيه الحاجات موجوده على الشمال او على اليمين وخلاص، لا هو عايز الناس تستمتع باللاندسكيب ده، فعمره بيدخله مباشره. يعني حتى اهو شايفين وهو ماشي كيرفت، كان ماشي كده لف حوالين اللون، بعدين لف هنا حوالين السيتنج اريا ووصل، يعني ما فرقتش كتير عن المسار المباشر كمسافه حركه، انما فرقت كتير في الانترتيننج او الانجويمنت اوف سبيسز الموجوده اللي هو عملها بره في اللاندسكيب. فده طبعا حاجة مطلوبة، ان انت ما تبقاش بتدور انت بتحل فانكشن دايركتلي، ادي مسار حركة يبقى اقصر المسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، لا ده مش في اللاند سكيب يعني، خلي الناس تنجوي اللي انت عامله. فادي المسار الحركة، دي السيتنج اريا اداها تضبيطة بقى اصغر صغيرة كده، وادي الفاونتن. تمام، الحقيقة السيتنج اريا اهي موجودة هنا، انما المسار نفسه اهو موجود براها، دي نقطة مهمة. المسار اهو التضبيطة طبعا بتاعته عمالة تتغير كده حسب السيتنج ارياز اللي هو بيعدي عليها لحد ما وصل هنا. الجريل في كل مره في نفس المكان تقريبا، يعني نفس الافكار الموجوده الجهه الثانيه بس مع اختلاف التشكيلات او التكوينات اللي هو مستخدمها. تمام، طبعا خلي بالك ما تكترش قوي، يعني ما تقللش قوي فيبقى الديزاين فاضي ما فيهوش اي حاجه
يعني اي فرايتي في الديزاين بتاعك، وبرضه في نفس الوقت ما تبقاش فيه كاوز او ما يبقاش فيه فوضى، ما يبقاش فيه بقى اشكال كل الاشكال نفسك تعملها بتحطها. وعشان كده بنقول لازم يكون فيه سين، مش ان انا عايز اعمل الحته دي دايره والحته دي مربع والحته دي مش عارف ايه، لا انت بتحاول تخلي لغه او سين هو الدوميننت، هو اللي بتستخدم خطوطه او طريقته في الديزاين بتاعك. زي كده برضه هنا نلاقي الفاونتن بدات تبقى حاجه مش منتظمه، يعني هياش هكساجون او اوكتاجون او اي بوليجون يعني منتظم، وهنا زي ما انتم شايفينها هي موجوده ما بين التو ارياز بتاعت السيتنج اريا بتاعت اللوجو. فده الانجولار ديزاين ثيم زي ما شرحناه. تمام، طبعا دايما بيحط الفاونتن بحيث ان هي متشافه للشخص اللي داخل، متشافه للسيتنج ارياز، تبقى كمان متشافه من جوه من خلال يعني سيتنج اريا من الاثنين، مفيهاش مشكله. البلينير ديزاين ثيم طبعا ده يبدو كده يعني مهدئ للاعصاب او سوفتر زين التاني، وده يعني مش بقول ان احنا بنرجح ده، بس يعني بقول لك ان ممكن يبقى فيه طبعات الطف من ده. يعني هنا بقى بدا يستخدم حاجات سيركيولر، بان هو بيعمل ايه، بيستخدم سيركل كبيره رئيسيه وبيخليها هي سيركل كامله او ناقصه، بيخليها هي اساس التكوين. فجه هنا عمل ايه، ادي حط اللون بتاعته في نص الارض، تمام، هو داخل من هنا ماشي، وبعدين بيبتدي يتحرك كده حوالين اللون بتاعته او الساحه العشبيه دي، تمام، يبتدي يجي هنا كده عند البرجولا دي ويبتدي يدخل للمبنى بتاعه، والسيتنج اريا موجوده جنبه هنا كده، الناحيه الثانيه الجريل موجوده هنا والسيتنج اريا دي موجوده كده، تمام. وعمل ايه، السيتنج اريا دي عملها كجزء رادييتنج كده من السنتر بتاع اللون ده، وحط الحاجه النحتيه دي في النص هنا، تمام. فالسيركل بتاع اللون دي بقت حاجه مسيطره قوي في الديزاين بتاعه، واي حاجه ثانيه تبقى طالعه منها. يعني اهو عنده هنا كده الاريا دي او المدخل بتاعه موجود له هنا، عنده هنا مش عارفه الحقيقه المساحه دي استخدمها في ايه، اعتقدش ان ده باب، انا مش عارفه بالظبط ايه الحقيقه. تمام يا اخوانا، يمكن يعيب الحل ده ان هو هنا اضطر الشخص ده هو لما يدخل يلف حوالين الدايره دي فطول عليه المسار، بعدين يدخل هنا يمكن طول المسار شويه، يمكن اللون دي كانت تبقى الطف مثلا او اتحركت كده. كل حل طبعا بيكون ليه البروز والكونز بتاعته يعني، بس المهم ان هو يعني التزم او ارتبط بالسنتر اللي هو عمله ده. نفس الفكره بس السنتر بتاعه فين، الجزء البارز البي ويندو، الويندو اللي بيبقى بارز كده من سواء كان ويندو او هو ويندو يعني من الكتله دي، ده بنسميه بي ويندو. البي ويندو ده الجيومتريك سنتر بتاعه هو السنتر بتاع الدايره اللي عملها دي، وبالتالي بقى عنده كده هو بيخرج من هنا او بيتحرك من هنا، المسار بتاعه بقى دائري كده، بعدين يبدا يوسع هنا عشان يستوعب ان في سيتنج اريا، بعدين يبدا يلف حوالين سيتنج اريا ويمشي كده بشكل متدرج عشان يوصل للمدخل بتاعه. طب كان ممكن القصه دي يخليها من هنا؟ كان ممكن، والله مش هتقول لا يعني، كان ممكن بدل المسار ما هو ماشي من الجهه دي كان ممكن يمشي له من الجهه دي ويخلي الشجر ده في الجهه الثانيه. دخلت في الليفل الساعة التاسع في اللعبة الجديدة، تمام يا اخوانا. هو هنا واخد السنتر بس عند المبنى بتاعه، فرابط الخطوط اكتر بالمبنى بتاعه، ومديه احساس بان الدنيا بتنفرج او بتتجه للمبنى بتاعه، ففي فوكال بوينت هنا في الديزاين هي المبنى بتاعه، هي اساس التصميم اكتر من اللون الموجود هنا. مفهوم يا اخوانا؟ والجريل جات له هنا وضع بقى مختلف شويه، والسيتنج اريا دي فهو خارج بين التو سيتنج ارياز، واخد النافوره هنا. كان ممكن زي ما بنقول يمكن كان يبقى حل اضرب ان هو يكسر المسار بتاعه من المدخل للمدخل هنا، فيبقى قربه ويبدا يستخدم مثلا النافوره دي بشكل ما في مكان ما هنا، بس كان هيبعد عن التو سيتنج ارياز. تمام يا اخوانا، فكل ديزاين ثيم هو طبعا شرحه لنا هنا اهو. تاني برضو ده سيركيولر، ده يعني السيركيولر ده يفكرنا بالسيركيولرز اللي كانوا موجودين هنا، يعني ده سيركيولر وده سيركيولر سيركل، يعني بيوري لك ان حتى استخدام السيركل ممكن يبقى باكتر من شكل. ده سيركيولر اهو برضو اللون واخدها دائريه، بس بقى مش مسيطره قوي زي المره اللي فاتت. يعني لو تقارنوا كده شايفين هنا اللون كانت دائريه، كل الخطوط اللي حواليها يعني كونسنتريك معاها او راديتنج من السنتر بتاعها، بس هي جايه من السنتر يعني راديتنج من السنتر او كونسنتريك سيركلز كونسنتريك معاها،
تمام يا اخوانا، او سيكتورز حتى برضو كونسنتريك من نفس السيركل اللي هو حط فيه الحاجه السكالبتشر دي. طيب هنا عمل ايه؟ هنا خد اللون دائريه بس مش شديده السيطره بقى على المشروع بتاعه، لا هي اللون دائريه، وعمل مظله ثانيه ترجولا اهي جزء من دايره كانها سيركلز بتتقاطع، سيركلز فيها حركه كانها بابلز كده تمام. وفي سيتنج اريا موجوده تحت البرجولا دي. الحقيقه الديزاين ده مش قوي قوي لان هو بيتحرك هنا كده، تلاقيه بيتزنق هنا كده عند السيتنج اريا، يعني المساحه بتقل قوي، وبعدين بيدخل هنا في هنا سيتنج اريا ثانيه برده مش محدده، يمكن كان يبقى الطف لو خد لها دايره ثانيه، بس المهم يبقى في هيراركي وفي دومينانس، في ان اللون دي اكبر دايره دومينانت، وبعدين يبقى في دوائر ثانيه اصغر. هنا مثلا دايره تطبيق للسيتنج اريا دي يمكن ده كان يكون الطف، يعني يعني ممكن يبقى لينا نظره نقديه مش بالضروره نقول دايما ان هو عمل حاجه رائعه وما حصلتش، يعني في حاجات ثانيه ممكن تدي. طيب يا اخوان هنا اللي على الشمال ده طبعا حاجه اللي بنسميها دياجونال اللي هو 45 اهو، دخل وكسر ودخل تاني وهكذا تمام، بس الدنيا هاديه كده بسيطه. ادي السكالبشر بتاعته، كان ممكن يحط النافوره بتاعته هنا، اللون بتاعته هنا بدل ما على اليمين هي عباره عن دايره صريحه، هنا كانها تو انترسكتنج او تو يعني تانجنت لبعض سكويرز، يعني تو سكويرز تانجنت لبعضهم، اللي هو اللون بتاعته دي ادي مربع وادي مربع تمام، وفي هنا مربع سكالبشر اهو، في سكالبشر تاني. السيتنج ارياز بتاعته عباره عن مربعات زي كده، طبعا كان ممكن يبعد دي شويه او يخليها هنا، بس كانت هتبقى قريبه من الثانيه عشان ما يضايقش مسار الحركه المتجه للسلايدنج دور. فالحل ده يعني مش رائع قوي، يعني الحلين الحقيقه مش اقوياء قوي زي الحلول بتاعت قبل كده. اعتقد ان هو عنده في كل واحد من دول بقى عنده ستورج اريا، اللي هو الجزء اللي احنا كنا بنتساءل هو ايه، اللي هو الجزء ده، الجزء ده دايما بيكون يعني سبيس كده انا معلش انا عارفه ان انا طولت عليك عودة أسفل الريكتانجلر فورمز سكويرز وريكتانجلز، هذه اللون بتاعته ريكتانجل، المدخل هنا سكوير عنده مسار حركة هنا، وصل للسيتنج اريا دي في تقريبا سكوير دي هنا لو استثنينا منها مسار الحركة، سكوير تاني هنا عند السلايد دور، السيتنج اريا دي ريكتانجولر، النافورة طلعت رجعت تاني سكوير، فهو بيلعب سكويرز مع ريكتانجلز. هنا تيم مختلف عن اللي شفناه قبل كده سوري يا جماعه، هنا نستخدم شكل الاي شيب اهو نسميها الفيش تمام، الشكل ده كده للون، خلي كل الخطوط بعد كده مرتبطه بيها او يعني بتكمل عليها كده، واخد تو سيتنج اريز هنا، مش عامل اسمها النافوره، ادي الجريل بتاعته وادي مسار الحركه بتاعه، بيتحرك كده لحد ما يوصل للمدخل بتاع المبنى هنا، بنسميه هو الفيش انتوزياستس او الناس اللي هي متحمسه لشكل السمكه ده او شكل العين ده، هيحبوا الديزاين ده، هو بيقول كده يعني هو بيصدع عليه. وهنا ريكتانجولر شيم تاني، بس لما تقارن ده باول ريكتانجولر شيم شفناه تحس ان في ما هماش هما نفسهم، في اختلاف طبعا. طيب
انا حاولت اجمع لكم الحاجات الريكتانجلر دي عشان تشوفوا ازاي رغم ان الاثنين بيسموا ريكتانجلر، الاثنين بيستخدموا سكويرز وريكتانجلز، بس مطلعين ديزاينز مختلفه. معنى ان احنا ممكن نبقى اكتر من حد، او ده طبيعي يعني، نبقى نستخدم السيم شيم سواء كان ريكتانجلر دياجونال او انجلر ايا كان، بس بيطلع ديزاينز مختلفه حتى لو الاثنين عندهم نفس الالمس. يعني كلنا عندنا سويمنج بولز، بس كل واحد فينا يعمله بشكل مختلف وشكل الخطوط اللي حواليها تكون مختلفة. اهو اثنين ريكتانجلر، ادي الدياجونال ودياجونال تاني ودياجونال تالت او انجلر، يعني كلهم يعتبروا دياجونالز يعني. تمام يا جماعة؟ طبعا اللي في النص ده انا عملت له ميرور عشان يبقوا واخدين نفس الشكل بتاع البلان يعني. انما يعني شوف ازاي ان نفس الشيء بيطلع له ديزاينز مختلفه. طيب الاشكال الصور دي بقى عايزه اوري لك ازاي ان ممكن المبنى يبقى شكله تقليدي وكلاسيكي جدا وكل خطوطه عدله، انما الخطوط اللي تبقى في البلان مختلفه، مفيش اي مشكله. هو هنا بيقول لك هو يعني ما كانش عنده فكره معينه في اللاندسكيب بتاعه او سين معين عايز يتبناه، فقال لك طيب انا شفت ان هو هنا واخد في التيرفز في الكيرفز دي، فخلاص انا في السايد بلان او السايد ديزاين بتاعي انا هستخدم الكيرفز دي الضخمه دي في اللون او في المساحه العشبيه بتاعتنا دي، وهستخدمها في الاوت لاينز بتاعه المساحات اللي عندي. يعني دي دايننج روم، ففي ايتنج اريا موجوده له هنا، في هنا الكيتشن، ففي برضه هنا ايتنج اريا او سيفنج اريا موجوده، في لوندري روم فعنده سيرفيس اريا، يعني ايا كان المسطحات بتاعته كل مساحه بيحاول يميزها بطريقه تبليط معينه، بس من غير ما الدنيا تكتر. يعني هما طبلتين ثلاثة، يعني ثلاثة أو أربعة ماكسيموم، يعني حاجة أعملها بخشب، حاجة أعملها بحجر، حاجة أعملها ببلاط، كفاية قوي يكون عندك نوعين ثلاثة طبليط بأشكال أو بألوان مختلفة أو حتى بنفس الألوان، تبقى الألوان بتاعتها متشابهة. هنا حب يستلهم من المبنى الخطوط المايلة بتاعته والماتيريالز اللي هو مستخدمها، فقال لك ادي الخطوط المايله اهي، هعمل الدياجونالز دي للتيرسز او الديكس بتاعته، يعني التيرسز او بيسموها ديك، يعني مساحه خارجيه كده تبقى غالبا القضيه بتاعتها خشب، اذا كان ليها شيدنج اليمنت او يعني اباف ستراكشر بيبقى برضه خشب. تمام. وبعدين بقيه الخطوط اللي هتبقى عنده بره هيروح عاملها كيرفلينير زي كده. تمام. بس ما تحسش ان هي بقت لغه مختلفه، يعني هو مستخدم الكيرفلينيرز دي مع الخطوط الحادة دي او الخطوط الدياجونالز 45 دي، ومخلي الحتة دي فيها كده محددها بالحجر. ليه؟ لانه عنده بوليجونال ستون في الكتلة نفسها وعنده خشب في الكتلة نفسها، فالخشب والحجر خدهم من الكتلة واستخدمهم في اللاندسكيب بتاعه عشان يحس ان في اكستنشن او امتداد من الماتيريال اللي هو مستخدمها في المبنى في اللاندسكيب بتاعه. برضو تبص تلاقي هنا ان هو مستخدم الاسقف المايله والفتحات الارشد، فتحس ان هي ريفلكتد برضو على الديزاين بتاعه اللي هي الدياجونالز على ال 45. ساعات بيستخدم القرش، طبعا مفيش اي حد بيقول خد الواجهه بتاعتك حطها على الارض، يعني ممكن حد يتخيل كده ان هو عمل القرش ده اهو زي القرش ده، وادي السقف المايل ده زي السقف المايل ده، محدش بيقول كده، بس يعني امتدادات الخطوط او انك بتحاكي خطوط المبنى بتاعك في اللاندسكيب ممكن يكون مدخل تصميمي معقول، مدخل تصميمي كويس، يعني مفيش مشكله، وبيربط لك او بيعمل يونيتي بين المبنى وبين اللاندسكيب. ممكن حد تاني يعمل العكس يقول لك لا انا المبنى بتاعي كله ماشي لي خطوط منتظمه واكس وواي وريكتلينير، انا بالتالي هاجي على اللاي اوت بتاعي او اللاندسكيب بتاعي انا همشي بكيرفلينيرز، تقلل لي حده الخطوط اللي موجوده في المبنى. وارد جدا، واحنا شفنا كل البلانز بتاعت الديزاين ده كل المبنى بتاعنا ما نعرفش شكل الواجهه بتاعته ايه. والاركتكشر بتاعته تبدو بسيطه في الواجهه، مفيش تكسيرات ولا حاجات كده، ومع ذلك نقدر نلعب في اللاندسكيب زي ما احنا عايزين باي شيء من الشيمز اللي احنا شفناها دي. المهم ان هو يكون كونسيستنت. يعني ايه كونسيستنت؟ يعني انا ماشيه ب 45 ما بلاقيش بقى باجي في حته انا لا الحته دي زهقت فيها اروح عاملها دايره. لا، لازم تبقى فاهم انت ماشي بايه، ولما تكسر هتكسر ازاي وهتكسر قد ايه. يعني ما تجيش كده فجاه تعمل لي دايره، فجاه تعمل دايره في حته ثانيه والدايرتين قد بعض وفي خطوط عدله في خطوط 45. كل ما بتكتر الخطوط كل ما بتعمل فوضى وتشتت وبتضيع اليونتي في الديزاين بتاعك. تمام يا اخوانا؟ طيب
slope decides يعني لو انت لو في حد فينا مفترض في كونتور في الارض بتاعته لازم نراعي لازم يكون في البيز بلان بتاعنا احنا محددين الكونتور لاينز بتاعتنا ايه لانها بتاثر قوي على توزيع الارياز بتاعتك لازم وانت بتصمم ما ينفعش ان انت تصمم مساحه على اكتر من كونتور يعني ما ينفعش تقول انا هعمل ده تيرس ما انت تعمل ده تيرس على كونتورز متدرجه زي كده ان انت هتردم جزء من هنا او هتعمل التيرس ده ممتد كده ومتشال هنا مثلا على اعمده انت تكون عايز تعمل كده تمام انما الانسب ان التيرس يبقى ماشي هوريزونتالي كده عشان يبقى ماشي على كونتور من الكونتورز دي مش يبقى متعدي لاكتر من خط كونتور زي كده تمام هنا بيوري لك ازاي ان انت ممكن تربط ليفلز مختلفه يعني هنا ليفل مستوي فتحط فيه سيتنج تيرس بدات الارض تميل قوي تبقى بلانت سلوب مش هتقدر تعمل عليه حاجه وتعمل سلالم تنقلك ليفل تاني دي منطقه مستويه ممكن تعمل عليها جاردن وتعمل تيرس مالت تاني زياده تعمل عليها بلانت سلوبس وهكذا تمام لحد ما توصل في الاخر اذا كان عندك ساحه وشبيه تبقى هي اللي موجوده في الاخر هي دي بقى اللي تعمل عليها منطقه لعب او ملعب معين او حاجات زي كده طيب السلوب سايتس اهي بيقول لك انت ممكن تستخدمها بشكل متدرج كده تبقى عندك تيرسز بشكل متدرج ستيبس تنزلك على مستوى تاني ستيبس تنزلك على مستوى ثالث وبتستفيد طبعا من فروق الليفلز دي ان انت بيبقى عندك فيوز اوفرلوكينج لو عندك داون هيل او كليف زي اللي موجود عندنا في السايت بتاعنا اهو انت عندك تيرسز او مساحات مختلفه طبعا مش لازم تبقى مساحات متبلطه ضخمه كده بس يعني لو عندك مساحات زي كده بيبقى بتبتدي تتحرك وتنزل يبقى عندك تيننج وولز يبقى عندك منطقة مزروعة أو منطقة شلال مية كده البسيط بيبدأ ينزل على الليفلز المختلفة. طبعا بتختار بقى الماتيريالز والبلانتس احنا مش هندخل كتير في الموضوع ده لأن مفيش وقت الحقيقة ولا دلوقتي ولا في المشروع بتاعكم يعني كتير بس بتحاول تستخدم ماتيريالز تكون متناسبة في اللون وفي الطبيعة بتاعتها مع اللي انت عايز تعمله يعني. يعني الجرافل او الحاجات اللي هي زي الزلط الصغير ده ممكن يبقى السايز بتاعها صغير قوي زي كده وطبعا الصوره فيها الاقلام دي عشان تحسسك بالسكيل بتاعها ممكن تبقى حاجه هي بتدي لك الاحساس بالرفنس او بالارجولاريتي يعني في هنا سطح غير منتظم ومع ذلك التنوع في الالوان بتاعتها ممكن يبقى حاجه بتدي لك يعني فينيشنج او جراوند كفر مختلف شويه ان انت تبلط او ان انت تعمل نجيلة او منطقة مزروعة خلاص فتبقى بتعمل يعني اختلاف ما بين المنطقة المتبلطة اللي انت هتمشي عليها وبين المنطقة المزروعة بيبقى التعبير عنها شكل البيبلز او الحصى الصغير اللي زي كده اهو هنا الجرافيل كان بروفايد تكستشر كونتراست وسموث بيفمنت يعني البيفمنت كلها ماشية سموث هنا هيجي يعمل كونتراست معاها بالجرافيل اللي موجود هنا كده يجد لك مساحة مختلفة ما يبقاش كل تفكير ان هو يا اما مساحه متبلطه يا اما مساحه مائيه يا اما مساحه خضراء لا الجرافل ده بيدي لك حاجه مختلفه شويه طيب الستونز ممكن قوي تستخدم ستونز بوليجونال ونوت يعني الريجولر يعني حاجه زي كده تبقى الزرع بينبت كده ما بينها ودي بتبقى علاقه الحياه لطيفه ان انت مش عندك برضو فاصل الجرين عن الارياز اللي انت بتتحرك عليها اول المناطق البيف فده بيبقى يعني معالجه حتى بيئيه كمان من حيث ان انت سايب الزرع ينمو كده بشكل بسيط ما بينها لو في ميه مطر بتقدر تتسرب لتحت وهكذا. طبعا هي تكون عادي يكون حجر اكثر انتظاما وتكون مالي الفراغات اللي مالينه دي بالمونه ولو ان دي مش معالجه بيئيه قوي. طبعا الاستخدام ده ممكن تعمله حتى في الريتيننج وولز لان هو انت بتستخدم يونتس كده تقدر ترتبها تظبطها زي ما انت عايز كنت عايز تعمل بيها كيرف او عايز تعمل بيها اجزاء منتظمه زي كده اشكال الحجر طبعا كنت درسته اعتقد البيلدنج في البيلدنج كونستراكشن كونفشنال البيلدنج كونستراكشن اعتقد الترم اللي فات البنى بالحجر فشفته طريقه البنى بالحجر هي نفسها او زيها تقدر تعمل التبييض بالحجر اذا كان يعني منتظم تماما او اذا كان بوليجونال زي ده ويبقى يعني تعبيره لطيف الشكل هنا الصوره دي بس مش ما انتم موجودين يا جماعه انا بكلم حد موجود مع حضرتك مع حضرتك طيب انا احيي صمتكم والله شكرا طيب برضو اشكال الكونكريت يعني بيعملوا من الكونكريت بيفرز او تبليطات
مشابهة للحجر الطبيعي، بس بتبقى الميزة في الكونكريت يعني ان هو ممكن يبقى الوان فرايتي اكتر في الالوان وفي التكستشر وفي كده، بس طبعا هو مش ماتيريال يعني انفايرمنتال كويسة قوي زي الحجر. الحجر الطبيعي طبعا احسن، بس يعني بيوري لك ان هو ممكن يعمل الانترلوكينج كونكريت او الانترلوكينج بريكس. بيوري لك الفيديو لون شكلها ايه، ولما بيعملها بيجمعها على بعض. البونز اللي هي تقدر تعمل بيها البريكس، يعني ده كده اشكال البريكس، ممكن تعملها بالظبط زي البونز اللي انتوا خدتوها برضو في ارضيه الطوب. الرننج بون او كان بيسمى الستريتشر تقريبا حسب ما افتكر، الباسكت ويف ده دي زي شكل الباركيه. لو حد عارف الارضيه الباركيه السبعات تمانيات او بيسميه الهيرينج بون، ده كل الاشكال دي تقدر تعمل بيها التبليط الطوب بتاعك، تبليطات طوب كده ممكن يبقى بألوان مختلفة، وبنفس الطريقة تقدر تعبر عنها برضو ان انت تدي ألوان كلها واخدة اللون الطوبي او الوردي ده، وبعدين يجي لك كده كام يونت مختلفة بلون رمادي او لون لبني كده هادي، تعمل لك فرايتي كده لما يبقاش فيه مونوتوني في التكوين بتاعك. اهو بيقول لك الكالفرينيا فورمز بتحتاج البريك تو بي كات تو فيت ايدج اوف بيرمنت، يعني انت ممكن انت تحتاج نوعية طوب تاني عشان تحدد البيفمنت بتاعك او المساحه بتاعتك، وتلاقي ده كله يبقى صفوف من الطوب. وممكن ندي احساس خشب شويه عشان عامله بني، لو اديته لون احمر شويه او الالوان اللي موجوده هنا بتدي الانطباع اللي انت عايزه. هنا نفس الكلام، البريك شايفه هنا عامله ازاي كده زي البوند ده كده، الباسكت ويف ده باسكت ويف، وبرده محدد الاوتلاين بتاعه كده، فبيدي طبعا تكوين لطيف ان انت ممكن تعمل بيه اشكال سيركيولر، ممكن تبني بيه المسطحات افقيه والسلالم بتاعتك، بيدي احساس بان هو حاجه ناتشرال يعني او قريبه من الطبيعه، وبيسموه الميديترينيان كاركتر او الميديترينيان ستايل. يعني الخشب طبعا دي صوره مش معبره قوي، يعني الخشب ده قديم ومتاكل ومعرفش ايه، بس الوود عموما اللطف اللي بالخشب هو بيدي لك احساس ان هي حاجه ناتشرال يعني. وطبعا علشان هو بيبقى حاجه لينير بيديك احساس بالحركه في اتجاه معين. هو طبعا في دايمنشنز معينه بيعتبرها ستاندرد، بس دي بتستخدم بره. هنا ممكن تفترض ان هي الدايمنشنز العاديه اللي هو عرض اللوحه الخشب ده حاجه بتاعت 10 سنتي، وتبتدي تشوف بقى عايز تعمل بيه ايه، عايز تعمل بيه مسطحات او لينير كده، ممكن تستخدمه دايجونالي. طبعا لما تقطعه على حاجه كده بيكون صعب، انما وارد يعني ما فيش مشكله انت تفكر ان انت تعمل حاجه بالخشب. البرجولاز طبعا في اشكال برجولا لا نهائيه، وانا الحقيقه ما لحقتش احط لكم منها اشكال كتير، اللي بيفكر في تغطيه معينه ممكن يدور عليها. انما دي افكار فيها يعني ان مش لازم البرجولا تكون دايما حاجه لينير كده او كاميرا رئيسيه وفيها كاميرات ثانويه زي اللي كنتوا بترسموها الترم اللي فات في الريبرزنتيشن، لا هي ممكن قوي تبقى مسطح مربع وتحب تميز مسطح تاني جوه، تبتدي تعمل شكل الباسكت ويف اللي كان موجود قبل كده، او ان هو مسطح مربع اهو وتعمل جوه 45. لو انت اساسا المشروع بتاعك الفيلا بتاعتك او البلان بتاعك فيه بتشتغل فيه مربعات مع 45، وارد قوي تفكر في حاجه زي كده تبقى يعني فيري كومباتبل مع الديزاين بتاعك، ان هي تبقى كده برضو دي نفس فكره مربع وترسمه على 45 بشكل مختلف. يعني ده بيوري لك فرايتي اوف فورمز للبرجولا او اللي بيسميه اوفر هيد ستراكشر، ان هو ممكن يبقى هيكسجون وممكن يبقى بنتاجون، ممكن يبقى زي ما انت عايز، مش لازم يبقى الشكل التقليدي بتاعنا المستطيل اللي هو مين بيم وسكندري بيمز موجوده فوق. طيب ده يعني حاجه كده بتورينا ديزاين. اعتقد كان في صوره الاوبشن ماشي. ثواني يا جماعة، طيب عشان بس ما في صور وبعض اكزامبل كده ليه طريقة التعبير بقى عن كل الكلام اللي بنقوله ده. ادي ارضية بيت من خرسانة، شايفين معبر عن الرفنس فيها زي، هو مش عاملها كلها بخطوط مستقيمة، لا هو رسم خطوط خفيفة مستقيمة، وبعدين بدأ يقيد عليها بفري هاند كويس، بدأ يمشي عليها بفري هاند كويس كده، يعني ما هوش فري هاند مهزوز أي، فتحس إن الحكاية كلها رف وأنت عامل الكلام أي كلام.
وبدا يدي، شايفين البوينتس اللي بيرميها كده في كل بلاطه من البلاطه، مش كله، مش كله بالضروره يعني، في كام بلاطه كده بتبقى معناها ايه، كانها يعني عارفين جروفز او نقط كده حصلت في الخرسانه دي، هي مش حاجه بقى انا لسه بنيها وزي الفل ومظبوطه قوي، لا هي فيها شويه بوينتس كده بتديك احساس ان الحاجه دي حقيقيه والحاجه دي ريال يعني، مش حاجه اللي هي جايه بقى من المصنع بشوكها ونظيفه تماما وسطح املس تماما والكلام ده، بتديك احساس بالرفنس شويه، ممكن تبقى عايز تدي الاحساس ده. دي مسطح مائي، فشايفين هو مدي كده باترن كده صغير ملونها كلها ازرق بس مدي حاجات اصفر. طب ايه المقصود بده؟ يقصد بيها ريفليكشنز على الميه، او يقصد بيها تشكيلات موجوده يعني، الكيرفز والخطوط اللي هو عاملها دي، دي حاجات موجوده في في السويمنج بول نفسه من تحت، تكوينات موجوده فيه، انما كميه مش بتلون كله مسطح ازرق واحد، لا بتدي شويه تدليك، ممكن تدي حتى لو فيش تشكيلات زي كده تدي شويه لون اصفر او لون ابيض، يديك احساس ان في ريفليكشنز موجوده على الميه دي. الشجر طبعا اتعلمته الترم اللي فات ترسموه ازاي، مجرد ان انت تجيب ستامب الدوائر وتبتدي تهز ايدك وانت بتتحرك على الاوت لاين ده، وتدي شويه حاجات كده يعني، الليفز بقى مش بتبقى شديده الانتظام، ممكن يبقى الشجره بتعمل كده الجزء اللي في النص فيها ده، طبعا المفروض ان كل حاجه منهم بتعبر عن نوع شجر معين، بس احنا للاسف ما عندناش الوقت ان احنا نقدر نتكلم في انواع الشجر. تمام، ده الديزاين برضو الفيلا الثانيه اللي كنا شفناها قبل كده، ادي الدرايف واي، تمام ادي اللون او المساحات العشبيه الموجوده عنده، هنا متبني الارك مع التانجت، فعنده اللون اللي هنا محددها بالكيرف الكبير الضخم ده، وبعد كده عنده هنا بقى كل العناصر اللي هو حاططها، عنده الجريل وعنده الوود ديك موجوده هنا، والسيتنج اريا اللي موجوده بره، وادي المسار بتاع حركه الناس على رجلها اللي بيوصل للمدخل هنا، واخد هنا مساحه مربعه كده، وعامل سيتنج اريا بسيطه هنا كده الشخصين، على اساس ان هي ممكن تكون حاجه كويت او حاجه لانتظار الناس لبعضها يعني، وهنا الكومبليت ورك ستورج اريا يعني عامل التطبيقه دي كومبليت، دي فيها الورك ستورج، وهنا لون ثانيه ممكن تبقى هي دي البلاي اريا اللي هو كان عايز يعملها قبل كده، او سوري البلاي اريا موجوده اهي، كانت تبقى هو البلاي اريا از مارش فيز، مارش فيز يعني الارضيه بتاعته بيكون عاملها حاجه زي انشارت الخشب، الماتيريال تكون لوز بس في نفس الوقت سوفت يعني الاطفال هيلعبوا فيها، ممكن تكون ساند مثلا يعني الماتيريال تكون مفكوكه مش بقى تضبيطه وكده وتسبب جروح للاطفال وكده، فهي فيها شويه سوفتنس يعني. تمام يا اخوان كده خلصنا، عايزه بس هنزل لكم طبعا البرنت اوت بتاع الليكتشر دي، وعايزه اوريكم يعني جزء من الكتاب ده، انا كنت يعني عامله له اكستراكشن كده قبل كده الدفعه السابقه، الحمد لله مش هيطلع. بصوا اللاينز اللي بيستخدمها في اللاندسكيب ايه؟ يعني انتوا عدوا بقى بسيط كده على كل نوعيات اللاينز دي، اللي هو بيقول لك مثلا هنا بيستخدم بابلز، بيستخدم كده بابلز صغيره قوي علشان يحط الاوت لاين بتاع الشجره، او بيستخدم طريقه ثانيه اهي، او بيستخدم لبس يعني خطوط عامله كده، شايفين الخطوط عامله ازاي؟ دي كلها طرق عشان يرسم بيها الاليمنتس بتاعته. انا يهمني الحقيقه ان تتفرجوا على دول بعد كده تشوفوا كده طريقه استخدامه للالوان وطريقه اللي هو بقى اهو مثلا عايزه اعبر عن ادي سقف مايل لونه بني، ادي ارضيه مش لازم زي ما قلنا نعمل خطوط كده منتظمه وتقيله عشان اعبر عن الفواصل بتاعتها، اللون بتاعها انا عايزه لونها يبقى لون اورنج بس مش كلها هتبقى لونها اورنج الحقيقه، في الطبيعه في جزء هيبقى مرمي عليه شويه ظل، في جزء جاي له ريفليكشن من الشباك فمنور اكتر من جزء تاني، فهو عشان كده هتلاقي ان اللون مش ماشي كله ميه واحده، في جزء اهو مصفر شويه، جزء فيه هنا محمر شويه، الزرع اللي هنا بيدخل على المساحه دي، المساحه دي مساحه خضراء فعمل لها الطريقه دي في الرسم، في نفس الوقت عامل نقط هنا بوينتس كده فيها اساس ممكن تبقى الاقسام بتاعت الشجر اللي فيها، الميه اللي هنا مديها لون مش مدي اللون منتظم يعني هتحس كده ان هي ستروكس كده من اللون، وفي نقط ممكن تبقى النقط دي بالابيض او بالاسود عشان برضه يحسسك ان الميه دي مش كلها ماشيه لك مستوى واحد كده شديد الانتظام. الشجر نفسها لما بيرسمها بيديها شويه شيد او ظل ذاتي عليها من الجنب ده، بتاع
تحت منها الشادو. طبعا ناخد بالنا الشادو اللي هتعمله للشجر لازم يكون في نفس اتجاه الشادو بتاع اللي اوت بتاع المبنى. هو هنا مش رامي الشادو بتاع المبنى لانه لو رماه طبعا هيداري على الحمام السباحه بتاعه. خدوا بالكم محدش يقول انا الحمد لله انا مرمي ظل في حاجات كتير في اللي اوت بتاعي هتختفي. لا انت هترسم هتسلمنا في الاخر حاجه اسمها سايد بلان او ماستر بلان. انت هتحط الدور الارضي مع بقيه الارض حواليه في الغالب بنطلب كده يعني. مع بقيه الارض مرسوم فيها اللاندسكيب اليمنتس بحيث ان اللي اوت اللي هتقدمه 1 ل 200 ده في حاجات فعلا ممكن ما تكونش باينه عشان السكيل صغير او ان الظل بتاع المبنى هيداري على حاجات. ولو ان كنا زمان نقول للناس لما ترمي الظل بتاع المبنى ارسم الحاجات اللي اختفت دي بلون ابيض عشان نعرف برده هو في ايه من اللاندسكيب في اللي اوت يعني. تمام يا اخوانا فشوفوا طريقه الرسم البسيطه دي واستخدم الوان رصاص عاديه بس بشكل بيميل القلم كده ويدي بيه تونز اكتر ما بيستخدم السن بتاع القلم. فمدي يعني حاجه شويه رف انما فيري فيفيد وتحس ان فيها احساس ان هي من الريال وورلد مش ان هي حاجه كده لوحه مرسومه يعني. الامبلز دي لكل حاجه بقى يعني في التطبيق بتاعه وازاي طريقه التلوين بتديله شويه رفنس لطيفه مطلوبه. مثلا هنا ده بيد او مساحه كده مزروعه بطريقه ما وعامل حواليها فريم من الحجر. هنا ممكن ده يبقى مستويات لو انت عندك الارض فيها مستويات هتعملها كلها نجيله هتعمل فيها خطوط زي كده. الميه بنرسمها ازاي هي التموجات دي مع لونين ازرق لون ازرق فاتح لون ازرق اغمق. تمام هنا برضو الخشب بيترسم ازاي فهو هتلاقيه بيوري لك يعني كل حاجه ممكن ترسمها. زي هنا مثلا الناس اللي عايزه تعمل شلال ميه او حاجه زي كده او في ميه نازله من سويمنج بول على مساحه ميه ثانيه مثلا اهو بيوري لك تتعمل ازاي. تشد اللون من فوق لتحت تمام تستخدم لون ازرق غامق ولون ازرق فاتح شويه يبقى عندك ستروكس كده من لون ابيض ولون اصفر يعني ضربات قلم كده اصفر او ابيض. وهنا اعمل بقى من الابيض ده كتير على سن الميه لما نزلت وعملت تش كده يعني راحت عملت طبعا فاهميني الزبق اللي اسمه بيقول ايه هو مذكور في القران هو اسمه زبد يعني اللي هو اسمها ايه الريم بتاع الميه ده. تمام يا اخوانا فلما بينزل ده الشكل ده يديلك احساس فعلا ان فعلا بالصدمه بتاعت الميه لما نزلت وعملت الصوت والشكل ده من استخدام اللون الابيض مع شويه نقط صفرة تديلك احساس ان في ريفليكشنز حاصله. عاملها هنا برضو في الميه الافقيه انما هي طبعا شكلها الطف هنا في شلال الميه ده يعني. تمام يا اخوانا فهتلاقي هنا بيوري لك وبيعبر كل حاجه زي الستونز. الستونز اللي هي الريجولر ممكن ما تترسمش بالايد او ممكن تحددها بخطوط خفيفه وبعدين تبتدي تعيد عليها تاني بخطوط فري هاند زي كده. الميه اهي تاني مش مبين المسطح كله ممكن دي تبقى انسب وانت بترسم الشلال بتاع الميه لما تعدل تعمل روتيتنج للشكل ده دي عشان تعرفوا كل حاجه تعبروا عنها ازاي وازاي تحت الشجره بيبان الحاجات اللي هي مستخبيه اصلا تحتها دي خطوط اخف اهي. شايفين الشكل عامل ازاي الظلال بتاعه العناصر وطبعا مع نفس اتجاه ظلال المبنى. الاشكال الشجر بقى كلها ممكن تقعد تتفرج عليها وتجرب انها تعمل زيها. الجروبس اوف تريز او شربس بيلدينج ماتيريالز بيوري لك لما بتعمل فارينج بريشر فان اند بيتش كولرز يعني الالوان بتاعه الالوان الكوخي دي لما بتعمل فارينج بريشرز بتدي كاركتر كده فيها حيويه وفيها شويه رفنس بس بتكون لطيفه. البريك او كونكريت بيفرز بيوريها لك معموله ازاي هتلاقي برضو الستون اهو والنقط دي بتدي لك الرفنس هو الريجولر. الخشب الوود اهو بيوري لك بقى ممكن تعمله مش هنعمل كله لون بني واحد وخلاص يعني ابسط حاجه اعمله اللي هو ده اللي هو البني اللي سايب مساحات بيضه بينه وبين بعضه ده هو يعني حاجه مش شديده بانتظام وكلها واخده ذا سيم تون يعني. وممكن كمان تحس بيفيد الرفنس اكتر ان هو يبقى بني مع اصفر مع ابيض حاجات زي اللي فوق انما هو الانسب الحقيقه اللي هو تاني شكل على الشمال ده. تمام يا اخوانا اهو خشب مع جزء تاني بيض هنا في الشكل اللي تحت ده ادي مسطح ميه مع مسار حركه
وادي بيرجولا دي هتشوفها كده طبعا في اللي اوت لما في البلان هتشوف الستراكشر بتاعها الكولومز بتاعتها وكده. يقول لك الستراكشر هي المباني بقى بتاعتك لو كانت مسقفه خشب يعني مش ده طبعا الوضع عندنا وهكذا يعني. تمام اذا كان عندك الفرنيتشر بتاعتك الفنسز والبنشز الاسوار والحاجات دي البيرجولا خشب اهي في اللي اوت طبعا المفروض يبقى بقى فيه شادو بتاع اسمه ايه الشادو بتاعها على الارض بتاع الكولومز بتاعتها الميه اهي شايفين النافوره يعني بدي احساس ان في يعني ميه زرقاء اكتر في السنتر وبعدين بتخف لبره هنا هو نفس الفكره تمام وال سوري شايفين ميه اهي الناس اللي كانت بتسالني قبل كده الميه نعبر عنها ازاي هو عامل خطوط كده بسيطه كده مش منتظمه ممكن تبقى ويفي وعامل الوان بقى لون ازرق اغمق شويه مع لون ابيض بيبقى موجود لون اصفر كده في بعض الاماكن دي اسمها ريدكشنز هنا احساس المربع اللي تحت ده ان هي ميه ساكنه بول ميه ساكنه اكتر فهي مديها لون ازرق ومفتحه في جزء من هنا كده لون ابيض او مقلله في جزء هنا مع شويه النقط السوداء دي فكل الحاجات اللي عايز تدي فيها حيويه ما تديهاش لون منتظم تماما تديها تونز كده مختلفه تديك احساس ان الحاجه دي متحركه او الحاجه دي ما هياش حاجه رافده كده وما فيهاش حياه يعني شايفين هنا برضو الميه دي مرسومه ازاي ده يعتبر حاجه سويمنج بول هنا فكره شلال الميه بس الميه نازله من هنا ونازله على الجزء الاصغر اللي تحت ده في حاجات اورنمنتال اهي او حاجات سكالبتشر رامية ظل كده فدي كلها بدايل ازاي ترسم الميه وبقيه الاليمنتس يا اخوانا انا الحقيقه كان نفسي افرجكم على صور يعني بس الدنيا الوقت يعني ده الووتر اليمنتس يعني مش كلها صور في على سكيل سكني انما تدي لك كده يعني افكار يعني اذا كنت عايز تعمل ووتر اليمنتس انت ممكن حاجه زي كده يبقى جزء بيكبر قوي هنا وبيبقى عباره عن ان هو السويمنج بول يعني ممكن ابدا بحته صغيره تبقى بول ميه صغير بعدين اكبر جزء تاني وهو السويمنج بول وتبقى دي الديك او دي الليفنج سبيس او السيتنج سبيس اللي موجود عنده اللي هو فيه الشيزلونج انا مش بقول لك يعني خد صوره من دي وابتدي عدل عليها بس بقول لك يعني ممكن تجي لك افكار ازاي يعني. تمام شايفين هنا حاجات ممشى كده غير منتظم على سطح مائي طبعا احنا ما عندناش الكلام ده في المشروع بتاعنا ما عندناش سطح مائي كده ضخم واعمل ممشى ولا كباري موجود عليه بس الفكره ازاي بنتعامل مثلا شايفين التكوينات دي ده ممكن يبقى شكل مسار حركه وما يبقاش في ميه موجوده هنا مفيش مشكله يبقى ده السويمنج بول بتاعك ادي جزء اصغر للاطفال وجزء تاني اكبر فشايف حتى التضبيطه بتاعته تعمل معاها ازاي الناس اللي بتعمل في الديزاين بتاعها تريانجلر فورمز وحاجات زي كده كمان يا اخوانا النوافير الميه اللي هي حواليها مسطح مائي دي كلها ووتر اليمنتس دي بيقول لك لما يكون عندك السايد بتاعك محدود شويه وعايز تعمل تنويع في التبليطه بتاعتك ممكن يبقى عندك البيبلز او الجرافل ده هو الزلط ده ومسطحات سموس ثانيه موجوده فبتعمل فرايتي بس هما ستيل في يونيتي لان هما الاثنين موجودين في مسار واحد جرينري ما بين البلاطات وبعضها يعني تمام اهو دي فكره ان يعني عكس المفهوم مش عكس المفهوم يعني الجرينري متداخله مع التبليطه اللي انت عاملها وعامل بقى فلاور بيدز موجوده هنا وزرع اكبر موجود هنا يعني التعامل مع المسطحات الضيقه او مع السيت باكس اللي عندك ممكن تعمل فيها ايه هذا سلايدنج دور ما نشتغل بيه سبت منه سويمنج بول اهو تمام يا اخوانا وفي حته شلال ميه بسيط اهو دي الحته اللي تعمل كش دي اللي بتقول لكم عليها الحقيقه حته لونها ابيض دي شايفين شكلها فعلا شبه اللي كان مرسوم اللي هو نقط بيضه كده غير منتظمه او يعني زي سحابه بيضه كده غير منتظمه برضو دي كان سويمنج بولز في المناطق اللي هي الضيقه او يعني ازاي ممكن تعمل بولز ميه في مسطحات محدوده يعني انما طبعا مش بالضروره يكون ده الوضع عندنا بس الفكره تشكيل السويمنج بول مش لازم بقى يبقى كيرفي قوي ودواير وما اعرفش ايه لا ممكن يكون ريكتانجولار فورمز او جزء ريكتانجل مع جزء دياجونال شوف انت ممكن يبقى ازاي بس تجنب الزوايا الحاده ولا جوه البول ولا من بره تمام ثم تجنب الزوايا الحاده حتى في الديزاين بتاع الفراغات او الاوض بتاعتك ده سويمنج بول كده كرييتيف شويه
عامله ان هو ممكن هو يقفله وقت ما يكون مش محتاج له، وبالتالي يعني بيقدر بقى يستفيد بالمساحه حواليه او فوقه، حتى ممكن في الشتاء مثلا يقفله القفله دي. الاوت دور يعني شيدنج اليمنتس، لما تحب تظلل بقى مساحات خارجيه ممكن يبقى شكلها ايه، ده شكل لطيف الحقيقه للحاجات الكيرفلينير دي. طبعا كل ده معمول في سكيل مش سكني، انما وارد ان احنا نعمل فكره مشابهه في سكيل السكني بتاعنا. اهو الناس اللي عامله تكوينات تريانجولر او تكوينات متنوعه زي كده في الفيلا بتاعتها ممكن تفكر في افكار زي كده في الاوت دور بتاعها، فكره البرجولا بس باشكال مشابهه قوي لاشكال الشجر او الغصون بتاعت الشجر. لا ده حاجه تانية، لا ده حاجه كان يعني صوره عجبتني الحقيقه لما ما بنسيبش الهيد روم تحت السلم، يعني لما يكون المهندس مش مركز في الليكشر بتاعت السلم. طيب يعني احنا كده خلصنا، انا اعتقد ان انا طولت عليكم كفايه. يعني اتمنى يا اخوانا تكونوا يعني 25 فضل الحمد لله 24، يعني ارجو يكون في يعني في شيء من الاستفاده، او تكونوا خارجين من المحاضره يعني بفكره او باستفاده غير اللي كانت قبل المحاضره يعني. تمام يا اخوانا، انتوا نمتوا ولا معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. شكرا. طيب في اي سؤال او اي تعليق يا اخوانا، انا هنزل لكم ان شاء الله البرنت اوت بتاع الليكشر. حقيقة في كتاب كمان كان نفسي اعرضه حاجات منه بس الوقت ما اسعفش، في كتاب اسمه انسايكلوبيديا اوف لاندسكيب ديزاين، لذيذ جدا جدا. يعني في جزء هنا بيكلمك على الستايلز اللي ممكن تشتغل بيها، في حاجه اسمها ميديترينيان جاردنز او ميديترينيان ستايل، يعني الفورمال جاردنز يعني مثلا اهي الفورمال جاردنز دي اقصد بيها الجناين المنتظمه، اللي هي الجناين بقى هي التصميم بتاعها شويه كلاسيك يعني، فتلاقي بقى النافوره التقليديه بتاع زمان دي هي الحاجات، يعني تلاقي ان هو بيتمثل كالديزاين زي كده، وكاتب لك بقى يستخدم سكالتشرز بتاع حاجات زي كده. الدنيا زمان يعني شايفين الدنيا عامله ازاي، وان في الشكل التقليدي بتاعها، فحتى لما بيعمل مسارات ميه ومسطحات خضراء يعني الميه متداخله مع الخضره كل حاجه، بس الدنيا شديده الانتظام، ويعني بيوري لك بقى اكزامبلز كده وعامل فيها ايه. صراحه عجبني في الموضوع ده طبعا الجابانيز ستايل، السطحات بقى الصغيره، الكوتج ستايلز، يعني كل حاجه بنتكلمك عليها. الفاميلي جاردنز ازاي ان هي بيكون فيها مكان لعب الاطفال، وبقى الحاجات دي او يعني او الصوره حتى وحاطط لك البنت المريحه بتاعتها بقى مناسب قوي للي احنا بنتكلم فيه، مع ان طبعا في حاجات مبالغ فيها يعني. بس مثلا اهو منطقه لعب شطرنج شايفينها ضخمه ازاي، بيت الشجره اللي هم بيحبوا يعملوه بره، في شويه استخدامات ممكن تبقى مش مألوفه بالنسبه لنا، احنا استخداماتنا في اللاندسكيب بتاع البلاد بيبقى شويه كده فورمال فعليا، يعني ان هو الفيلا عنده او مش مفهوم الفيلا دي غير للناس اللي هو الاكسيريس يعني، انما الناس العاديين بيعيشوا في يعني ديتاتشد يونتس زي كده بيبقى عندهم. طيب اللي انا كنت حابه اوريه لكم الحقيقه المودرن جاردنز، لان دي مناسبه قوي للستايلز او للطرق الطريقه اللي انتم اغلبكم بيصمم بيها، لفكره ان هو بيتعامل مع وان يبقى تعامل بسيط او سامبل لاينز زي كده، يعني ما تلاقيش بقى ان حمام السباحه حواليه ما اعرفش في حاجه اسمها سكيمر عشان ياخد الميه زياده من حمام السباحه، التفاصيل التقليديه دي ممكن ما تبقاش ظاهره في الديزاين بتاعه. تمام، هي ان هو بيتعامل مع اسطح بسيطه، يعني ادي اهو حيطه ممتده من المبنى محدده له كده المساحه الخارجيه، الشجر مزروع في نفس المساحه اللي هو ممكن يستخدمها كتيرس، دي اللي مش عارفه الاضاءه بتاعته، تحس كده الدنيا ماشيه سيمبل بس قويه في البلاستيك بتاعتها، يعني حاجه سكالبتشر كده موجوده هنا، او ممكن يكون بيستخدمها يعني حاجه زي شيزلونج كده جوه السويمنج بول، بس خطوط كلها خطوط بسيطه اهي. يقول لك الكي ديزاين اليمنتس ان انت ما عندكش تماما اسيمتريك، تمام، ان انت بتستخدم مودرن ماتيريالز، تلاقي بقى في ستيل في جلاس، ممكن مع الجلاس تروح حاطط ستون عشان يبقى في كونتراست ما بينهم، يعني
الصوره دي حتى مبين لنا حاجه زي الافكار اللي بتفكروا فيها في الواجهات، فكره الفريمز، فكره استخدام خشب، يعني كتل، عمال انت بتلعب بكتل مع بعض، ان في كتله اهي حجريه من تحت المبنى مستمره لبره، يعني ده يعتبر ترانزيشنال سبيس شيدد بالكتله بتاعت المبنى، ده يعتبر اوت دور سبيس. تمام، فادي الاوت دور اهو مكمل كده، ممكن في هنا سيتنج اريا، ممكن ده يكون شغال كتيرس عنده، او ممكن ده يكون اندور سبيس، وادي مسطح ميه موجود هنا. الخطوط بتاعته كلها يعني بسيطه وسهله، ومحدده له المساحات. بلانتنج ان بلوكس، ان هو بيزرع فيه مسطحات كده محدده، زي ما قلنا بيستخدم مودرن ماتيريالز. كونتمبرري فرنتشر، الفرنتشر بتاعه شايفين الصوره الصغيره اللي هنا دي، حتى في حاجات فولدد او فولدبل، بحيث انها ممكن يطبقها وتنزل له في الارضيه فيستغل المكان بتاعها، او يخرجها يستخدمها لو عايز. ريفلكتد ووتر، مسطحات ميه ساكنه فبتعمل له ريفلكشن للحاجات الموجوده حواليه. فهو كل العناصر بتاعته ما بيحطش كمان عارفين ستريكت ليميتس او ستريكت اوت لاينز للمسطحات، لا تلاقي مسطح الميه جنب المبنى مباشره، مسطحات الجرين داخله في الميه، حاجات زي كده. له تحت جزء من المبنى، فهو الحقيقه ستايل يعني لطيف، وهو ده اللي بنشوفه كتير دلوقتي في الفيلات عموما، يعني او المودرن فيلز اللي احنا بنعمل حاجة. حاجة بيقول لك هنا عمل اوردر سبيس ازاي، وعمل فيجوال بلاي ازاي، ف يعني وعامل فيها ايه. طبعا بقى بنتكلم كمان على الزرع والحاجات دي، على نوعيات البلانس بتاعتنا، ان يعني الحدود زي ان الجرين، شايفين الجرين اهو ما بين مسطحات الكونكريت او مسطحات التطبيب بتاعته، مفيش فصل كده ان دي مساحه كذا ودي مساحه كذا، لا ممكن يبقى عنده حاجات زي كده. ده اكزامبل اهو، ادي ميه، ادي حاجه جرانيت، اجريجيت كونكريت كوبينج موجود هنا، مسطحات زرع موجوده كده، المسطحات بتاعته نفسها مش مفتفت قوي البيفنج ماتيريال بتاعتها، بس حتى لو انت قررت ان هي تكون مسطحات بيفنج اصغر، بلاطات اصغر، مفيش مشكله في كده طبعا، بس الفكره ان في يعني يعتبر سامبل ديزاين او مينيماليست او مينيمم لاينز مستخدمه في الديزاين بتاعه. تمام يا اخوان، في بقى جابانيز جاردنز دي اللي هي المسطحات الصغيره اللي بيحاول يحط فيها ورد كتير معرفش ايه، برضه الكتاب ده ممكن اقول لكم على اللينك تنزلوه منه، يمكن ما تلحقوش تبصوا عليه قوي بالنسبه لمشروعنا يعني دلوقتي، انما هيبقى حاجه معاكم تحبوا ترجعوا لها بعد كده وتتفرجوا عليها اكتر يعني. تمام يا اخوانا، في اي سؤال او اي تعقيب؟ حد عايز يقول حاجه؟ انا كان عندي سؤال، معلش يا دكتور، هو الماكسيمم دايمتر للشجره نعمله كام؟ يمكن تهبطنا او نعمل حاجه غلط. الماكسيمم دايمتر للشجره؟ اللي هو الكراون بتاعها. يعني ما اعتقدش ان هي هتبقى حاجه اكتر، مثلا مترين، حاجة في حدود 200، حاجة زي كده يعني، انت مش تعمل شجرة معمرة ضخمة قوي يبقى الديامتر بتاعها أكبر من كده، هو roughly speaking كده around 200، 200 ونص مثلا، حاجة زي كده. شكرا. عافية. طيب إخوانا، في حد أي له أي سؤال؟ انتوا جايين بكرة، احنا عندنا بكرة design section عادي مش كده؟ مش انتوا عارفين كده؟ عارفين. طيب محدش ينام متأخر بقى ويصحى متأخر ويقول أنا السبب. أوكي يا جماعة، حد له أي سؤال؟ هتدعوا عليا عشان سهرتكم في رمضان؟ لا لا طبعاً. معلش يا دكتور، هو السكشن بتاع حضرتك مطلوب مننا بكرة لاند سكيب؟ طبعاً يا أميرة، أنتوا مطلوب منكم كل حاجة من زمان. أمال أنا جالي انهيار عصبي منكم ليه المرة اللي فاتت يعني؟ يعني مش عارفه اقول ايه، يعني انا مش عايزه حد يكون زعلان، يعني من انت فتحت الموضوع مش عايزه حد يكون زعلان من زي اللي انا زعلت المره اللي فاتت، بس انا حسيت ان انتوا مش حاسين بالوقت خالص، انا قلقانه عليكم ان احنا متاخرين في البروجكت، ولا اي الناس جايه معهاش حاجه، مش جايبه شغلها بتاع قبل كده، مش عارفين نكمل على ايه، فكان الوضع مش لطيف. فطبعا طبعا المفروض يكون نتكلم في اللاند سكيب، بس انا عارفه ان انتوا متاخرين عن كده، فعلى الاقل اشوف بكره واجهات وسكشنز
طبعا لو في سبيدي اهلا وسهلا، بس يعني اتليست لازم اشوف وجهات، يعني ممكن تكون اخر مره اتابع معاكم فيها. وطبعا يعني اللاندسكيب لو مرسوم فيه حتى الخطوط الاوليه بتاعته او السيم اللي احنا ناويين نتبناه، يا ريت، مش يا ريت على سبيل التفضيل، يعني يعني ده يعني عايز اقول انه ضروري الحقيقه، بس انا عارفه ان الوقت ضيق. اوكي نعم، شكرا، العفو. طيب يا اخوان، يعني معلش ربنا يسامحنا بقى ان احنا صغيرين بنتكلم في اللاندسكيب، مش بنقرا قران ولا نتعبد، بس يعني برضو هو العمل عباده. يعني انا اسفه جدا اني طولت قوي كده، بس انا مش عارفه ايه اللي كان ممكن يقتصر عن كده، واتمنى تكونوا استفدتوا، واعتذر عن التطويل، وربنا معاكم يا اخوان، شدوا حيلكم بقى، ويعني يا رب نشوف كده انعكاسات للكلمتين اللي قلناهم دول على المشروع بتاعكم، وبالتوفيق ان شاء الله. دكتور ماشي، سؤال، هو بكرة آخر فولو-أب في المشروع؟ غالباً يعني هو أعتقد الحد هتبقى حاجة أوبشن، هتسلموا الأربع، فما أعرفش بصراحة يعني كأوفرول كل الدكاترة ناويين يجوا ولا لأ، أنا شخصياً ممكن أجي عادي، يعني أعتقد يوم الحد ده هيبقى يعني إما هنقول لكم لأ كلنا هنيجي، يا إما هيبقى حاجة بالاتفاق مع الستاف بتاع كل سيكشن. يعني إحنا عندنا، أنا شخصياً عندي استعداد أتابع لحد يوم الحد، بس انتوا في بعضكم ناس بتبقى اصلا خلاص هي عايزه تبيض الحاجه اللي معاها، مش عايزه تسمع رايي يخليها تغير حاجه في الديزاين بتاعها، في ناس بتبقى محتاجه ان هي ستيل تتاكد من حاجات، فيا اما هنقول لكم ان احنا كلنا جايين والسكشن شغال عادي، يا اما هتبقى الامور اتفاقيه بينكم بين السكشن بتاعها، فبرضه اسالوا الدكتور عندكم. طب هو المطلوب مننا حضرتك يا دكتور ينزل لنا امتى عشان نلحق نشتغل حاجات او كده؟ غالبا بكره ان شاء الله، يعني اذا كانش بكره خلال السكشن نقول لكم عليه، هيبقى يتبعت لكم مثلا دكتور نيره الكوردينيتور تبعت لكم على تيمز، بس يعني ان شاء الله يكون بكره. تمام، شكرا. طيب يا اخوان، حد له اي سؤال؟ حد متضايق من حاجه؟ طيب تصبحوا على خير، واسفه جدا اني طولت، شكرا، سلام عليكم.